بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بالشجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مهارات نجاح للتنمية البشرية. سنتحدث في هذه الإطلالة بإذن الله سبحانه وتعالى عن نموذج الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمان. من مهم جدا في العمليات الاستشارية القدرة على تحليل المنظمة والقدرة على فهم التغييرات التي تحصل داخل إطار المنظمة. هذا النموذج سنتحدث منه هو نموذج متخصص في مجال إدارة التغيير التنظيمي. هذا النموذج يستخدم لفهم الفجوات الأدائية التي تحصل داخل المنظمة. سنأخذ رحلة مع هذا النموذج. هذا النموذج سنتعرف فيه على كثير من المعارف اللي تساعد المستشار الإداري على تحليل المنظمة، على فهم الأداء داخل المنظمة، وتساعد أيضا العاملين داخل المنظمة على فهم طريقة التفاعلات اللي تتم داخل المنظمة، سواء كنت قائدا أو كنت مديرا عاما للمنظمة، أو سواء كنت مديرا لأحد الوحدات داخل المنظمة، أو سواء كنت موظفا داخل المنظمة، أو زائرا للمنظمة، أو أحد المساهمين في هذه المنظمة، أو أحد المالكين لهذه المنظمة. فأنت تحتاج إلى فهم عميق لفهم عملية التفاعلات التي تتم معنا داخل هذا النموذج. نموذج كونغرنس، نموذج الانسجام والتطابق، يتحدث عن عملية الانسجام والتطابق التي من المفترض أن تتم داخل المنظمة ما بين المكونات الداخلية داخل المنظمة. يؤكد هذا النموذج على مرحلة التحليل، على مرحلة الفهم العميق لعملية التفاعلات التي تتم داخل المنظمة. أنا محمد العامري، أرحب بكم في هذا اللقاء وأدعوكم للتعرف على هذا النموذج عن قرب. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا النموذج عن مفهوم نموذج الانسجام والتطابق. سنتعرف على ما هو هذا النموذج، ما أهميته، لماذا هذا النموذج يعتبر في الإدارة الاستراتيجية وفي تحليل الفجوات وفي إدارة التغيير التنظيمي يعتبر واحد من النماذج الهامة في مراحل سد الفجوة الأدائية داخل المنظمة. أيضا سنتعرف على عناصر هذا النموذج للتطابق والانسجام وإحداثه من خلال 4 عناصر أساسية وعناصر أخرى متداخلة في العملية الأداء داخل المنظمة. سنتعرف كذلك على مكونات نموذج الانسجام والتطابق. ما هي مكوناته؟ كيف يعمل هذا النموذج وفق طريقة النسق أو آلية النسق اللي سنتعرفها؟ سنتعرف على مفهوم النظام وآلية النظام ومدخلات النظام. كذلك سنتعرف على تطبيقات نموذج الانسجام والتطابق، حيث سنتعرف على كيف نستطيع استخدام هذا النموذج في حياتنا اليومية وفي عملياتنا الإدارية. سنتعرف أيضا بإذن الله على إيجابيات وسلبيات نموذج تطابق لنادلر وتشمان وكيفية عملية تطبيقه بإذن الله بكفاءة وفاعلية. سنتعرف أيضا على مميزات نموذج الانسجام والتطابق، ميزاته، وسنتعرف على أهمية عملية استخدامه في أدائنا. نهدف من خلال هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى بعد نهاية هذا اللقاء أن يكون المشارك والمتابع لهذا اللقاء قادرا بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق الأهداف 5 التالية. أولا، أن يحدد مفهوم نموذج الانسجام والتطابق كونغرنس مودلز. أيضا، أن يحدد عناصر نموذج الانسجام والتطابق. أيضا، أن يشرح مكونات نموذج الانسجام والتطابق، أن يبين بعض تطبيقات نموذج الانسجام والتطابق، وأن يوضح مميزات وإيجابيات وعيوب نموذج الانسجام والتطابق. نحن في مهارات النجاح ومركز الإتقان الدولي نرى أن لدينا مسؤولية أساسية في نشر المعرفة للكل، ولذلك أنا محمد العامري أرحب بكم في هذا العرض. أرجو أن تحضروا أوراق، تحضروا أقلام وتسجلوا معنا. لا مانع من تسجيل الشاشة، لا مانع من الاستفادة من هذا العرض في تحسين عروضكم الاستشارية وعملياتكم الإدارية. ما نشرنا هذا العرض إلا من أجل مساهمة في عملية نشر المعرفة، لذلك أرجو لكم الفائدة وأرجو لكم المشورة في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى لتحسين عملياتنا الإدارية وعملياتنا الاستشارية. أرقام تليفوناتنا ستكون موجودة في الأسفل، أرجو أن تتواصلوا معنا حول هذا النموذج لأي سؤال أو استفسار حول النموذج. بداية أيها الأحبة، سنتعلم في هذا النموذج بإذن الله سبحانه وتعالى مقدمة عن هذا النموذج، نتعرف عليه ونعرف الفكرة والإطار النظري التي أدى لظهور ما يسمى نظرية النسق أو نظرية الأنظمة وكيف تطورت هذه النظرية. سنتعرف على من هم نادلر ومن هم تشمان، هؤلاء العالمين الذين ابتكرا هذا النموذج. سنتعرف على ما هو نموذج التطابق، وسنتعرف على عناصر نموذج الانسجام والتطابق ودور هذه العناصر في إحداث الانسجام والتطابق داخل المنظمة. سنتعرف على شرح لعناصر نموذج الانسجام والتطابق، وسنشرح كل عنصر من هذه العناصر بالتفصيل الذي نوضح فيه كيف يستطيع القائد والمدير في هذا العنصر.
سنتعرف على تطبيقات نموذج الانسجام والتطابق، ولماذا هذه العناصر الأربعة تعتبر عناصر مهمة لكل مدير ولكل قائد منظمة. سنتعرف أيضا على إيجابيات وسلبيات نموذج الانسجام والتطابق، كما أننا سنتعرف على ما الجيد والجديد في نموذج الانسجام والتطابق، ما هو السيء في نموذج الانسجام والتطابق، وسنتعرف على بناء نموذج الانسجام والتطابق وصيانته، كيف نستطيع أن نطوره، وسنتعرف على الاستنتاجات المبنية على نموذج التطابق، وسنتعرف على نصائح مفيدة عن كيفية بناء نموذج التطابق. أيضا سنتعرف على المراجع لمادة نموذج الانسجام والتطابق من أجل مزيد من الاطلاع للمشاركين معنا في هذا العرض. كذلك عندنا تعليق ختامي بنهاية هذا العرض، أؤكد على أن هذا العرض مهم 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 لكل قائد، كل قائد منظمة هذا العرض مهم له، لكل دارس لعلم الإدارة هذا العرض مهم، أيضا هذا العرض مهم لكل مدرب، لكل ممارس لعمليات الاستشارية. أرجو أن تكونوا معنا، كما قلت لكم احضروا أقلامكم، احضروا أوراقكم، العرض موجود لديكم، الشرائح موجودة، صور الشرائح إذا أحببت. أي استفسار، أي نقاش تفصيلي، لا تتردد أن تتصل علينا وتسألنا حول هذا العرض، فنحن الهدف كما قلت لكم لنشر المعرفة، فالمعرفة حق للجميع، ونريد عملية أن تنتشر عندنا ثقافة التغيير التنظيمي وثقافة علم الإدارة المساعدة بإذن الله سبحانه وتعالى على تحسين العمليات الإدارية. بداية أيها الأحبة، حتى ننطلق أريد أن أذكر بأمر مهم جدا. عندما نقوم بتحليل أداء أي منظمة وأي مستشار أو قائد يريد أن يفهم طبيعة المنظمة، توجد 6 أدوات. هذه الأدوات تسمى الأدوات الإدارية التي ممكن أن تساعدنا لتحديد الفجوات الأدائية في المنظمة وأداء المنظمة، سواء كان على مستوى المنظمة بشكل كامل، وأقصد بالمنظمة كل تجمع بشري لهم قائد محدد، لهم هدف محدد يسعون إلى تحقيق أهداف محددة. إذن نتحدث عن 6 أدوات إدارية لعملية قياس أداء هذه المنظمة، سواء كان على مستوى منظمي كامل أو على مستوى وحدات إدارية داخل المنظمة، أي أقسام داخل المنظمة، أو على مستوى الأفراد والعاملين داخل المنظمة. هناك 6 أدوات إدارية مشهورة لعملية قياس الأداء وعملية تحديد الفجوات في الأداء لفهم عميق لأداء المنظمة. هذه الست أدوات ستساعدنا أن نفهم الفجوات الأدائية داخل أداء المنظمة، وتساعدنا بإذن الله على سدها. بعض هذه الأدوات وصفي، بعض هذه الأدوات كمي، لكن كل هذه الأدوات تتحول بعد ذلك إلى إطار كمي يساعدنا على عملية القياس. فعملية الإدارة هي عملية في الأساس كمية، لابد أن كل شيء يتحول معنا إلى شيء قياسي. وبالتالي أول أداة موجودة من هذه الأدوات هي نموذج ماكنزي للتحليل. هذا النموذج الذي يوضح لنا أن المنظمة تتكون من عوامل تسمى هارد وعوامل تسمى سوفت، عوامل ناعمة للتغيير وعوامل صلبة في بنيان المنظمة. هذا النموذج تم تصويره أيضا على قناتنا على مهارات النجاح، شرحنا فيه نموذج ماكنزي، أرجو أن تعودوا إليه، فشرحنا تفصيلا ماذا نقصد به بنموذج ماكنزي وأهميته في عملية تحليل أداء المنظمة. كذلك أيضا شرحنا نموذج تحليل SWOT، وقد شرحت تحليل SWOT بالتفصيل نتيجة لأهمية هذا النموذج في تحديد الأدوات والفجوات في بيئة العمل داخل المنظمة. توجد بيئتين في بيئة العمل داخل المنظمة، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. وقد شرحنا ما المقصود بالبيئة الداخلية، بأن البيئة الداخلية هي كل ما تمتلك فيه كقائد التأثير فيه وقدرة على اتخاذ القرار فيه وتتأثر به، والبيئة الخارجية هي كل ما أنت يعني تتأثر به ولا تؤثر فيه. وقد شرحنا نموذج SWOT Analysis، وأرجو أن تعود له أيضا على قناة مهارات النجاح حيث شرحناه بالتفصيل، ونتشرف بتقديم هذه الخدمة لكل قائد للعودة لها. أيضا هناك نموذج هو نموذج تحليل عظمة سمكة أو ما نسميه فيشبون. هذا النموذج هام جدا في حلقات الجودة، هام جدا لتحليل المشكلات ولفهم الأداء الموجود لدينا. هذا النموذج يتحدث فيه إيشيكاوا عن كيفية فهم المشكلة وفهم أيضا المتغيرات الموجودة في المشكلة كمتغيرات مستقلة ومتغيرات تابعة، والعلاقة ما بين السبب والنتيجة، وأيضا القدرة على تفهم العلاقات التي أدت لوجود المشكلة وتنتهي هذا الاستراتيجية بجدول يسمى جدول السبب والنتيجة، من خلاله نستطيع تطبيق قانون باريتو لمعرفة ما الأسباب الكبرى التي أدت لوجود المشكلة. ويعتبر نموذج الفيشبون أيضا وسيلة إدارية فعالة لتحليل أداء المنظمات وتحليل المشكلات تحديدا
داخل المنظمات، وقد قمت بتصويره بالكامل وعلى قناة اليوتيوب وأرجو أن تعودون له. كذلك توجد لدينا أداة هامة جدا وهي أداة تحليل باستيل. هذه الأداة هي أداة هامة جدا لفهم العوامل المؤثرة في أداء المنظمة، سواء كان على المستوى السياسي أو مستوى التكنولوجي أو مستوى البيئة التنظيمية أو مستوى العاملين أو مستوى التنظيمات واللوائح. نحن نتكلم عن مجموعة أطر تؤدي لعملية تحليل أداء المنظمة من خلالها. وقد قمت أيضا بعملية شرح نموذج تحليل نموذج التحليل لمساعدة إخوتنا الاستشاريين والمدربين، وأرجو أن تعودون له أيضا على قناة مهارات النجاح للتنمية البشرية. اليوم نحن نتحدث عن النموذج الخامس، وهو نموذج هام جدا في تحليل الفجوات. هذا النموذج يسمى نموذج تحليل الانسجام والتطابق لكل من نالتلر وتشمان، وحقيقة هذا النموذج لا يوجد به تعريف بالبيئة العربية بشكل كبير جدا. وعندما قمنا بعملية دراسة هذا النموذج لم نجد كثير من المراجع العربية التي تشير لتفاصيل هذا النموذج، مما حدث بنا أن نستخدم عمليات الترجمة، وتواصلنا أيضا مع العالمين الذين وضع هذا النموذج من أجل معرفة ما هي انطلاقاتهم وما هي أفكارهم، وقد استطعنا أن نتواصل مع يعني تشمان والسماع منه، وهناك مقاطع فيديو موجودة نيدلر موجودة أيضا على اليوتيوب، أرجو أن تعودوا لها باللغة الإنجليزية. لكننا نرى أنفسنا عند تصويرنا لهذا النموذج بأن نقوم بعمل ريادي، من خلال بحثنا وجدنا أن البيئة العربية لا يوجد فيها شرح تفصيلي لهذا النموذج رغم أهميته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العرض ويساعد به إخوتنا المدربين وأبنائنا الطلاب الدارسين لعلوم الإدارية، وأيضا الإخوة الأكاديميين الدارسين لعلوم الإدارية والباحثين، وكذلك أيضا من يهتم بعملية الاستشارات الإدارية وكل قائد. وهناك نموذج سنتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا النموذج، وهو النموذج السادس، وهو نموذج يورك، وأيضا يتحدث عن السبب، وهو نموذج أتى بعد نموذج الانسجام والتطابق للتطوير. هذه النماذج الستة فعالة جدا في القيادة الإدارية، فعالة جدا في عملية التغيير التنظيمي، فعالة جدا لكل مستشار يريد أن يفهم المنظمة التي يقدم لها استشارة. كثير من الاتصالات تصلنا من إخوة مدراء المنظمات، قادة المشاريع، مدراء الإدارات يطلبون استشارات. عادة عندما يطلبون استشارات قد يكون الموضوع لا يحتاج إلى استشارة ومستشار خارجي يأتي من خارج المنظمة، بقدر ما هو يحتاج إلى فهم عميق لأداء المنظمة. نحن دائما ننصح القيادات بالتعرف على هذه الستة الأدوات لتحليل الفجوات الإدارية واستخدامها في تحليل أداء المنظمات. تعالوا بنا نفصل الآن في النموذج الخامس اللي نتحدث عنه، وهو نموذج تحليل الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمان، ونتعرف عليه بعمق أكثر ونقول كيف نستطيع الاستفادة منه في عملياتنا الإدارية. بداية حتى نستطيع أن ندخل على هذا النموذج، نحن بحاجة للعودة مرة أخرى للحديث عن نظرية القيادة الموقفية. وقد شرحت نظرية القيادة الموقفية عندما تحدثت عن القيادة، أرجو أن تعودوا إلى موضوع القيادة فقد شرحناه على قناة اليوتيوب قناة مهارات النجاح، فأرجو أن تعودوا له بالتفصيل. وأثناء شرحي لنظرية القيادة تحدثت عن نظرية هيرسي وبلانشارد، وهي نظرية أساسية في القيادة الموقفية. وقد بينت في نظرية هيرسي وبلانشارد أن القائد يتفاعل مع العاملين معه من خلال نظرية تسمى نظرية نضج الأتباع. أثناء تفاعل القائد مع الأتباع الموجودين معه في المنظمة، فإن القائد أيها الأحبة سيحكمه نموذج يسمى نموذج القيادة الموقفية. كل قائد من القادة، هذا القائد لديه مهارات، لديه سمات وجدانية، لديه سمات معرفية، وهذا القائد لابد أن يكون له أتباع، فلا يوجد قيادة بدون وجود أتباع. هؤلاء الأتباع أيضا لديهم سمات ولديهم قيم ولديهم معارف ولديهم مهارات، وهذه القيادة حتى تتكامل لابد للقائد وأتباعه أيضا من وجود موقف، موقف يتم فيه عملية الإدارة. هذا الموقف أيها الأحبة سيحكمه جوانب العمل، عمل معين سيكون فيه تنفيذ مهام، فالقائد يجب أن يكلف موظفينه بمهام محددة. في هذه المهام نتساءل سؤال، ماذا تفعل؟ تحدد ما هي الوظيفة والمهام المطلوب من التابعين أن يقوموا بتنفيذها، وأنت كقائد تريد أن هؤلاء التابعين ينفذون هذه المهام وينفذون هذه الأهداف وفق استراتيجية واضحة. وأيضا نحن نتساءل سؤال، ما هي المنظمة؟ المنظمة التي سيتم من خلالها العمل، ما هو أدائها؟ كيف تسير هذه المنظمة؟ كيف
يتم إدارة هذه المنظمة، ونحدد ما هي القضايا الأساسية التي تحكم أداء منظمتنا. ثم بعد ذلك نتحدث أيضا عن البيئة المحيطة، فالبيئة المحيطة لها علاقة بعملية القيادة، نحدد فيها ماذا يحدث بشكل كبير في البيئة المحيطة، وما هي القيود التي تفرضها هذه البيئة المحيطة على أدائنا، ونحدد أيضا القطاعات والتأثير اللي سيحصل مع القطاعات المتبادلة مع القائد. ففي نظرية القيادة الموقفية كما تلاحظون أن كل قائد سيتفاعل مع التابعين عنده في موقف قيادي معين، وفي هذا الموقف القيادي سيجعل القائد قادر على تحقيق أهداف المنظمة. هذا كله تحدثنا فيه عندما تحدثنا عن القيادة الموقفية، وإنما أنا هنا أذكر به لأن هذه المنطلقات سوف تدعمنا في عملية تفهمنا العميق لنموذج نادلر وتشمان. فنموذج نادلر وتشمان في الانسجام والتطابق هو أساسا نموذج يتحدث عن إدارة التغيير التنظيمي، فهو أحد نماذج التغيير التنظيمي يدرس ضمن القيادة الاستراتيجية لتحليل الفجوات من أجل معرفة ما هي العوامل تجعل القائد قادرا على قيادة منظمته وتابعينه لتحقيق النجاح لمنظمته في ظل المواقف المتعددة والتحديات المتعددة. وبالتالي أيها الأحبة، حتى نستطيع نتعرف على هذا النموذج لدينا الخطوة الأولى لفهم هذا النموذج تبدأ باعتبار الفهم الكامل لديناميكيات وأداء المؤسسة، هي الخطوة الأولى الحاسمة في تصميم وقيادة التغيير الناجح على نطاق واسع في أداء المؤسسة وأنشطتها، حيث أن مستحيل وصف العلاج المناسب دون تشخيص طبيعة وشدة مشكلات المنظمة أولا. فهذا النموذج هو أحد الأدوات الإدارية التي يستخدمها المستشار والقائد لفهم أداء المنظمة، كأنما أنت طبيب ولديك الآن أداة من أدوات التشخيص، كما أن الطبيب لديه السماعة ولديه أيضا جهاز الأشعة ولديه جهاز السونار يستخدمها لعملية تشخيص ما يحصل من خلل عند وظائف الأعضاء، كذلك تعالوا بنا نشبه المنظمة بأنها كيان، وهذا الكيان نريد أن نقوم بتشخيصه بأدوات. فحتى نستطيع أن نشخص أدوات هذا الكيان نحن نحتاج أن نتفهم أولا ديناميكيات التفاعل داخل هذا النظام. ولذلك إخوتي الكرام أحيانا نقفز للنتائج عند الحديث عن مشكلات تواجهنا في المنظمة، ففي كثير من الأحيان يتفاعل القادة خاصة الجدد منهم بشكل سريع مع مجموعة من المشكلات تواجههم في إدارتهم الجديدة، ومركزين بشكل كبير جدا على المشكلات على أعراض تلك المشكلات، مستفيدين من خبراتهم السابقة وأوجه التشابه بين المواقف الجديدة اللي يواجهونها والمشاكل التي سبق أن حلوها في الماضي، معتمدين على افتراض أن الأسلوب والطريقة التي نجحوا بها في حل المشاكل السابقة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى فعالة في حل المشاكل الجديدة بما أن المشاكل متشابهة، وعلى افتراض أنهم كما استنتجوا في المرة الأولى الحلول الآن هم أيضا قادرين لاستنتاج الحلول الجديدة وحل مشاكل المنظمة. لكن هذا الأمر لا يعمل دائما، سنجد دائما أن كل مشكلة هي مشكلة فريدة لها تحدياتها الفريدة، وكل منظمة وكل وحدة إدارية لها واقع فريد، وبالتالي هذا يحتاج من الإداري والقائد ألا يقفز مباشرة النتائج. يجب علينا أولا أن نجمع البيانات عندما نريد نحل المشكلات، ولذا ننصح كل مدير وكل قائد عند بدء العمل ومواجهة المشكلات والتحديات بأن يتوقف قليلا ويأخذ نفسا عميقا وأن يمنح نفسه بعض الوقت وأن يجمع البيانات ويقوم بعمليات التشخيص للأسباب وعلاقاتها بالنتائج، ثم يحدد ما هي الفجوات ويفهم ما هي التداعيات قبل القفز إلى الافتراضات حول ما يجب تغييره وكيفية القيام بعمليات التغيير المناسبة. نحن ندعو أيها الأحبة إلى نموذج عقلي، هذا النموذج العقلي يساعدنا على إيجاد خارطة طريق شاملة، هذا النموذج سيساعدنا على فهم مشكلات الأداء في العمل والتي لا تعد ولا تحصى في مؤسسات اليوم المعقدة. نحن نريد أن يساعدنا نموذج نادلر وتشمان على فهم أداء المنظمة، فمن الممكن أن ينحرف تركيز القائد والمدراء من التركيز على الأسباب الحقيقية للمشكلات إلى التركيز على معالجة أعراض المشكلة. فنحن عندما نذهب سبحان الله لأي خلل سيحصل لدينا عند الطبيب أحيانا قد نشتكي من صداع ونشتكي من حرارة وسخونة لدينا، لكن قد يكون المشكلة عندنا الدرس، أو قد يكون عندنا مشكلة في الجيوب الأنفية، أو قد يكون مشكلة عندنا في التهاب في مكان معين، وبالتالي الطبيب يجب أن يفرق ما بين الأعراض وما بين المرض. كذلك الاستشاري الإداري يجب الاستشاري الإداري عليه أن يعرف ما الفرق ما بين المرض والعرض في أداء المنظمة، وبالتالي فإن المدير والقائد بحاجة إلى نموذج عقلي يستخدمه في تحليل المشكلات التنظيمية، وسيؤثر حتما هذا النموذج على منهجيته في التعامل مع المشكلات وكيفية
التصميم للحل، وبالتالي نجاح النهائي في قيادة المنظمة وإدارة التغيير التنظيمي لها وحل المشكلات وتحقيق النتائج. نحن عندما نتحدث عن هذا النموذج نحن نريد فهم وتحليل الأداء بعمق. نموذج الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي الذي طوره دايفيد نادلر ومايكل توشمان من جامعة كولومبيا هو نموذج يساعد القادة على فهم وتحليل أداء مؤسساتهم. هذا النموذج أيها الأحبة يعتبر منهجية علمية تم تطويرها وصقلها في مجال الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي على مدار ما يقرب من 3 عقود من البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في عشرات المنظمات، وقد تناول باللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة الصينية، تناوله الكثير من الباحثين بالدراسة والبحث، كما أن المتخصصين في مجال الإدارة الاستراتيجية دائما ما يتحدثون عنه كأحد أدوات التنسيق وأحد أدوات أيضا الانسجام ما بين المنظمة. هذا النموذج ليس حلالا للمشاكل وليس حلا لمشكلات المنظمة، فلا يوفر نموذج الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي أي إجابات أو حلول جاهزة للمشكلات المحيرة المتعلقة بالتغيير التنظيمي في المنظمات، فهو ليس دوره وليس الهدف منه وليس استخدامه الهدف منه حل المشكلات، بل الهدف الأساسي منه فهم المشكلة، فهم أين توجد المشكلة. إذا تذكروا هناك فرق ما بين فهم المشكلة وفهم أسباب المشكلة وبين حل المشكلة. هذا النموذج سيمنحنا أداة فعالة لتفهم أسباب وجود المشكلات في المنظمات وليس حلها. هناك أدوات أخرى ممكن استخدامها أيضا مع هذا النموذج لحل المشكلة. فهم أداء المؤسسة أيها الأحبة يساعدنا فيه نموذج الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي، فيعتبر أداة مفيدة جدا تساعد القادة في فهم تفاعل القوى المحركة لتشكيل الأداء في مؤسساتهم، وتساعدهم على توجيه موظفيهم للتركيز على أركان العمل وتصميم وتنفيذ حلول المشكلات الفريدة في منظماتهم. فهذا النموذج يعتبر بحق أداة مساعدة للقائد بشكل كبير جدا على تفهم الأداء داخل المنظمة، ولكنه ليس مغني بذاته، بل يحتاج أيضا أن يتفاعل مع بقية الأدوات الأخرى من أجل حل المشاكل الموجودة داخل المنظمات، ويستخدم الأسلوب العلمي لحل المشكلات بعشرات الخطوات العلمية العشر لحل المشكلة. فنحن نحتاج إلى الفهم ونحتاج للتنبه، فقد أثبت نموذج الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي فائدته في العديد من المواقف المتنوعة على نطاق واسع، لأنه يفي باختبار أي نموذج ناجح، فهو يبسط ما هو معقد بطبيعته ويقلل من تعقيد الديناميكيات التنظيمية للأبعاد التي يمكن التحكم فيها. أيضا يساعد القادة ليس فقط على الفهم ولكن أيضا على التنبؤ الواقعي بأهم أنماط السلوك والأداء التنظيمي. وأيضا في العرض هذا سنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى بالشرح والتوضيح السلوك التنظيمي وكيفية التعامل معه وكيف يساعد نموذج الانسجام والتطابق في فهم هذا السلوك وأداء المنظمة. نذكر تماما أنه في نظرية النظرية المتجذرة في البحث العلمي عند استخدام مفاهيم منهجية البحث العلمي في المنهجية التفسيرية، نحن بحاجة إلى صناعة نموذج. هذا النموذج يساعد الباحث على وصف الظاهرة، القدرة على تفسير الظاهرة، ضبط المتغيرات والتحكم بالمتغيرات داخل الظاهرة، والقدرة على التنبؤ، وهنا يكمن العلم. ولذلك هذا النموذج يعد أداة علمية تساعد كمنهجية علمية في فهم أداء المنظمة بشكل عميق. تعالوا بنا نتساءل سؤال، كيف تم تطوير نموذج الانسجام والتطابق؟ كيف ظهر هذا النموذج؟ كيف ظهرت الأفكار الأساسية له؟ هذا يستدعي مننا في البداية أن نعود إلى فلسفة هذا النموذج. بداية التطوير التقليدي لهذا النموذج يحمل معظمنا في ذهنه تصور النماذج التنظيمية التقليدية للمنظمات الذي يمثل هيكل إداري فيه إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة تنفيذية. تميز هذا الهيكل قديما منذ عهد الجيوش الرومانية بأنه دائما نموذج مستقر لعملية فهم المنظمات. فعندما نتكلم عن فهم المنظمات كنا نتكلم عن هيكلية إدارية منذ قرون مستقرة في الأداء، لكن اليوم وتيرة التغييرات في أدائنا واقعنا وواقع أداء المنظمات في حالة تغير كبير جدا وتفاعل ما بين المنظمة في محيطها الداخلي والمنظمة في محيطها الخارجي، مما يستدعي على القادة كمدراء عموم داخل المنظمات وكقيادات تخطيط استراتيجي داخل المنظمات أن يفهموا فهما عميقا وتيرة التغيير داخل المنظمة، وأن يجلسوا لتحليل ما هي العوامل التي ذات علاقة كبيرة جدا بالتغيير داخل المنظمة. فمن النصف الأول من القرن 20 تغيرت وتيرة التغييرات في المؤسسات والمنظمات،
متأثرة بسرعة وتيرة التغيير على مستوى العالم كله، وظهور متغيرات واكتشافات ومخترعات وأحداث مذهلة ذات طابع عالمي. حيث ظهرت الثورات الصناعية المتلاحقة، الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فانتقلنا من مرحلة الثورة الصناعية الأولى تركز على الكم والإنتاج الكبير إلى مرحلة الثورة الصناعية من خلال الآلة البخارية، إلى مرحلة الثورة الصناعية المعلوماتية، ونحن اليوم في ثورة صناعية معلوماتية عالية جدا في الثورة الصناعية الرابعة، نتحدث فيها عن منظمات عابرة للقارات وتؤثر فيها متغيرات كثيرة. هناك حاجة اليوم لنموذج جديد، هناك حاجة اليوم لفهم عميق جديد للمنظمات وأداء المنظمات. أصبح النموذج القديم للتنظيم الهرمي مجرد ترتيبات تنظيمية لهيكل المنظمة، قيادة عليا، قيادة وسطى، قيادة تنفيذية، لكنها لا تفي بالقدرة على الانخراط في تحديات المنظمة، فلا تستطيع أن تساعدنا في الفهم الشامل لكافة المتغيرات والتفاعلات في المنظمة. ولهذا ظهرت الحاجة لابتكار نماذج تنظيمية جديدة قادرة على مواكبة التغيير وقادرة أيضا على صناعة قدرة تغييرية. النهج الجديد والمنهجية الجديدة اللي نتحدث عنها، هذه المنهجية تسمى منهجية الأنساق المفتوحة والعامة، أو ما يسمى في علم الإدارة نقول عنها مدخل النظم في عمليات إدارية. هذا النسق أيها الأحبة ظهر عام 1960 كنسق جديد يتحدث عن منهجية نظم في علم الإدارة وكيفية استخدام نظم في عملية إدارة المنظمات، حيث بدأ الباحثون في كلية هارفارد للأعمال وجامعة ميشيغان في اكتشاف أوجه التشابه بين طبيعة الأنظمة الحية نحن كبشر وطبيعة أيضا الأنظمة للمنظمات البشرية، واكتشفوا بعض أوجه التشابه ما بين المنظمات الحية كطبيعتها كأنساق مفتوحة ومنظمات البشرية، حيث اكتشفوا أن دائما المنظمات سيكون لها مدخلات ومعالجات ومخرجات، ومن هنا تكمن العملية الإدارية. فنحن اليوم نرى أن هناك نموذج يسمى نموذج الأنساق سنتعرف عليه، ويعتبر العالم البيولوجي النمساوي فون برتلانفي، هذا الرجل هو أول من أوضح مبادئ نظرية الأنساق العامة في عام 1966، وقام بتطوير هذا النموذج عام 1966 كانس وخان، وأول من طبقا نظرية الأنساق في المنظمات بشكل شمولي عام 1966. وبالتالي أصبح لدينا اليوم تفكير نسميه التفكير النسقي أو تفكير المنظمي أو تفكير النظم. هذا النموذج اكتشفوا بأنه بطريقة النظم يقوم على أن المنظمة لها مدخلات من البيئة المحيطة لها، ثم تقوم بعمليات تحويلية لتحويل المدخلات إلى مخرجات مستهدفة، ثم تستهدف من التغذية الراجعة تحسين مدخلاتها وعمليات التحويل بها ومخرجاتها، وهذا يعد تعلم وتفكير تنظيمي. فيما يلي سنستعرض تطور نظرية التنظيم والنسق كمدخل حقيقي لفهم نظرية نموذج التطابق. فنموذج التطابق النادلر وتشمن يعتمد بشكل كبير جدا على نظرية النسق ونظرية التنظيم، وهذه النظرية نظرية النسق حقيقة ستكون داخلة معنا في كثير من العلوم الإدارية. فنحن كما نتحدث دائما في قناة مهارات النجاح للتنمية البشرية ونصور كثير من المواد التدريبية، دائما نتحدث عن التنظيم والنظم، فتعالوا بنا نتعرف على نظرية التنظيم والنظم عند برتلانفي. ولد كارل لودج برتلانفي في النمسا عام 1901، توفى في كندا عام 1971. هذا الرجل أيها الأحبة يعتبر هو العالم البيولوجي النمساوي فون كارل لودج لافي، أول من أوضح مبادئ نظرية الأنساق العامة في عام 1966. هذا الرجل أيها الأحبة تلقى تعليمه في جامعة فيينا، حصل على الدكتوراه في كل من الأحياء وعلم النفس عام 1926، كان أستاذا زائرا في جامعة فيينا وجامعة لندن وجامعة ألبرتا وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة نيويورك والكثير من الجامعات الأخرى. انتقل عام 1949 إلى كندا وأصبح مواطنا كنديا، عاش طيلة السنوات الباقية من حياته في كل من كندا والولايات المتحدة، وعلى الرغم من عمله الأساسي في الأحياء والكيمياء العضوية فقد اكتسب شهرته الكبيرة جدا نظرا لإسهاماته في فلسفة العلم، فقد ساعد بشكل كبير جدا في تأسيس منهجية الأنساق أو منهجية ما نسميه النظم، حيث كان مؤسسا ومحررا لكتابه السنوي لجمعية بحث الأنظمة العامة التي أسسها، وقد عرف بأنه مؤسس نظرية النظام العام. عندما نتحدث عن شهرته فإنه رغم أنه كيميائي وأحيائي، يعني في علم الأحياء البيولوجي وعلم الكيمياء،
إلا أن هذا الرجل نظرية النظام هو اتجاه ثوري وفلسفة العلم أدت إلى شهرته بشكل كبير. تركز الثورة المعلوماتية في هذا المجال في شق منها الفكرة القائلة أنه من الأفضل دائما أن تدرس الأنظمة ككينونات كاملة بدلا من تقسيمها إلى عدة أجزاء، يعني أن ندرس المنظمة ككل وليس أن ندرسها وحدة وحدة. وهنا برت لافي يشير إلى شيء مهم جدا، يجب التعامل مع كل منظمة كأنها إنسان تماما مثل الإنسان، يفكر يحلل يتعامل داخليا ويجب من إحداث انسجام داخلي. هذا الأسلوب يمكن تمييزه بالعبارة التي تفيد بأنه يوجد هناك العديد من الكينونات التي يمكن دراستها، حيث أنه ليس من الصحيح أن فهمنا لأجزاء الكينونة يوضح لنا أداء كل الكينونة، لكن على العكس فإن فهمنا للكل يمنحنا القدرة لفهم الأجزاء. لذا فإن عبارة أن الكل يعتبر أكثر من جميع الأجزاء تكتسب معنى جديدة، وهذا المعنى هو الاتجاه المناسب للتفسير. لا يمكن دائما أن الجزء ينسب إلى الكل، وبالنسبة للكينونات معينة فإنه يمكن الحصول على فهم أكثر من خلال النظام الكلي، أو من ثم من خلاله يمكن فهم الأجزاء بشكل أفضل. خلنا نعطي مثال لذلك، مثال ذلك دول الخليج. نستطيع أن نقول أن دول الخليج يجمعها سمات تميزها ويجمعها أيضا عناصر مشتركة كثيرة، اللهجة، الدين، أحيانا الجانب الاجتماعي، العادات، التقاليد، العوائل، القبائل، كلها مختلطة في دول الخليج. لكن لا تستطيع أن تقول أن دولة الكويت هي نفسها دولة المملكة العربية السعودية، ولا المملكة العربية السعودية هي دولة قطر، ولا دولة قطر هي الإمارات، ولا الإمارات هي عمان. فلكل دولة من الدول لها خصائصها الخاصة بها والفريدة بها، ولكن يجمعهم كامل مشترك. فنستطيع أن نقول دول الخليج، ثم نبدأ بعد ذلك نفصل في الدول، كل دولة خليجية وحدها. ثم لا نستطيع أن نقول داخل كل دولة بمدنها ومناطقها أن كل منطقة هي ممثلة بالكامل للدولة، بل كل منطقة لها أيضا خصائصها ولها ثقافتها ولها مكوناتها، ثم بعد ذلك تأتي المدن ثم القرى وهكذا. إذن كذلك المنظمة، لا نستطيع أن نقول أن المنظمة بشكل كامل هي تمثل كل وحدة، ولا نستطيع أن نقول أن كل وحدة تمثل منظمة بشكل كامل. إذا لابد من فهم عميق لهذه المدخلات. لذلك ظهرت نظرية انتظام عملية الأنظمة. انتظام عملية الأنظمة اكتشفه بورت لانفي، وهو هناك انتظاما في عمليات الأنظمة المعقدة والتي يمكن رؤيتها على أنها متناظرة أو متوازية للعمليات التي يمكن أن نجدها في أنظمة معقدة أخرى. ومثال لهذا النظام هو عملية النمو، نمو رأس المال بواسطة التجارة ونمو البكتيريا أو نمو السكان. كما تنبأ مالثوث، فكلما تظهر خصائص متشابهة لكونها تمثل دليلا في غياب القيود الخارجية، إن هدف نظرية النظم العام هو أن قوانين الأنظمة يمكن أن تبدأ بالتعرف على أنظمة محددة وتحليل أجزائها، ثم التعامل باستنباطات والاستنتاج حتى نستطيع أن نكون قوانين عن أداء كل منظمة، ثم بعد ذلك نقوم بتحليل الأداء الكامل. هناك دائما عائق تأثير هذه النظرية. واحدة من عوائق تأثير هذه النظرية أن هذه النظرية انتشرت بشكل أكبر في مجال العلم وتنظيم العلم وفهم عملية العلم، فهي نظرية تستخدم عندنا دائما في عملية البحث العلمي في ضبط المتغيرات. فالعلم هو نفي الجهل، وعملية العلم تقوم على عملية ضبط المتغيرات من خلال عملية ملاحظة الظاهرة، تفسير الظاهرة، ضبط التحكم في المتغيرات الظاهرة، ثم عملية التنبؤ بما سيحصل في الظاهرة. هذه النظرية ظهرت كثيرا في فلسفة العلم، لكن الدارسين للعلوم الإدارية لم يدرسوها بشكل تفصيلي أثناء دراستهم في كلية الإدارة في مرحلة البكالوريوس، ولم يتعرضوا لها. وكذلك أيضا المدراء والقيادات لم تنتشر لديهم هذه النظرية للتعرف عليها تفصيلا، فأصبحت هذه النظرية نتحدث عنها دائما يعني ضمن السياق، نتعبر عنها دائما في علم الإدارة ضمنيا، لكنها قد تكون لأول مرة سنفصل فيها لتوضيح مفاهيمها. برت لانفي وضح لنا الشيء التالي، وضح لنا النموذج. برت لانفي وضح لنا النموذج الأساسي بحسب نظرية الأنساق العامة النظم، حيث وضح لنا أن عملية النظم تقوم على أولا مدخلات، ثم عمليات تحويل، ثم عمليات مخرجات، ثم تغذية راجعة. هذا النموذج يسمى نموذج نظرية الأنساق العامة أو نظرية النظم، حيث يرى أن كل نظام له مدخلات، والمدخلات سنفصل فيها بشكل كبير، وثم يمر بعد ذلك بعمليات تحويل، وهي ما الذي سيقوم به العاملين داخل المنظمة لتحويل هذه الموارد اللي جت في المدخلات إلى مخرجات، وهي الأهداف المتوقعة، ثم نحصل على تغذية راجعة تساعدنا في عملية التحسين. هذا النموذج يسمى نموذج نظرية الأنساق العامة أو نظرية النظم العامة بورت لانفي. هذا النموذج عندما نتحدث عنه بشكل واضح فإن هذا النموذج يؤطل لنا عمليات
تعامل داخل المشروع أو داخل فريق العمل أو داخل الوحدة الإدارية أو داخل المنظمة أو في حياتنا الاجتماعية بشكل كامل. هذا النموذج أيها الأحبة ظهر كنموذج يسمى نموذج الأنساق. يعتبر اتجاه الأنساق المفتوحة أحد الاتجاهات الحديثة في دراسة التنظيم، حيث ظهر في منتصف القرن الماضي عام 1990 إلى 1960 ظهرت الحاجة الكبيرة جدا للاهتمام بهذا النموذج، فقد ظهرت مساهمات هذا النموذج بشكل كبير جدا في تطوير العلوم، وساهم من خلال المفاهيم والمبادئ التي جاه بها في تحقيق قفزة نوعية في الفكر التنظيمي، حيث تحولت النظرة إلى التنظيم من نسق مقلق إلى لا يتأثر بظروف البيئة الخارجية المحيطة به إلى اعتباره نسقا مفتوحا يتفاعل مع المنظمة، تتفاعل المنظمة مع محيطها الخارجي، تؤثر المنظمة وتتأثر. كإطار فكري يمثل هذا الأنساق المفتوحة إطارا فكريا مفيدا للباحث والدارس سواء للعلوم الإدارية أو أي مجال من مجالات العلوم ليتفهم ويتصور أداء المؤسسات بشكل أفضل. وقد أصبح تأثير قوي في مجال الدراسة العملية والاستشارية للتنظيمات، حيث يعتبر هذا النموذج يعتبر نموذج تأسيسي فهم العملية الاستشارية والعملية القيادية. المؤسسة نستطيع أن نصف المؤسسة بأنها أنساق مفتوحة، حيث تنظر هذه النظرية المؤسسة على أساس أنها أنساق مفتوحة ونشطة في تفاعل مستمر مع البيئة المحيطة، وهي مكونة من ثلاثة عناصر هامة تمثل المدخلات، العمليات، والمخرجات. وبالتالي يجب على القائد والمدير والمستشار والمدرب وكل دارس العلوم الإدارية وكل أكاديمي في العلوم الإدارية أن يتعرف على تفاصيل هذه المدخلات وتفاصيل هذه العمليات وتفاصيل هذه المخرجات. إخوتي الكرام، لما نتساءل عن سؤال ما هو النسق، عرف العالم البيولوجي النمساوي فان كارل برنتلانفي، هذا الرجل الذي وضع نظرية النسق، مبتكر اتجاه الأنساق العامة نظرية النسق، فعرف النسق قائلا بأن النسق مجموعة من العناصر التي لها علاقة تأثير متبادل، فالمنظمة في عملية حالة ديناميكية وتفاعل دائم، وهو يريد أن يوصف لنا هذا التفاعل الدائم داخل المنظمة، كيف تؤثر المنظمة وكيف تتأثر. التركيز في هذه النظم على الكل، حيث أكد كارل برنتلانفي على أنه من المهم دراسة الكل ومجموع العناصر والعلاقات ما بينها بدل من دراسة كل عنصر على انفراد. فحسب برنتلانفي فإن الكل ذو دلالة أثر من مجموعة الأجزاء التي تشكله، فبدل أن ندرس وحدة وحدة، قسم قسم، مشروع مشروع، يجب أن ندرس أولا المنظمة ككيان كامل ونقوم بعملية تحليلها ونفهم هذه المنظمة كيف تعمل، ثم بعد ذلك نبدأ نفهم ما هي العلاقة الداخلية ما بين كل جزء والجزء الآخر داخل المنظمة. لهذا الأمر أيها الأحبة تظهر أهمية نظرية الأنساق العامة النظم في فهم أداء المنظمة. وهذا النموذج الأساسي بحسب نظرية الأنساق العامة يساعدنا على فهم كبير جدا لأداء المنظمة. فمكونات النظام حسب نظرية الأنساق العامة وبحسب نظرية العالم البيولوجي النمساوي برنتلانفي صاحب نظرية الأنساق العامة عام 1960، فإن النموذج المبسط لمكونات أي نظام هو أن لكل نظام مدخلات وعمليات ومعالجات ومخرجات، وتختلف النظم بطبيعة مدخلاتها وعملياتها وأنماطها الخاصة، كذلك توجد تغذية راجعة تقوم بإعطائنا القدرة على تقييم الأداء داخل المنظمة والمتابع لعمليات إدارة المشاريع ومنهجيات معهد BMI في إدارة المشاريع وغيرها من الجهات التي تقوم بعملية التخطيط للأداء داخل المنظمات. سيجد أن دائما نتحدث عن مدخل النظم في عملية فهم المنظمات. وبالتالي أيها الأحبة، المدخلات ماذا نقصد بها؟ نقصد بالمدخلات هي كل ما يدخل النظام ويأتي من مصادر داخلية وخارجية، وتتباين المدخلات بحسب نوع النظام. فمثلا مدخلات النظام الإنتاجي قد تكون مواد خام، ومدخلات نظام المعلومات بيانات، ومدخلات النظام التعليمي قد تكون الطلبة والأساتذة والإجراءات التعليمية. أيضا عندما نتحدث عن عمليات التحويل فنحن نتحدث بشكل عام عن البروسيس اللي يتم به عملية تغيير هذه المدخلات إلى مخرجات، حيث تعني كل الأنشطة التي تتولى تحويل المدخلات إلى مخرجات. ففي أنظمة المعلومات هي المعلومات الحسابية والمنطقية والإحصائية لمعالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات، وفي الأنظمة الإنتاجية هي العمليات التحويلية الهادفة إلى تحويل المواد الأولية المدخلات إلى سلع ومخرجات وخدمات. كذلك أيضا المخرجات هي كل ما ينتج عن النظام كنتيجة كأنشطة من عمليات المعالجات من معلومات كمنتجات وخدمات وسلع. ثم بعد ذلك تأتي التغذية الراجعة، حيث تقضي عملية ضبط النظام إلى وجود رقابة
قبلية وآنية وبعدية على جميع عناصر النظام يعبر عنها بالتقدير الراجعة العكسية، وهي عبارة عن ردود الأفعال السلبية والإيجابية عن مخرجات النظام. ويمكن التأكيد من وجود مخرجات النظام من خلال مقارنة المخرجات بمعايير محددة مسبقا للأداء، ثم تغذية النظام بنتائج هذه المقارنات لتحسين الأداء. إن الهدف من عملية التغذية الراجعة هو الحفاظ على مستوى الأداء النظام ومعالجة الانحرافات، مما يساهم في وصول النظام إلى حالة من التوازن والاستقرار. النموذج الأساسي لنظرية الأنساق العامة ساعدنا على فهم الأداء العام، لكن بلا شك بأن هذا الأمر يحتاج مننا إلى تفصيل أكبر وفهم أكثر عمقا لآلية فهم هذه الأنساق العامة وفهم النظام بشكل أعمق. ولذلك نحتاج أن نتعرف على 2 من العلماء كاتس وخان، قاما بعملية دراسة الخصائص الأساسية للأنساق المفتوحة، حيث قاموا بدراسة دونالد كاتس وكاهن، أول من طبقا نظرية الأنساق في المنظمات بشكل شمولي عام 1966، وأول من أوضحا مبادئها، حيث قاما أيها الأحبة كل من دانيال كانتز، عالم نفس أمريكي ولد في 19 يوليو عام 1903 في تورنتو في الولايات المتحدة، وتوفى في 28 فبراير عام 1998، وكذلك أيضا خان وهو روبرت خان، ولد في 13 ديسمبر 1938، وهو عالم حاسوب أمريكي اشتهر بأعماله في مجال أنظمة المعلومات. قاما بعملية شرح وتفصيل مكونات الأنساق لتوضيح هذه النظرية، وساهمت دراساتهم لنظرية الأنساق في تفسير كيف تعمل نظرية الأنساق، حيث حدد أن هناك مكونات لكل نسق، وهناك تلاشي سلبي للنسق، والمعلومات التغذية الراجعة كيف تعمل، وحدد لنا أن أيضا الأنظمة تصل مرحلة من الاستقرار، ووضحوا لنا عمليات الاندماج والتنسيق داخل الأنظمة وكيف تحقق الأهداف بطرق مختلفة داخل الأنظمة. فهناك خصائص رئيسية للأنساق المفتوحة قاموا بعملية توضيحها بشكل أكبر، فقد بينا لنا أولا أن هناك مكونات لكل نسق، فكل نسق مفتوح هو عبارة عن آليات إجرائية تتكون من مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات، وهذا يوضح لنا مكونات الأنساق العامة بشكل عام. كما بينا لنا بأن هناك تلاشي سلبي، حيث يتميز النسق المفتوحة بالإنتروبيا وهي السلبية، حيث تعمل على استمرار حياتها وتجديدها، فكل نظام يحاول أن يستمر في المنظمة، فحتى تستطيع المنظمة أن تساعد في عملية الاستمرارية يجب أن يكون لديها تجديد في مدخلاتها، تجديد في عملياتها، أيضا تجديد في مخرجاتها. كذلك أوضح لنا رقم 3 أن المعلومات والتغذية الراجعة تساعد المنظمة في عملية التفاعل والقدرة على الحكم وإدارتها، فهي تحتاج هذه المعلومات المفيدة، يجب أن يتم تصنيفها، ترتيبها، توثيقها لاستعمالها في اتخاذ القرار. أيضا أوضح لنا رقم 4 أهمية الاستقرار والاتزان، حيث يتميز النسق بالانسجام وتحقيق ثابت نسبي، فالنسق يحاول دائما إيجاد حالة من التوازن في نشاطه، ويحاول دائما النظام أن يصل لمرحلة يشعر فيها بأنه استقر لوصول نتيجته. كذلك أوضح لنا أهمية الاندماج والتنسيق، فتميل الأنساق المفتوحة نحو الاندماج والتنسيق من خلال التوسع في النمو والتعقيد. كذلك أوضح لنا رقم 6 أن تحقيق أهداف المنظمات قد يحصل بطرق مختلفة، فالنهاية المتساوية للنسق أي قدرة النسق على الوصول إلى النهاية بطرق وأساليب مختلفة، دائما لدينا مخرجات، يعني ذلك أننا قد نصل للمخرجات بأكثر من طريقة. هم وضحوا لنا الخصائص الرئيسية للأنساق المفتوحة، تعالوا بنا نتعرف على كل خصيصة من هذه الخصائص بشكل أكثر عمقا ونفصل فيها. أولا تعالوا بنا نتعرف أيها الأحبة أن خصائص الأنساق المفتوحة مهمة لتحليل وتفسير العديد من الظواهر في التنظيمات، وقد بيّن كاتس وخان أن الخصائص الرئيسية للأنساق المفتوحة وهي أولا مكونات الأنساق، حيث أن كل أنساق مفتوحة عبارة عن آلية تتكون من مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات، وأيضا فيدباك أي تغذية راجعة، حيث يأخذ النسق المفتوح المدخلات اللي هي عبارة عن موارد من البيئة بشكل طاقة، معلومات أو أموال أو أفراد أو مواد خام، وبعد ذلك يقوم بمعالجة المدخلات من خلال عمليات تحويلية، ثم يصدرها إلى البيئة على شكل مخرجات، هذه المخرجات تخرج في هيئة سلع أو خدمات. وتميز أنشطة الأنساق المفتوحة بكونها حلقية ذات طابع استمرارية أي على شكل دورة، وبالتالي هي عملية متكررة، حيث أن مخرجات النسق تشكل مصدرا لمدخلات جديدة تعمل على تكرار الدورة. أيضا رقم 2 أن هناك تلاشي سلبي،
هذا التلاشي السلبي في مميزات النسق المفتوح تميزه بالإنتربوية السلبية، ونقصد بها أن هناك عمل الأنساق المفتوحة يعتمد على استمرارية حياتها وتجديد نشاطها، وذلك لقدرتها على استخدام طاقة وموارد والمدخلات بتفوق بتطلبه مخرجاتها، بحيث تستطيع إنتاج ما تطلبه المخرجات بشكل دائم والتجديد بها. فالمؤسسة تأخذ من البيئة المحيطة أكثر مما تحتاج من الموارد للإنتاج مخرجاتها، وتقوم بتخزين بعضها، وبالتالي فإنه يمكنها تخزين طاقتها لتساعدها على الاستمرار والبقاء في أوقات الندرة والموارد. وكلما استطاعت المؤسسة أن تقوم بالتخطيط الاستراتيجي المسبق، ووضعت المؤسسة أيضا لها إمكانيات الخزن واستثمرت في أصولها، أصبح لديها القدرة على عملية البقاء أكثر، وتخلصت من موضوع التلاشي السلبي لمواردها وطاقاتها. كذلك أيضا أوضح رقم 3 أهمية التغذية الراجعة. فالمعلومات والتغذية الراجعة إضافة إلى المدخلات المختلفة، يتلقى النسق المعلومات من البيئة المحيطة به، ويقوم النسق باختيار المعلومات المفيدة ويتم تصنيفها وترتيبها وتوثيقها لاستعمالها في اتخاذ القرارات. فالهدف الأساسي في علم الإدارة والإدارة الاستراتيجية تحديدا هو عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي الرشيد الذي سيساعد القائد في أن يوجه المنظمة نحو هدفه. فهذا مطلب أساسي في علم الإدارة. وتكمن أهمية التغذية الراجعة العكسية الفيدباك، وهي معلومات من البيئة عن أداء النسق في تمكين النسق من تصحيح مساره. فالقائد يجب أن يراعي دائما متابعة النظام ومتابعة أنشطته ومتابعة سير المنظمة حتى يستطيع أن يوجه. فالهدف الأساسي من القيادة هو القدرة على عملية التوجيه الدائم. هذا التوجيه الدائم أيها الأحبة سيساعد في تمكين النسق من تصحيح مساره، حيث تعطيه مؤشرات عن عمله ونتائجه ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه. ويتطلب الأنساق نوعين من التغذية الراجعة العكسية، أنساق سلبية، تغذية راجعة سلبية وتغذية راجعة إيجابية. التغذية الراجعة الإيجابية تساعدنا على عملية التعزيز، والتغذية الراجعة السلبية تساعدنا في عملية التصحيح. حيث يقول هانا تقيس التغذية العكسية السلبية ما إذا كانت المخرجات متناغمة مع الأهداف والغايات أم لا، وأيضا تعرف أن التغذية راجعة تصحيحية للانحرافات. والتغذية الراجعة الإيجابية تقيس ما إذا كانت الأهداف والغايات متوازنة مع احتياجات البيئة، وتسمى في بعض الأحيان التغذية الراجعة موسعة الانحراف، أي تطالب بتحسين الأداء نحو الأفضل. ولذلك أيضا قد أوضح رقم 4 أهمية الاستقرار والالتزام. بالرغم من تفاعل النسق مع المحيط، فإنه يمتاز بالانسجام، أي تحقيق ثابت نسبي. فالنسق يحاول إيجاد حالة من التوازن في نشاطه، ليس توازنه جامدا. فالأنظمة قد تبدو لك جامدة، لكنها يوميا هي في حالة تفاعل. يوميا لدينا مدخلات، يوميا لدينا معالجات، يوميا لدينا مخرجات، فيبدو لدينا نوع من الاستقرار. هذا الاستقرار يساعد المنظمة على وضع، يساعدها على أن تتفاعل مع محيطها، لكن هناك تطوير داخل. وبالتالي استبدلت فكرة التوازن نجدها في اتجاه النسق المغلق بما يسمى بالتوازن الديناميكي، وهو حالة تتضح في النظام السيبرناتي. والمقصود بالنظام السيبرناتي أي أنه نظام شامل مترابط، يؤثر بعضه في بعض، فالكل يؤثر في الجزء، والجزء أيضا يؤثر في الكل. فإذا تغير أو تأثر جزء من النظام، تتأثر وتتغير بقية الأجزاء. فأي تغيير في أي فريق عمل أو في جزء من مشروع أو عند أحد العاملين داخل المنظمة قد يغير في كافة المنظمة. فالكل المنظمة هي في حالة استقرار، ولكنها في حالة تفاعل ديناميكي داخلي بشكل يومي. وهذا يعني أن عملية التفاعلات داخل المنظمة تحتاج مننا إلى فهم عميق لما يحدث داخل المنظمة. رقم 5 أيها الأحبة أوضح لنا أهمية الاندماج والتنسيق. فالاندماج والتنسيق تميل الأنساق المفتوحة نحو التوسع والنمو والتعقيد، فتظهر أهمية الأنساق في اندماج الوحدات والأنساق الفرعية مثل وحدات الإدارات والأقسام داخل المنظمة. كلما تفاعلت الأنساق داخل المنظمة وصار عندنا حشد للجهود، كلما استطاعت المنظمة أن تصبح أقوى. فضمان تحقيق النسق كوحدة متكاملة رغم تخصص وتمايز مختلف الوحدات الإدارية داخل المنظمة لابد أن يساعدنا في عملية تحسين أداء المنظمة. فنحن بحاجة إلى حشد الجهود للمنظمة حتى تحقق أهدافها. رقم 6 أيها الأحبة أنه دائما النسق المنظمات تساعدنا على تحقيق الأهداف بطرق مختلفة. فهناك قدرة على تحقيق الأهداف من خلال هذه الخاصية، دائما لدينا نهاية متساوية، فدائما لدينا مدخلات ومعالجات، والنهاية هي مخرجات. هذه المخرجات قد نصل لها بأكثر من أسلوب، أي قدرة النسق على الوصول إلى نفس النهاية بطرق متعددة بوسائل وأساليب مختلفة. هذا يعني أن أي مؤسسة يمكن أن تحقق أهدافها بمدخلات وعمليات تحويل متنوعة،
وتكمن أهمية هذا المفهوم في الاعتقاد بوجود أكثر من حل واحد لمشكلة معينة، بدل من محاولة التوصل إلى حل مثالي جامد ومقولب نفترض أنه صالح لحل كل المشكلات في المنظمة. فالقائد الإداري يجب أن يعرف أن هناك نموذج يسمى نموذج حل المشكلات بخطواته العشر: 1. الشعور بالمشكلة، تحديد المشكلة، تحديد أسباب المشكلة، تحديد قيود المشكلة، عصف ذهني لتجميع الحلول، اختيار البديل الأنسب، وضع خطة للتنفيذ، ثم تنفيذ الحل، ثم تقييم الحل، ثم عملية التحسين. 10 خطوات يستخدمها القائد لحل المشكلات، وبالتالي يستطيع استخدامها القائد لعملية التخطيط أثناء المدخلات والمعالجات والمخرجات لتحقيق النتائج بطرق مختلفة ضمن النظام وضمن أيضا الأنساق التي وضعتها القيود الموجودة على المنظمة. لذلك أيها الأحبة، نظرية الأنساق العامة للنظم هي نظرية تساعدنا أن نفهم اتجاه النسق. ففي ضوء خصائص الأنساق المفتوحة يمكننا فهم وتفسير العديد من الظواهر التي تحدث في التنظيمات، واتلى ذلك فيما يلي: أولاً، أن المنظمة تعتبر كيان متكامل. إن اعتبار المؤسسة نسق مفتوحة يعني أنها تشكل كيان متكامل، أو منظمة تتكون من أجزاء تترابط بعضها ببعض وتتفاعل وتتداخل، أي أن كل جزء يؤثر في الأجزاء الأخرى، وأن الكيان الكلي يتأثر بالأجزاء. فإذا حدث تغيير في أي نسق فرعي فإنه سيؤثر في كل الأنساق الفرعية الأخرى. بمعنى، إذا حدث أي تغيير تنظيمي في المؤسسة فإن له انعكاسات على جميع الأنساق الفرعية في هذه المؤسسة: الوحدات التنظيمية والعاملين داخل المنظمة. كذلك لو حصل تغيير في أحد الأقسام أو أحد الأفراد في المنظمة قد يغير كافة المنظمة، فالمنظمة في حالة تغيير ديناميكي وتفاعل سيبرناتي. أيضا هناك استقرار واتزان داخل المنظمة. فهمنا العميق بأن المنظمة في حالة استقرار ديناميكي واستقرار اتزان سيساعدنا أن نفهم أن المنظمة تؤثر وتتغير. إن خاصية الاستقرار والاتزان التي يميز بها نظم النسق المفتوحة التي من خلالها يسعى للمحافظة على خصائصه تفسر لنا مقاومة التغيير في المنظمات، وتبين لنا أن مقاومة التغيير أمر حتمي وطبيعي. فالمؤسسات التي تحدث فيها تغييرات بشكل دائم، فالتغيير عملية دائمة في كل المنظمات. أيضا التغذية الراجعة تساعدنا في التحسين، فبتحصيل النسق المفتوح على معطيات ومؤشرات عن مدى تحقيق الأهداف وبلوغ لغاياته من خلال التغذية الراجعة ومؤشرات الأداء سيساعد المنظمة على التحسين. وقد يتبع النسق التغذية الراجعة العكسية فيدباك بطريقة إيجابية أو سلبية. فنظام الرقابة السلبي الهدف منه هو تصحيح الانحرافات بالتراجع أو تغيير الموقف ليصبح النسق كما هو عند البدء، كما هو كان مخطط له. فالرقابة السلبية دائما تقارن بين الوضع الحالي وبين الأهداف التي سبق تحديدها وتخطيطها. فنحن هذا وضعنا الآن، هذا الواقع وهذا هو المأمول. توجد فجوة لدينا الآن ما بين الواقع والمأمول، ونريد أن نقوم بعملية سد الفجوة. النظام التغذية الراجعة السلبية تركز على أننا هل فعلا سدينا الفجوة وانتقلنا من واقع إلى مأمول كما هو مخطط له. هذا نظام التغذية الراجعة السلبية. أما نظام التغذية الراجعة الإيجابية فهي تتحدث على أين يجب أن نكون وليس ما أين نحن خططنا، لأن نحن عندما خططنا قد يكون منافسين لنا قد تجاوزونا، فيجب أن يكون لدينا أيضا تحسين وتحسين دائم حتى نصله. وبالتالي الرقابة الإيجابية تستخدم من أجل الوصول إلى الوضع الأفضل للنسق والذي يتناسب مع الظروف، وتشجع الرقابة الإيجابية على التغيير وتسمح بتغيير الأهداف. فإذا كانت الظروف تستلزم ذلك أي تساعد المؤسسة على النمو والتأقلم بشكل دائم. أيضا أيها الأحبة، مهم جدا أن يكون لدينا استنتاج. هذا الاستنتاج هو الذي نخرج به من خلال تفهمنا العميق لنظرية الأنساق العامة النظم. فمن خلال ما تقدم فإن الأنساق المفتوحة قد تكون أنساق مستقرة إذا ما اتبعت تغذية راجعة عكسية سلبية، وهي تشبه في هذه الحالة منظم الحرارة، ونسق مستقر ينظم نفسه بالرجوع إلى درجة الحرارة المطلوبة أوتوماتيكية. بينما الأنساق التي تتبع تغذية راجعة عكسية إيجابية فهي أنساق مفتوحة متأقلمة، تهتم دائما أكثر بالتغيير والتحسين والتطوير، وتحاول النمو من خلال خلق أنساق فرعية من خلال تفاعل المنظمة مع بيئتها المحيطة. طيب تعالوا بنا الآن نتعرف على أفكار نادلر وتشمن. نحن الآن تعرفنا أيها الأحبة على الفلسفة الأساسية التي انطلق منها نادلر وتشمن لبناء هذا النموذج، وبالتالي الآن سندخل على نادلر وتشمن ونشوف أفكارهم في مجال التغيير الاستراتيجي.
بداية قيادة التغيير أهم خطوة لقيادة أي تغيير، والخطوة الأولى لتصميم قيادة التغيير الناجح هي الفهم لطبيعة الأداء في المنظمة ككل. فالقادة دائما بحاجة لخارطة الطريق لفهم الأداء في البيانات في بيئات معقدة في الوقت الحاضر. ولذلك نادلر وتشمان بادرا لاستغلال والاستفادة من النظريات والأفكار السابقة التي قلت لكم في تصميم نموذج فعال لفهم أداء المنظمة. نموذج بسيط قدم لنا نادلر وتشمان، نموذج بسيط وبرغماتي أي عملي. هذا النموذج، نموذج الانسجام والتطابق كل من نادلر وتشمان، يعد نموذجا بسيطا برغماتيا عمليا لتغيير ديناميكية التفكير في المنظمة بناء على طبيعة التفكير. هذا النموذج أيها الأحبة، نموذج الإنسان والتطابق، هو أداة تحليلية للمنظمات تحدد مدى جودة عمل عناصر المنظمة بعضها مع بعض، وينتج من ذلك تحديد لفجوات الأداء والتي لابد من العمل على تقليصها لزيادة إنتاجية وربحية المنظمة. والفجوات التي تم تحديدها باستخدام نموذج الإنسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمان تركز على النظر في كيفية سير وتفاعل المعلومات بين المدخلات الداخلة والخارجة. إضافة إلى ذلك، فإن نموذج الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمان يحلل طريقة اتصالات المنظمة لجعل المعلومات المتداولة أكثر فاعلية قدر الإمكان. وبالتالي أيها الأحبة، هذا النموذج هو أداة تحليلية تشخيصية يحتاجها القائد لفهم أداء المنظمة وفهم الخلل أين موجود داخل المنظمة. فهو تحليل الاتصالات، فالإدارة لابد أن تحدد المفاتيح المحركة للأداء في المنظمة وتمثل في العناصر الأربعة لنموذج نادلر وتشمان لتساعد على تحديد الأسباب لانخفاض الأداء. فهناك أربع عناصر أساسية ركز عليها نادلر وتشمان في نموذج الانسجام والتطابق، حيث حددا في نموذجهم أربع عناصر تسمى المفاتيح المحركة للأداء، وهي أربع عناصر رئيسية في الأداء. أولا العمل نفسه أي المهام المنفذة، اثنين الأشخاص الذين سيقومون بالعمل، ثلاثة الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة، أربعة الكاتشر أو الثقافة التي تحرك المنظمة في أداء المنظمة. أربع عناصر أساسية ستتفاعل داخل المنظمة وستصنع لنا النجاح. سنتعرف على هذه الأربع عناصر بعمق أكثر خلال رحلتنا لفهم نموذج الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمان بشكل أكثر عمقا. أيها الأحبة، تعالوا بنا أولا نتعرف على من هو ديفيد نادلر مبتكر هذا النموذج. ديفيد نادلر هو مبتكر نموذج الانسجام والتطابق، أحد مبتكريه. نموذج الانسجام والتطابق للسلوك التنظيمي طوره كل من ديفيد نادلر ومايكل توشمان من جامعة كولومبيا، وهي منهجية علمية عملية ميسرة تصف أداء وعلاقات العناصر المكونة لديناميكيات الأداء في المؤسسة على أساس التفكير التنظيمي. ديفيد نادلر هو ولد في عام 1948، توفى عام 2015، أمريكي الجنسية، يعد من علماء التنظيم الإداري، وقد عمل مستشارا ومديرا تنفيذيا لإدارة الأعمال. عرف بعمله مع مايكل توشمان في التصميم التنظيمي وإدارة التغيير. نادلر أيها الأحبة، ديفيد نادلر أستاذ مشارك في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كولومبيا، أيضا حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، له درجة دكتوراه في علم النفس من جامعة ميشيغان قبل انتقاله لجامعة كولومبيا. كان أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحوث الاجتماعية من جامعة ميشيغان، ركز بحوثه حول السلوك التنظيمي على أسئلة التغيير المخطط، واستخدم التغذية الراجعة كأداة ومشاكل المجموعات في المنظمات. له العديد من المقالات وخمسة كتب عن الإدارة والسلوك التنظيمي ظهرت عام 1979، والتي قام بتأليفها مع ريتشارد هاكفن وأيضا إدوارد لور. وفي سياق أبحاثه واستشاراته عمل مع العديد من المنظمات الكبرى حول إدارة الأعمال ومشاكل التصميم التنظيمي والتغيير التنظيمي المخطط له، وهو عضو في هيئة تحرير مجلة الديناميكيات التنظيمية ومجلة العلوم السلوكية التطبيقية. ديفيد نادلر أيها الأحبة، بعد وفاته أسست جمعية خاصة بأفكاره، وهذه الجمعية تنشر أيضا أفكاره حتى اليوم وتعرف بأفكاره. أما شريكه الآخر فهو شريكه في هذه الرحلة كان مايكل توشمان. مايكل توشمان ولد عام 1947، أمريكي الجنسية، وما زال حتى الآن يعني عايش حتى زينا هذا اللقاء، ويعد من علماء التنظيم الإداري. هو أستاذ إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، محاضر أيضا، له أيضا كثير من الفيديوهات موجودة على يوتيوب أرجو أن تعود لها باللغة الإنجليزية، البعض منها مترجم باللغة العربية، ترجمة ركيكة لكنها مفيدة. عرف بعمله مع ديفيد نادلر في عملية التصميم التنظيمي وإدارة التغيير.
مايكل تشمن أيها الأحبة أستاذ مشارك في السلوك التنظيمي بكلية الدراسات العليا لأعمال بجامعة كولومبيا، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة في الهندسة وماجستير في السلوك التنظيمي من جامعة كورنيل، أيضا دكتوراه في التدريب التنظيمي من كلية سون للإدارة، وأيضا ركزت بحوثه البروفيسور تشمن على تكنولوجيا تطوير المنتجات والعمليات الجديدة في المنظمات، وذلك باستخدام نموذج تطابق كأداة للبحث. هو استخدم هذا النموذج في عملية الاستشارات، وقدم العديد من الاستشارات عالية التأثير للعديد من المنظمات في مجال إدارة التغيير التنظيمي وإدارة الأعمال وتطبيقات نموذج الانسجام والتطبيق. نشر أبحاثه في العديد من المجلات، وهو عضو في أكاديمية الإدارة وجمعية تطوير المنتجات، واشتهر بكتابه مع ديفيد نيدلر ونينا مقاربات الإدارة السلوك التنظيمي وقراءات حالات، حيث أوضح فيه عملية تطبيق هذا النموذج في الاستشارات بشكل كبير، وأنصحكم بالاطلاع على هذا الكتاب. تعالوا بنا نتعرف عن مقدمة عن أعمال نيدلر وتشمن في نموذج الانسجام والتطابق. نموذج الانسجام والتطابق الخطوة الأولى فيه والحاسمة هي تصميم وقيادة التغيير الناجح على نطاق واسع في حياة منظمة الأعمال، والقدرة على فهم ديناميكيات وأداء المؤسسة بشكل كامل، وهو يمثل خريطة الطريق. لذا يحتاج القادة في منظمات الأعمال والقائمين بعملية التطوير الإداري وحل المشكلات في المنظمات إلى خريطة طريق شاملة لفهم مشكلات الأداء في المنظمة التي تسهم طبيعتها المؤسسات اليوم بالتعقيد وتشعب الديناميكيات الموجودة فيها. مما يحتاج القائد عندنا إلى أسلوب لفهم المنظمات كيف تعمل. يعتبر نموذج تشمن ونيدلر للانسجام والتطابق يعتبر منهجية علمية، حيث أن هذا النموذج للسلوك التنظيمي يساعدنا في فهم عمليات الأعمال، فهو يعتبر منهجية علمية ميسرة تصف أداء وعلاقات العناصر المكونة في ديناميكيات الأداء المؤسسة على أساس التفكير التنظيمي. هذا النموذج أيها الأحبة له عناصر أربعة ركز عليها واعتبرها محركات الأداء داخل المنظمة: العمل نفسه، الأداء أو المهام، وأيضا عندنا الأشخاص الذين سيؤدون هذه الأعمال، فهمهم وفهم طبيعة عملهم، الهيكل التنظيمي الرسمي وتفاعلات هذا التنظيم الرسمي، وكذلك الثقافة التنظيمية في البيئة أو ما نسميه التنظيم الغير رسمي داخل البيئة الداخلية للمنظمة. نريد أن نقوس داخل هذا النموذج للتعرف عليه أكثر. ما هو نموذج الانسجام والتطابق كل من نادلر وتشمن؟ حتى نتعرف عليه، ظهور هذا النموذج أيها الأحبة في جامعة كولومبيا مثل منهجية علمية عملية مبسطة لتوضيح ديناميكيات التنظيم على أساس نظرية التنظيم، وأدت جهود نادلر إلى تطوير وصقل المنهجيات المعروفة الآن باسم نموذج التطابق. وكذلك أيها الأحبة يعتبر هو أداة تشخيصية، نموذج الانسجام والتطابق كل من نادلر تشمن هو عبارة عن أداة تشخيصية للمؤسسات التي تقوم بعملية تقييم مدى جودة العناصر المختلفة داخل المنظمة، التي تريد أن تقيم مدى الجودة وعمل الجودة من خلال الأفكار المختلفة. وأرجو أن ترجعوا أيضا إلى نحن قمنا بتسجيل نموذج الجودة المدركة، نموذج الجودة المدركة بفجواته الخمسة، أرجو أن تعودوا له لأنه أيضا يعمل مع نموذج نيدلر وتشمن لفهم الفجوات الموجودة داخل الأداء المؤسسي داخل المنظمة. النتيجة المتوقعة من نموذج نيدلر وتشمن استخدامنا لهذا النموذج هو تحديد فجوات الأداء الجاب. إيش الفجوات الموجودة عندنا في الأداء؟ هناك فجوات دائما في الأداء، فنموذج الأداء نموذج الجودة المدركة في أداء المنظمة يوضح لنا خمسة فجوات: فجوة فهم العميل، فجوة التسليم، فجوة فهم الإدارة، فجوة فهم الموظف للعميل، فجوة أيضا توقعات العميل، خمسة فجوات. لكن هذا النموذج سيقوص بنا أكثر للقوص في داخل المنظمة، ليست فقط فجوات التعامل مع العميل، وبالتالي هذا النموذج سيركز أكثر على فهم العميق لفجوات الأداء والعمل على تحليلها والعمل على سدها من خلال مشاريع تحسينية وتطويرية تساهم في تحسين أداء وانتاجية المنظمة وربحيتها. هذا النموذج أيها الأحبة هو مجال بحث يساهم في تحديد طرق فجوات الأداء داخل المنظمة من خلال بحثه عن الطريقة التي تعالج بها المنظمة العمليات والمعلومات والمدخلات وتحديد المصادر الداخلية داخل المنظمة والخارجية، علاوة على أنه يساعدنا على فهم عميق جدا لتحليل هياكل الاتصال داخل المنظمة ومعالجة المعلومات فيها بأكبر قدر ممكن من الفاعلية، فهو سيساعدنا بشكل كبير جدا أن نفهم المنظمة كيف تعمل. هذا
نموذج أيها الأحبة، نموذج التطابق النادلر هو نموذج تم إنشاؤه في جامعة كولومبيا. هذا النموذج سيساعد على وضع مفهوم للنظم المفتوحة، وسيساعدنا هذا النموذج على فهم علاقات المؤسسة بمحيطها الخارجي، وأيضا يعمل من خلال فهم التغيير اللي سيحصل داخل المنظمة، وكيف تستطيع المنظمة أن توائم طاقاتها الداخلية مع الطاقات الخارجية، وفهم البيئة الخارجية في تحليل الصوات، البيئة الخارجية والبيئة الداخلية كيف تؤثر داخل المنظمة وكيف تعامل معها. كذلك سيساعدنا على فهم كيفية تحقيق العوامل التنظيمية الداخلية للمنظمة. هذا النموذج سيساعدنا على فهم كيف يؤدي النظام المفتوح داخل المنظمة للتفاعلات داخل المنظمة. فوفقا للنموذج فإن المؤسسة تعد نظاما وتتكون من 3 عوامل رئيسية: مدخلات وعمليات ومخرجات. وتقوم نموذج الانسجام والتطابق على افتراض أن التنظيم هو نظام مفتوح يتأثر بمحيطه ويؤثر فيه، وأن هناك علاقة تبادلية بين عناصر التنظيم، وبهذا يكون التنظيم أيضا في وحدة تحول ما بين المدخلات والمخرجات. فلا بد لكل دارس للعلوم الإدارية كما قلنا، ولكل مدرب للعلوم الإدارية، ولكل مستشار في العلوم الإدارية، ولكل قائد لمنظمة أو قائد لوحدات أو عامل داخل المنظمة أن يتعرف هذا النموذج لفهم نحن كيف نعمل داخل هذا النسق وداخل هذه النظم. هناك افتراض أن التنظيم في هذا النموذج، نموذج الانسجام والتطبيق لنادلر وتشمن، أن هذا النموذج يعتبر أداة تشخيصية تحدد مشاكل العمل داخل المنظمة. ففي سياق الأعمال يحدث التطابق عندما تتطابق أهداف مختلف الأنشطة ومجموعات المصالح مع الأداء المنفذ وفق المواصفات المحددة. كما تذكرون بأن الجودة هي عبارة عن وعود، هذه الوعود يعطيها المدراء للعملاء، العميل له حق الاختيار، لكن نتيجة هذه الوعود العميل انجذب للمنظمة ووثق في هذه المنظمة. هنا يأتي الآن دور المدراء لتمكين الموظفين لتنفيذ ما وعدت به الإدارة، ثم بعد ذلك يأتي دور الموظفين لتقديم ما وعدت به الإدارة في تفاعل. هذا نسميه مثلث الجودة في تفاعل ما بين المدراء وما بين العملاء وما بين الموظفين. المدراء يعطون وعود للعملاء، والمدراء يعطون أيضا تمكين للعاملين من أجل أن يتمكن العاملين من تنفيذ خدماتهم بجودة عالية للعملاء. وبالتالي هنا نتكلم عن فهم عميق لما سيكون داخل عمل المنظمة. أرجو منكم أن تعودوا أيضا إلى نموذج الخدمة المدركة الذي تم تصويره أيضا ونزلناه وشرحناه بالكامل ضمن قناتنا على اليوتيوب، فأرجو أن تعودون له لأهميته لفهم أداء المنظمة. ولذلك أحبتي الكرام، هناك افتراض للتنظيم حيث يعتبر نموذج الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمن أن أكثر ملائمة للعاملين، أكثر وعيا بأن المؤسسة في حركة دائمة وتطلب أساليب تشخيص لحركتها، وأنه ليس هناك نموذج واحد كافي لفهم المشكلات داخل المنظمة وحلها، إنما نموذج نادلر وتشمن ممكن يساعدنا ككشاف يكشف لنا ما الذي يحصل داخل المنظمة، ثم بعد ذلك نقوم بعملية التحليل التدقيقي، ثم نقوم بحل المشكلات داخل المنظمة تفصيليا. ما هو نموذج الانسجام والتطابق أيضا لنادلر وتشمن؟ هذا النموذج أيها الأحبة سيعطينا صورة موسعة للأداء، مع ملاحظة أن نظرية النظم مثالية للغاية لاستخدامها لتحليل مشكلات السلوك التنظيمي، فإن نادلر وتشمن قدما صورة موسعة. هذه الصورة موسعة لنظرية التنظيم والنظم التي تحتوي مفاهيم إضافية الغرض منها أن تكون أداة مساعدة ذات فائدة للممارسين العلوم الإدارية، ممارسين القيادة الإدارية، ممارسين الاستشارة الإدارية، ممارسين التدريب الإداري لفهم عميق لعملية الأداء. أيضا سيساعدنا في التغيير التنظيمي، كما أن نادلر عام 1981 أوضح أن هذا النموذج مفيد تحديدا في حالة التغيير التنظيمي، وأن الشكل الافتراضي لهذا النموذج هو أن النموذج يركز على عملية التحويل، وبخاصة أنه يعكس النظام الحرج في اعتماد مكوناته بعضها على بعض، فالكل يؤثر كما قلنا في الكل. أيضا هذا النموذج له مكونات سمى مكونات المنظمات، إذ ينظر إلى المنظمة وكأنها تتبنى مجموعة من المكونات أو أجزاء يتفاعل بعضها مع بعض، وأن هذه المكونات تتواجد في حالة توازن نسبي وثابت، وهناك تناغم ولكنها تتفاعل مع بعضها في نظام سيبرناتي، أن هذه الأجزاء المختلفة المنظمة يمكن أن تتوافق جيدا مع بعضها البعض إذا قمنا بعملية فهم هي كيف تعمل، ثم قمنا أيضا بتقليص الفجوات ما بينها وتقليص الضعف في عملية الانسجام ما بينها، هذا كله سيجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر. كذلك كلما تطابقت المكونات وأخذنا بالاعتبار أهمية طبيعة تطابق هذه المكونات بعضها مع البعض، فإنها سوف تحدث كنوع من التطابق العالي في السلوك التنظيمي. وما دامت الفاعلية تم توظيفها للتطابق مع التوافق بين مختلف المكونات، إذا لابد أن نتعرف على كيف تعمل هذه المكونات بشكل كامل.
هذا النموذج أيها الأحبة يعمل مثل نموذج تقليدي نظرية النظم، حيث نلاحظ أن المدخلات وعملية التحويل والمخرجات والتغذية هي أيضا مضمنة كجزء من نماذج الانسجام والتطابق، وأن كل من هذه المدخلات قد تم التوسع فيه في هذا النموذج، وبالتالي سيساعدنا هذا النموذج على الفهم العميق لأداء المنظمة. نموذج الانسجام والتطابق لنادلر يتضمن مدخلات البيئة، الموارد، والتاريخ، وجميعها تندمج في الاستراتيجية التنظيمية لتؤثر في عملية التحول. فهذا ما يمثل المدخلات، فهو سيستخدم نفس النسق، ولكنه أولا سيبدأ بمدخلات. هذه المدخلات تمثل البيئة الداخلية، الموارد، البيئة، التاريخ، تاريخ منظمة، وجميعها ستندمج في استراتيجية تنظيمية لتؤثر على عملية التحويل. كذلك عندنا مدخلات المنظمة. في مدخلات المنظمة هناك مطالب السوق، الموارد البشرية، التقنية، رأس المال، والمعلومات والنماذج السابقة، وجميعها تكون أيها الأحبة مدخلات المنظمة. كذلك أيها الأحبة لدينا الاستراتيجية، كما أن الاستراتيجية مضمنة في نموذج تطابق، حيث أنها تقرر ماذا سنقوم به المنظمة بعمله، وكيف ينبغي على المنظمة أن تعمل لتحقيقه. فمعنى الاستراتيجية هي ما الذي يشمل العمل داخل المنظمة وما الذي لا يشمل داخل المنظمة. كذلك أيضا نموذج الأنساق أو نموذج نادلر وتشمن سيشمل عمليات التحويل الحرجة، وركز عليها بشكل كبير جدا. وتمثل عمليات التحويل الحرجة هي العنصر الأساسي التي يقوم بخلالها الأشخاص الذين يعملون في سياق التنظيم الرسمي وغير الرسمي للقيام بمهام تحويل المدخلات إلى مخرجات. أيضا يتكون هذا النموذج من المخرجات، فقد تم تحديد المخرجات بدقة أكبر، ليس فقط كمنتج أو خدمة ملموسة لعمليات الأداء، بل أيضا انعكاس ما نقدمه داخل هذا النموذج على أداء المنظمة ككل، والوحدات الإدارية داخل المنظمة، والأفراد داخل المنظمة، وتفاعل هذا الإدراك. هذا معناه أن النموذج نادلر وتشمن، نموذج كونغرنس، هذا النموذج أيها الأحبة يركز وبشكل كبير جدا على تفعيل نظرية النظم، ويقوم بعملية استخدامها لفهم أكثر لعلم للمنظمة وأداء المنظمة وآلية عمل المنظمة. تعالوا بنا نتعرف على العناصر الأربعة الأساسية لنموذج الانسجام والتطابق. العناصر يقترح نموذج تطابق لنادلر وتشمن أنه من أجل فهم أداء المؤسسة بشكل كامل، يجب علينا أولا فهم المؤسسة كنظام. هذا النظام يتكون من أربع عناصر أساسية تتفاعل مع بعض. العنصر الأول أيها الأحبة عنصر المدخلات، وتمثل المدخلات هي الموارد اللازمة للقيام بأداء العمليات، والتي تستمدها المؤسسة من مصادرها الداخلية والخارجية. أقصد بالداخلية المؤسسة تقوم بإنتاج، المؤسسة تقوم الآن بتصنيع داخلي، المؤسسة تقوم الآن بعملية إصدار أفكار داخلية، كل هذه تعتبر أيضا مدخلات، لوائح أيضا تعتبر مدخلات، وأنظمة تعتبر مدخلات، فهذه داخلية. وخارجية تأتي من خلال موارد خارجية، موظفين، أموال خارجية من المستثمرين، أيضا تنظيمات، تشريعات تأتي من دوائر أخرى، وتشمل المواد الخام والخبرات والموارد المادية والمالية والبشرية والمعرفية والتقنية وغيرها التي تتفاعل داخل المنظمة. العنصر الثاني لدينا عنصر الاستراتيجية، وهو عنصر مهم جدا. الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسة لترجمة رؤيتها إلى مجموعة من القرارات حول مكان وكيفية المنافسة، أو في حالة الإدارة الحكومية نتائج السياسة العامة التي تريد تحقيقها المنظمة. يعني بمعنى هذا السؤال سيحدد لنا ما الذي يشمله العمل وما الذي لا يشمله العمل داخل أداء المنظمة، وكيف تريد المنظمة أن تحقق أهدافها. أيضا العنصر الثالث عندنا في الأداء هي عمليات التعويل الحرجة، وهي التدبير أو البروسس اللي سنأخذ به العمليات الآن من مدخلات وسنقوم بعملية إخراجها كمخرجات. علم الإدارة كان واحد من أسمائه القديمة اسمه التدبير، علم التدبير، والتدبير معناه كيف سنقوم الآن بتفعيله. فكروا دائما كان الشيوب القدامى عندنا إيش كانوا يقولوا فلان عنده دبرة، أي عنده عمليات تحويل، قادر على تحويل المدخلات بكفاءة وفاعلية إلى مخرجات، وأرجو أن تعودوا إلى الكفاءة والفاعلية، فقد قمت بتسجيلها أيضا ونشرها على اكتبوا الفاعلية والكفاءة في قناة يوتيوب، واستجدون بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كافي لعملية الكفاءة والفاعلية في عمليات تحويل الحرجة. عمليات تحويل الحرجة هي العمليات التي من خلالها يقوم الأشخاص الذين يعملون في سياق كل من التنظيم الرسمي وغير الرسمي ليمثل الثقافة وإدارة المعرفة بمهام تحويل المدخلات إلى مخرجات. ثم يأتي العنصر الرابع من عناصر المنظمة وهو المخرجات. هذه المخرجات هي المنتجات والخدمات تنتجها المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. إذا لدينا أربع مكونات
هذه المكونات تسمى المكونات الرئيسية في نموذج التطابق، لنموذج الانسجام والتطابق. يرى نادلر تشمل أن هذه المكونات عندما تتناغم مع بعضها تنتج لنا تطابق داخل المنظمة، وتساعد في تحسين الأداء داخل المنظمة، وتساعد في تحسين القيادة التنظيمية داخل المنظمة، وتسهل عمليات إدارة التغيير، وتسهل قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. تعالوا بنا نتعرف الآن أيها الأحبة على كيف تتفاعل هذه الأنظمة. فهناك القضية الأساسية اللي يناقشها نموذج التطابق هي كيفية تفاعل هذه المكونات، سواء كان ذلك بشكل جيد أو شكل سيء، في مستوى معين من الأداء. لذلك من مهم تحري الدقة والوضوح عند دراسة طبيعة كل مكون ودوره في النظام التنظيمي في الأداء. فتعالوا بنا أيها الأحبة نتعرف الآن على هذا النموذج بشكل أكثر عمقا، ونغوص تفاصيل هذا النموذج للتعرف على كيف تتناغم هذه المكونات الأربعة أثناء أدائها في أداء المنظمة. هذه الأربع العوامل تتفاعل ما بينها، وهي ما تصنع عملية الانسجام والتطابق في نموذج نادلر وتشمان. هذه الأربع العوامل: المدخلات والاستراتيجية وعمليات التحويل الحرجة والمخرجات، نحتاج أن نفهمها بشكل أكثر ونحتاج أن نتعرف عليها. فالقضية الأساسية التي نناقشها نموذج التطابق هي كيفية تفاعل هذه المكونات، سواء كان ذلك بشكل جيد أو بشكل سيء، في مستوى معين من الأداء. لذلك من المهم تحري الدقة والوضوح عند دراسة طبيعة كل مكون ودوره في النظام التنظيمي. لذلك سنبدأ نتعرف كيف تتعامل هذه المكونات الأربعة ضمن نموذج الأطر التنظيمية، ضمن نموذج النسق لبرت لايلفي، حتى نتعرف على كيف تستطيع أن كل واحد منها يؤثر في الآخر، وكيف كل منها يتأثر بالآخر. فتعالوا بنا نتعرف عليها بعمق أكبر، تعالوا بنا ندرس كيفية العلاقة ما بينها، وكيف تصور نادلر وتشمان هذا النموذج. بداية، لقد تصور نادلر وتشمان هذا النموذج بأن هناك مدخلات. هذه المدخلات تتكون من البيئة والتاريخ والموارد، وهذه المدخلات يجب أنها تكون تحكمها استراتيجية. هذه الاستراتيجية تحدد خطة العمل، ماذا نعمل، وأيضا تحدد كيف نعمل. وبالتالي هذه الاستراتيجية ستعطينا إطار للعمليات التحويلية، حيث أن العمليات التحويلية في هذا النموذج تحوي خطين، أحدهما أفقي والآخر رأسي. الخط الأفقي يحوي العمل أو هي المهمة، ما هي المهام المطلوب من الموظفين القيام بها، وما هو محور أساس المؤسسة التي تريد أن تقوم بعملية تنفيذه. ثم أيضا على المحور الأفقي التنظيم الرسمي أو الهيكل الإداري. هذا المحور الأفقي يمثل الآن ما نسميها التنظيمات الإدارية الصلبة داخل المنظمة، التي تحوي اللوائح والأنظمة والإجراءات، وتحوي أيضا تنظيمات العمل وقوانين العمل ومبادئ العمل. ثم لدينا أيضا محور رأسي يحوي البشر، وهم العناصر التي ستقوم بعملية التحويل، المورد البشري والناس القادرة على عمليات التفكير وعمليات أيضا الإنتاجية. ثم أيضا في المحور الرأسي يوجد لدينا التنظيم غير الرسمي أو الثقافة. هنا في التنظيم غير الرسمي أو الثقافة معناها تفاعلات هؤلاء البشر، كيف يفكرون، كيف يرتبطون ببعضهم، ما هي الثقافة التنظيمية لتحكمهم. عندما تتفاعل هذه المكونات الأربعة الرئيسية داخل عملية التحويل سيظهر لنا المخرجات. يكون المنتج عادة منتجات أو خدمات شاملة لنتيجة انسجام وتطابق أداء جميع المستويات، وبالتالي ستخرج لدينا مخرجات. هذه المخرجات ممثلة على مستوى الأداء التنظيمي لكافة المنظمة، أو أداء الوحدات والإدارات والأقسام، أو أداء الأفراد داخل المنظمة. وبلا شك كما تلاحظون بأن هناك تغذية راجعة. هذه التغذية الراجعة الآن تأتينا، سواء كانت تغذية راجعة من عمليات التحويل لتحسين المدخلات، أو تغذية راجعة تأتينا من عمليات المخرجات لتحسين عمليات التحويل، أو تغذية راجعة تأتينا من عمليات المخرجات لتصب أيضا في عمليات المدخلات. وبالتالي يجب على الدارس أن يفهم هذا النموذج. هذا النموذج هو النموذج الرئيسي الذي أوجده نادلر وتشمان لإجراء عملية الانسجام والتطابق. ويجب على كل دارس لعلم الإدارة أو مستشار أو قائد إداري أن يتعرف على هذا النموذج، حيث يمثل هذا النموذج المكونات الأساسية التي بتفاعلها يحصل انسجام داخل المنظمة، يحصل التوافق داخل المنظمة. وبالتالي يجب أن نفصل أكثر في المدخلات بما تشمله من بيئة
والبيئة تعني بها محيط البيئة، المحيط المنظمة الخارجي والداخلي. والبيئة تشمل شيئين كما تعرفنا عليه في تحليل الصوات، تشمل بيئة خارجية نحن نتأثر بها ولا نؤثر فيها، نحن نتأثر بها ولا نتحكم بها، نؤثر فيها ولكن لا نتحكم بها. وهناك بيئة داخلية نحن نتحكم بها ونحن نؤثر بها. وأيضا تاريخ منظمة بما يحويه من ثقافة ونقاشات وقرارات استراتيجية وقصة رحلة المنظمة في تأسيسها حتى بناءها الآن. وأيضا موارد، الموارد بمعنى ذلك الموارد البشرية، الموارد المادية، الموارد المعرفية، الموارد التقنية التي تدخل في أداء هذه المنظمة. ثم تأتي الاستراتيجية لتوضح لنا ما الذي يشمله الأداء وما الذي لا يشمله الأداء، دليل سياسات إجراءات المنظمة ليجيب لنا على السؤال كيف نعمل، وخطة عمل لتجيبنا على السؤال ماذا نعمل. ثم تفاعل تلك المكونات الأربعة الأساسية، المهام والتنظيم غير الرسمي والعنصر البشري والتنظيم الرسمي، ليخرج لنا منتجات. هذه المنتجات توضح مدى التماسك والانسجام على مستوى الأداء التنظيمي للمنظمة أو أداء الوحدات أو أداء الفردي. هذا النموذج يعتبر نموذج هام، نموذج مؤطر لكل عمليات المنظمة، وبالتالي على كل دارس لعمليات المنظمة أن يتعرف عليه ويعرف أين الخلل الموجود فيه، أين سيكون هناك التحدي الموجود. كل مرة سنعود لهذا النموذج أثناء دراستنا النموذج نادلر وتشمن حتى نتعرف على هذا النموذج أكثر ونحدد تماما أين التحديات الموجودة في هذا النموذج. فتعالوا بنا الآن نخوص أكثر في هذا النموذج، نتعرف عليه أكثر، ندخل في داخل تفاصيله لنقوم بعملية تحليله. بداية أيها الأحبة، حتى نستطيع أن نتعرف على هذا النموذج بشكل أكثر، فنحن بحاجة أولا أن نفصل في هذا النموذج. أولا المدخلات، المدخلات هي عدد من المعطيات أو العوامل التي تؤثر في عمل المؤسسة، وتتكون من عوامل رئيسية هي البيئة. والبيئة تشير إلى أن كل منظمة تتأثر بالبيئة المحيطة بها التي تشمل مثلا العوامل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. وعليه فإن البيئة الخارجية للمؤسسات قد توجد فرصا أو قيودا أو متطلبات يجب على المؤسسة الاستجابة لها. فالمؤسسة تحاول أن تكتشف ما هي احتياجات العملاء، ما هي رغباتهم، وتحاول المؤسسة على مستوى البيئة أن تتناغم مع عملائها، وتتناغم أيضا مع إيقاع العصر، وتتناغم أيضا مع المنافسين وما يقدمونه المنافسين ويطرحونه من أفكار، وكذلك أيضا مع الجهات الأخرى لتفرض قوانين وأنظمة على المنظمة، وكذلك العقود وطبيعة المشاريع لتأتي من البيئة الخارجية. كل هذا يحتاج من المنظمة أن تتفهم البيئة الخارجية، ثم تأتي أيضا البيئة الداخلية داخل المنظمة للتفاعل معها. إذن بعد ذلك يأتينا رقم اثنين التاريخ، وهو أن أداء المؤسسة والوظائف التنظيمية الحالية التي تقوم بها تتأثر كثيرا بالأحداث التي واجهتها في الماضي. وعليه فأنه للتنبؤ بقدرة المؤسسة على الاستجابة للعوامل الحالية أو المستقبلية يجب فهم التطورات السابقة التي حدثت فيها، مثل القرارات الاستراتيجية، سلوكيات القادة، الاستجابة للأزمات، تطور القيم، قصة تأسيس هذه المؤسسة، المساهمين كيف تكونوا، الملاك كيف يعملون في هذه المؤسسة، المدراء السابقين الذين اداروا هذه المؤسسة، الموظفين الذين عملوا في هذه المؤسسة، المؤثرين الذين مروا بهذه المؤسسة، قصص التنافس مرت على هذه المؤسسة، الأهداف التاريخية لهذه المؤسسة، كذلك أيضا القصص التي مرت في هذه المؤسسة من أحداث وأمن وسلامة، وكذلك أيضا كيف استطاعت المؤسسة أن تؤمن أدواتها. كل هذه القصص يحكيها عادة الموظفين الموجودين في المؤسسة للموظفين الجدد، وبالتالي تمثل تاريخ لهذه المؤسسة. هذا التاريخ لا ينفك عنه القائد، يجب أن القائد يكون مستحضره عند اتخاذ القرار، لأنك عندما تتخذ قرار قد تواجه نوع من المقاومة نتيجة لهذا التاريخ. أيضا الموارد، رقم ثلاثة الموارد، وهي أصول المنظمة وتشمل الموظفين ورأس المال والمعلومات والتكنولوجيا الموجودة في المنظمة. وبالتالي يجب على كل قائد أن يتعرف على الموارد المتاحة عنده ويقوم بعملية تفعيلها. فمن المهم وجود الموارد، ولكن أيضا أهم هو عملية كيفية تفعيلها بفاعلية وكفاءة. الفاعلية معناها تحقيق الأهداف، والكفاءة معناها عمل الشيء بأقل الموارد وبأقل استخدام بها، وبالتالي تعظيم هذه الموارد لنحصل على أكبر فائدة منها. رقم أربعة الاستراتيجية،
وهي القرارات التي سوف تتخذها المنظمة والمتعلقة بكيفية استخدام الموارد للاستجابات المتطلبات والفرص والتهديدات لتواجهها في البيئة الخارجية. الاستراتيجية تعني ما الذي يشمله العمل وما الذي لا يشمله العمل داخل المنظمة. أرجو أن تلاحظوا أن الاستراتيجية في الرسمة كأنها كتبت خارج المدخلات، لكن الحقيقة هي جزء من المدخلات، فالاستراتيجية هي مدخلات عملية المدخلات، وبالتالي هي ما سيؤطر عمليات التحويل. وقد أشار نادلر وتشمان إلى أن الاستراتيجية تعد من أهم المدخلات لكونها تعبر عن أهداف المؤسسة، ومن ثم فإن نجاح المؤسسة يتوقف على تحقيقها. فحسب الإدارة بالأهداف عند دركر، تعتبر هذه الاستراتيجية هي النواتج اللي سنحصل عليها في عملية المخرجات. إذن المدخلات يجب على القائد أن يقوم بحصرها، يجب أن يتعرف عليها، يجب أن يقوم بدراستها بشكل شامل. ثم بعد ذلك نتجه لرقم 2، عندنا عمليات التحويل. عمليات التحويل حتى تقوم المؤسسة بعمليات تحويلية للمدخلات، بروسس لإنتاج مجموعة من النتائج والمخرجات عن طريق 4 عوامل رئيسية، وذلك عن النحو التالي: أولا المهام أو طبيعة العمل الذي سيمارس يوميا، هي الأعمال والأنشطة الأساسية التي تقوم بها المؤسسة والمتأصلة في الأقسام والفروع ويقوم بها الموظفين لتحقيق الاستراتيجية. أيضا رقم 2 الموظفين أو العاملين داخل المنظمة أو حتى المتطوعين داخل المنظمة التي يعملون بداخلها. يركز هذا العامل على مهارات وقدرات العاملين وسلوكياتهم وخبراتهم واحتياجاتهم، وتساعد المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. كلما كان لدينا موظفين متفهمين تماما لطبيعة العمل، مدربين على القيام بهذه المهام، يعرفون تماما ما الذي يجب فعله، كل ما كان عندنا نجاح أكثر. ثم يأتي عندنا نقطة رقم 3، التنظيمات الرسمية بما تمثل من هيكل إداري، وهذا الهيكل الإداري والتنظيم الإداري يمثل العمليات والسياسات التي تبناها المؤسسة لتوحيد جهود العاملين لتحقيق أهدافها. تحوي هذه التنظيمات الرسمية اللوائح والأنظمة والسجلات والملفات وآلية العمل، وبالتالي هي تؤطر علاقات التنظيمية الرسمية داخل العمل. كيف أتصل بمديري وكيف مديري يتصل بي، ما بين علاقة صاعدة وعلاقة أيضا هابطة، وكذلك أيضا كيف أستطيع أن أتصل بزملائي في العمل، هذا كله ينظمه التنظيمات الرسمية. ثم يأتي بعد ذلك رقم 4، التنظيم الغير رسمي، وتشمل الأنشطة والقواعد غير المكتوبة التي يطلق عليها الثقافة التنظيمية، التي تظهر بمرور الوقت مثل مراكز القوة والتأثير والعلاقات الشخصية والقيم والعادات لتؤثر في سلوكيات الموظفين. وهنا مهم جدا أن ندرك بأن هناك موظفين وأيضا حتى فرق عمل قد يقومون بعملية تأسيس روابط ما بينهم، وقد تتحول هذه الروابط إلى شللية داخل المنظمة، مما يحتاج القائد أن يتعرف على الشخصيات المؤثرة والشخصيات القائدة التي تشكل زعامات، والشخصيات أيضا التي تتأثر بتلك الشخصيات، وكيفية العلاقة التي تربط ما بينهم واحتوائهم وجعلهم في منظومة واحدة. هذه الأربعة العناصر، المهام، الموظفين، التنظيمات الرسمية، التنظيمات غير رسمية، عندما تتفاعل، عندما تتناغم، تحدث تغييرا كبيرا داخل المنظمة ودويا كبيرا من العمل. وبالتالي يعتبر هذا العنصر، هذا الصندوق، عنصر عمليات التحويل أو ما نسميه البروسيس، يعتبر هو العنصر الأهم في تحويل أعمال المنظمة من مدخلات إلى مخرجات، ولذلك سميت عمليات التحويل. أرجو أن تتذكروا أن علم الإدارة كان يوما من الأيام في اللغة العربية اسمه علم التدبير، يقال حتى أجدادنا ماذا يقولون، فلان عنده دبرة، أي فلان لديه استراتيجية ولديه خطة وعنده فكر إداري يدير به العمليات، يستطيع استخدام الموظفين لدينا الموجودة لديه وفق هيكل إداري أو تنظيم رسمي لاستخدام هذه المهام وخلق ثقافة داخل طبيعة العمل. ثم يأتي بعد ذلك لدينا العنصر الثاني، وهو عنصر المخرجات. عنصر المخرجات هي النتائج التي يتم تحقيقها من قبل المنظمة، سواء كانت على صعيد المؤسسة مثل خدمات ومنتجات، أو على صعيد الموظفين مثل تطوير كفاءة العاملين وفاعليتهم. وطبقا لهذا النموذج، فإنه لإنجاح عملية التغيير المؤسسي لا بد أن يتم التركيز على كفاءة الموائمة أو التوافق ما بين المؤسسة والبيئة الخارجية، وكذلك الموائمة بين العوامل التنظيمية الحالية للمؤسسة، المهام، التنظيمات الرسمية، التنظيمات غير رسمية للموظفين، إذ أن أي
تغيير أو عامل من العوامل سوف يتأثر بالضرورة بالعوامل الأخرى، يؤثر ويتأثر فيه، لأن هناك بناء ديناميكي، بناء سيبرناتي يحصل داخل المنظمة فيؤثر في طبيعة المخرجات. وعليه فإن التغيير لا بد أن يكون شاملا، لا يقتصر على عامل واحد فقط داخل المنظمة. وقد قدم الباحثان نيدلر وتشمن 3 عناصر المخرجات تمثل في الأداء التنظيمي على مستوى كافة المنظمة، والأداء الجماعي للأقسام ويقصد به الوحدات الأدارية، وأيضا الأداء الفردي على مستوى الفرد للشخص العامل معنا. وهذا يقتضي وجود 4 أنواع من الخطط للمنظمة: وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى كما أشرنا، أيضا يجب أن توجد عندنا خطة تنفيذية على المستوى العام أو السنة المالية، وخطة أيضا تشغيلية على مستوى الوحدات كيف ستعمل خلال شهر أو شهرين أو 3 شهور، وخطة فردية لكل موظف حتى يسهل عملية مراقبة الأداء والقدرة على التحكم فيه. وتمثل هذه المخرجات انعكاسات العملية على هذه 3 المكونات ولتوضح وظيفة النظام. وقد أثيرت أسئلة عديدة لأغراض التشخيص حول مرحلة المخرجات، مثل كيف يحدث تنظيم أهدافه، كيف يحدث تنظيم أهدافه الإنتاجية والخدمية مقارنة بالإمكانيات المتاحة، أيضا كيف تستخدم المؤسسة مواردها، كذلك ما هي الكيفية التي تتأقلم بها المؤسسة مع عوامل التغيير في المحيط. كلما كان هناك وضوح للاستراتيجية في كمدخلات، وكلما كان هناك وضوح لآلية تشغيل عمليات التحويل، كلما حصلنا على المخرجات المستهدفة حسب نظرية دراكر أو إدارة بالنتائج. وقد أكد نادلر وتشمن على أهمية التركيز على المخرجات وأهمية التركيز على إحداث انسجام جيد أثناء المخرجات. أيضا أيها الأحبة، العنصر الرابع لدينا في هذا النموذج هو مفهوم الملائمة والانسجام والتطابق، والذي يحدث من خلال التغذية الراجعة الإيجابية أو السلبية التي تساعد المنظمة على تحسين أدائها. فعن مفهوم الملائمة والتطابق أشار الباحثان إلى وصف المدخلات والمخرجات والعناصر التحويلية بأنها غير كافية لوصف وتشخيص التنظيم. فلطالما أن المؤسسات هي في حركة دائمة، أشار إلى أن أي اختلال في عملية الملائمة والانسجام بين أي عنصرين سوف يؤدي إلى اختلال أيضا في الأداء الفردي والجماعي، مما يؤثر على فاعلية التنظيم للمنظمة. ومن هنا فإنه بقدر ما يكون هناك ملائمة بقدر ما يكون هناك فاعلية أكبر. كما قام الباحثين باقتراح خطوات أساسية للتشخيص على مستوى التغذية الراجعة وعلى مستوى أيضا التوائم. أولا، تحديد هوية عامة للتنظيم، لأن وجود هذه الهوية العامة للتنظيم بما تحتويه من رؤية وما تحتويه من رسالة وما تحتويه من أهداف غاية وما تحتويه أيضا من قيم مؤسسية مكتوبة وإطار للهيكل الإداري واستراتيجية توضح ماذا نفعله وكيف سنفعله، كل هذا سيوضح هوية هذه المؤسسة وتنظيم هذه المؤسسة وما الذي يجعل هذه المؤسسة فريدة في خدماتها وفي منتجاتها عن المؤسسات الأخرى. أيضا تحديد طبيعة المتغيرات في أداء المنظمة، فكما نعلم بأن أي منظمة، بما أننا نتحدث عن نموذج ونموذج النظم، مدخلات، معالجات، مخرجات، إذا نحن سنتحدث عن متغيرات توجد في المنظمة، ما بين متغيرات مستقلة تدخل لداخل العملية على مستوى المدخلات، ومتغيرات متداخلة ستكون أثناء عملية التحول، وعندنا متغيرات تابعة ستظهر أثناء المخرجات، ويجب على القائد أن يقوم بتحليل هذه المتغيرات. وقد يعود القائد أو يقود المحلل أو يعود المستشار الإداري لعمليات البحث الإداري لعملية الربط ما بين السبب والنتيجة في هذه المتغيرات وعلاقة هذه المتغيرات ببعض، وبالتالي يستطيع الآن ذلك المحلل الإداري أن يقوم بعملية ضبط الأسباب التي أدت لوجود النتائج ووضع فرضيات، هذه الفرضيات توضح ما الذي أدى إلى كذا. فنقول مثلا أن وجود موارد بشرية مدربة أدى إلى تحقيق النتائج بفاعلية وكفاءة، أو أن نقول أن انخفاض مستوى التدريب عند العاملين أدى إلى انخفاض مستوى إنتاجية المنظمة. هذا يحتاج مننا إلى استخدام أدوات البحث العلمي، الملاحظة والاستبانة والمقابلة، حتى نستطيع تحليل هذا العنصر بشكل كبير، وأيضا وضع فروض واختبار هذه الفروض. فالعلم، ما هو العلم؟ العلم يكمن أيها الأحبة هنا في عملية تحديد طبيعة المتغيرات وعملية ضبط المتغيرات. فالعلم والمستشار الإداري والقائد الذي يعمل وفق طريقة العلم سيقوم بـ4 أشياء لتحديد الظاهرة. أولا، وصف الظاهرة
بيصف فيها ماذا؟ يصف فيها المتغيرات التي تؤثر في هذه الظاهرة. أيضا القدرة على تفسير ترابط العوامل الداخلية وترابط متغيرات هذه الظاهرة، ثم بعد ذلك القدرة على ضبط وتحكم في هذه المتغيرات الداخلة في هذا النموذج، ثم بعد ذلك القدرة على التنبؤ بسلوك هذا النموذج وسلوك العاملين داخل المنظمة وفق هذا النموذج. وبالتالي كلما استطعنا استخدام نموذج نادلر تشمان في عملية ضبط المتغيرات ما بين مدخلات وعمليات تحويل ومخرجات واستخدام التغذية الراجعة، كلما استطعنا أن نحسن فيما نتوقعه من تنبؤات في أداء المنظمة. التغذية الراجعة هامة جدا في فهم أسلوب أداء المنظمة. والتغذية الراجعة أيها الأحبة نوعين، نوعين سنؤكد عليها في كل مرة. فالتغذية الراجعة هناك نوع يسمى التغذية الراجعة السلبية، وهي أن نتأكد فقط أن هناك أين نحن الآن، أين نريد أن نكون، ونقوم بعملية حساب الفجوة بين أين نحن وأين نريد أن نكون، ثم نتأكد بأننا انتقلنا من أين نحن إلى أين نكون. بالتالي نحن الآن محدودين بهذه الفجوة، هذه فجوة داخل المنظمة، ولذلك تسمى التغذية الراجعة السلبية. أما التغذية الراجعة الإيجابية هي أن نقول أين يجب أن نكون، أين يليق بنا، منافسين أين وصلوا، نحن وضعنا خطة لهذا المستوى، لكن يا ترى المنافسين أين وصلوا، المجتمع أين يطلب مننا. إذن يجب أن نقوم بعملية التحسين المستمر حتى نلاحظ هذه التغييرات، وأن نتجاوز أيضا منافسينا ونتجاوز أيضا إمكانياتنا. هناك فرق بين النمو الداخلي وهناك فرق بين التنافسية، وبالتالي هذا ما يسمى التغذية الراجعة الإيجابية اللي تساعدنا دائما على التحسين والتطوير. والمنظمة يجب دوما أن تتساءل سؤال ما الذي تم. وأيضا في التغذية الراجعة يجب أن نؤكد أن التغذية الراجعة تدخل معنا ضمن عمليات الرقابة والرصد والتحكم لأداء المنظمة. فالتغذية الراجعة ستشمل معنا ما الذي تم قبل أداء المنظمة، قبل إدخال المدخلات، وما الذي تم أثناء تفاعل الأدوات والمكونات الأربعة داخل عملية التحويل، وما الذي تم بعد عملية الإنتاج. إذا لدينا ثلاثة مستويات ستكون موجودة من عملية التغذية الراجعة: تغذية راجعة قبلية، كيف اخترنا المدخلات، تغذية راجعة أثناء بنائية، نقول عنها أثناء أو تقويمية بنائية أثناء تفاعل المكونات الأربعة داخل عملية التحويل، وتغذية راجعة بعدية أي المخرجات وتقييم المخرجات. وهنا يجب أن نوضح أيضا الفرق ما بين التقييم والتقويم. فالتقييم إعطاء درجة على مستوى التفاعل الذي حصل داخل التنظيم، أما التقويم فهو التعديل والتحسين الذي سيؤدي معنا. وذلك نستطيع أن نقول بأن عملية التقييم هي نوع من التغذية الراجعة السلبية لتوضح لنا احنا هل وصلنا ام لم نصل، اما التقويم فهو نوع من التغذية الراجعة التصحيحية التحسينية، هذه النوع من التغذية الراجعة يساعدنا على التطوير والتحسين. رقم ثلاثة، تساعد عملية تشخيص حالة الملائمة تشمل نشاطين. اولا تحديد الملائمة بين المكونات، نريد ان ندرس الان يا ترى من خلال التغذية الراجعة نبغى ندرس هل فعلا المهام ملائمة لأداء العنصر البشري، لأداء العاملين، هل العاملين تم تدريبهم للقيام بهذه المهام، هل يوجد عندنا دليل سياسات وإجراءات لتوضيح المهام للعاملين، هل يوجد عندنا نظم وقوانين توضح العاملين كيف يعملون، هل توجد عندنا خطة مكتوبة لتوضح للعاملين أهدافهم. أيضا نريد أن نتحدث عن ملائمة ما بين العنصر البشري والهيكل الإداري، هل فعلا تم توزيع العاملين توزيعا صحيحا، هل فعلا الإدارات كلها ممكنة، هل توجد تمايز داخل الهيكل الإداري، هل يوجد أيضا عندنا توصيف مهام لكل واحد من العاملين، هل عندنا توصيف للوحدات الإدارية. أيضا نريد نتحدث عن التغذية، عن التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي والتناغم ما بينهم، هل يخدم التنظيم غير الرسمي أو الثقافة الموجودة تخدم التنظيمات الرسمية، هل يخدم التنظيم غير الرسمي يخدم الثقافة. كل هذه الأسئلة يجب أن نطرحها حتى نستطيع أن ندرس مدى الملائمة ما بين المدخلات والمخرجات. كذلك نحن نريد أن نشخص العلاقة ما بين العناصر الملائمة والمخرجات التنظيمية، هل فعلا المخرجات التنظيمية التي أظهرناها الآن على مستوى الوحدة الإدارية ومستوى أيضا القسم ومستوى الفرد هل هي متلائمة؟ إذن التغذية الراجعة ستساعدني تفهم ما الذي حدث أثناء تفاعل النظام. هذا النموذج، نموذج نيدلر وتشمان، سيساعدنا بشكل كبير جدا على فهم النظام والتنبؤ بأداء النظام. وهنا يكمن منهجية هذا العلم وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه يساعدنا في كيف نستطيع أن نفسر كيف يحصل عندنا أداء المنظمة وكيف تتفاعل المنظمة. لذلك أحبتي الكرام تعالوا بنا نقوم بتحليل هذه المكونات أكثر. المدخلات التنظيمية الرئيسية، فهناك ثلاث فئات
تمثل المدخلات الرئيسية كما لاحظنا في هذا النموذج. هذه الثلاث فئات الرئيسية من المدخلات كل منهما يؤثر بطرق مختلفة في أداء المنظمة. فلدينا أيها الأحبة مدخلات، هذه المدخلات سنتعرف عليها وسنتعرف على مدى تأثيرها على أداء المنظمة. سنتعرف عليها من حيث التعريف ومن حيث أيضا الأسئلة الرئيسية لتحليل المدخلات، وبالتالي سنضع مجموعة من الأسئلة ستساعد القائد وتساعد أيضا المدير وتساعد أيضا المستشاري حتى نستطيع أن نحلل كيف تعمل هذه المدخلات. هذه المدخلات أولا لدينا المدخل الأول البيئة المحيطة. يقصد بالبيئة المحيطة تضم كافة العوامل في البيئة المحيطة بمنظمة، بما في ذلك المؤسسات الخارجية الأخرى والمجموعات والأفراد والأحداث وما إلى ذلك خارج حدود المنظمة التي لها تأثير محتمل على أداء المنظمة، ويجب القيام بتحليل ذلك. فهناك منظمات أخرى تمثل قطاعات أما حكومية أو خاصة أو أهلية قد تتفاعل مع المنظمة وتؤثر في المنظمة وتتفاعل مع المنظمة، وبالتالي أيضا المنظمة تؤثر فيها. لكن لهذه البيئة المحيطة بالمنظمة سيحصل تأثير على مستوى أداء المنظمة داخليا، وهنا نثير مجموعة من الأسئلة الرئيسية لتحليل هذه المدخلات. فنتسأل سؤال، يا ترى ما هي المطالب والقيود التي تفرضها البيئة المحيطة بكافة مكوناتها على أداء المنظمة؟ إلى أي مدى تضع البيئة المحيطة قيودا على العمل التنظيمي داخل المنظمة وخارجها؟ فكل خطة سنضعها وكل دليل سياسات وإجراءات سنعمله وكل لوائح وكل تنظيمات إدارية سنجريها لابد أن تتوافق مع طبيعة المجتمع والتنظيمات الموجودة أيضا في المجتمع، حتى تستطيع المنظمة أن تكون لديها استقرار، استقرار في تفاعلها مع البيئة المحيطة بها. ولو تذكرون في نظام تحليل سوات نحن كنا معنيين بشكل كبير جدا بتحليل البيئة الداخلية والخارجية نظرا لأهمية تفاعل هذه البيئة المحيطة ووجود تناقم وأهمية وجود تناقم ما بين البيئتين الخارجية والداخلية. كذلك أيضا أيها الأحبة رقم 2 الموارد، تضم كل أصول مختلفة التي يمكن للمنظمة الوصول إليها، بما في ذلك الموارد البشرية والتكنولوجيا ورأس المال البشري وما إلى ذلك، فضلا عن الموارد الملموسة على الأقل الاعتراف في السوق. أيضا عندنا في الموارد عندك الآن مسمى الشركة أو مسمى المنظمة، الاسم التجاري لها، حضورها في تأثيرها، البراند الخاص بها، كل هذا سيؤثر كمورد من الموارد ويجذب الناس للتعامل معنا. وبالتالي هنا نتساءل سؤال، ما هي الجودة النسبية للموارد المختلفة التي يمكن للمنظمة الوصول إليها؟ إلى أي مدى يتم الاستفادة من توظيف واستغلال الموارد، وفي المقابل ما مدى المرونة في تكوينها وتوفيرها وتوريدها؟ كل منظمة تستطيع أن تقوم بعملية دراسة مواردها وبناء علاقات في البيئة المحيطة مع الموردين سيكون لها هذا قوة أكثر. ولذلك كلما استطعت أن تحدد ما هي الموارد التي تحتاجها وتقوم ببناء جسور من التواصل مع البيئة المحيطة اللي حولك، مع الموردين، مع حتى المنافسين، مع الجهات التنظيمية لضمان جودة الموارد التي تصلك، وأيضا استطعت أن تقوم بعملية تعامل مع هذه الموارد بكفاءة وفاعلية، كل ما نجحنا أكثر. كذلك أيها الأحبة لدينا رقم 3 التاريخ. ويقصد بالتاريخ هنا تاريخ المنظمة بما يشمله من خطط وسياسات وأحداث وأنماط سلوك والنشاطات والفعاليات السابقة للمؤسسة التي قد يكون لها تأثير على الأداء التنظيمي للمؤسسة. ما هي المراحل أو المراحل الرئيسية لتطوير المنظمة؟ ما هو التأثير الحالي لعوامل التاريخية في المنظمة؟ ما هي القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها سابقا في المنظمة والتي ستؤثر على أداء المنظمة؟ أيضا أفعال القادة، تحركات القادة الرئيسيين كيف أثروا في أداء المنظمة؟ الأزمات التي مرت بها المنظمة، القيم الأساسية والمعايير الموجودة داخل المنظمة كأداء، كل هذا سيخلق داخل المنظمة حراك تفاعل داخل المنظمة، وبالتالي يجب أن نتعرف عليه أكثر. يجب على القائم بعمليات التخطيط والتنظيم والمستشار الإداري أن يتعرف تماما على هذه المدخلات التنظيمية ومدى جودتها ومدى فاعلية استخدامها، سواء كانت في البيئة المحيطة أو في الموارد أو في التاريخ، مدى تناغم هذه الثلاثة المكونات كبيئة محيطة وموارد وتاريخ. كلما كانت متناغمة أكثر، كلما كانت ذات فاعلية وذات كفاءة أكثر في اختيارها وانتقائها،
كلما ساهم المخططين معنا في وضع استراتيجية، هذه الاستراتيجية تجيب على السؤال ماذا سنفعل بهذه الموارد وكيف سنفعل بهذه الموارد لإنتاج الأهداف وتحقيق الأهداف التي نحن نريد الوصول إليها. إذن المنظمة يجب أن تكون محددة، تعرف تماما أهمية الموارد وأهمية ما تشمله من بيئة محيطة وموارد وتاريخ حتى تكون مدخلات قوية جدا لمنظمتها. تعالوا بنا الآن نتعرف أكثر وبعمق أكثر على البيئة المحيطة ومدى تأثير البيئة المحيطة على عملياتنا وعمل عمليات المنظمة بشكل كامل. فتعالوا بنا نأخذ كل واحد من هذه المدخلات التنظيمية، نتعرف عليه بعمق أكثر، نقوم بتفصيله أكثر، لأنك أنت كمحلل إداري وأنت كمستشار إداري يجب أن تعرف كل واحد منها مدى تأثيره، ويجب أن تعرف ما هي المحكات الأساسية اللي نريد أن نركز على كل واحد منها وكيف سنتفاعل فيه. فتعالوا بنا نتعرف على كل واحد منها، يعني البيئة المحيطة، الموارد، التاريخ، وكيف تنسجم مع بعض وكيف نحدث بينها انسجام كامل. أولا بالنسبة للبيئة المحيطة، البيئة المحيطة للمنظمة هي كل منطقة موجودة لديها، كل منظمة موجودة لديها بيئة داخلية داخل المنظمة تأثر بها أكثر، وهي البيئة المحيطة. وهناك أيضا بيئة أكبر هي البيئة المحيطة بها المنظمة التي تشمل الناس، المنظمات الأخرى، القوى الاجتماعية والاقتصادية والقيود القانونية. دائما المنظمة في عملية تفاعل، هناك بيئتين، بيئة داخلية وبيئة خارجية كما أشرنا في تحليل سوات. البيئة الداخلية هي ما تستطيع المنظمة اتخاذ القرار فيه وتتحكم فيه المنظمة، تتحكم فيه وتأثر فيه، والبيئة الخارجية هي ما تتأثر به المنظمة ولا تتحكم فيه المنظمة. أيضا هذه البيئة، ما تشمله البيئة المحيطة يشكل أكثر تحديدا البيئة الخارجية، تشمل العملاء وتشمل أيضا الموردين اللي سيتعاملون مع المنظمة والأسواق الخارجية والهيئات الحكومية التنظيمية والظروف التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنقابات العمالية والمنافسين والبنوك والمؤسسات وجماعات المصالح وخصائص المجتمع المحيط والجهات التي تفرض أيضا قوانين وأنظمة على المنظمة. كذلك أيضا هناك تأثير المنظمة، تتأثر كل المنظمة مباشرة ببيئتها الخارجية. لتوضيح الأمر بشكل أكثر تأكيدا، أن جميع التغييرات واسعة النطاق تقريبا في البيئة الخارجية ستؤثر أيضا في من؟ في منظمة داخلية. مثال على ذلك عندما مرينا بكوفيد، عندما مرينا بفيروس كوفيد، كثير من المنظمات تأثرت بكوفيد أما إيجابا أو سلبا. وبالتالي على سبيل المثال أدت خصخصة الصناعات المملوكة للدولة في أوروبا والمملكة المتحدة إلى تغيير كبير جدا في طريقة عمل كثير من المؤسسات وتنظيماتها الداخلية. إذا عندنا أول محور في فهمنا العميق لكيف تعمل المنظمة، فهم البيئة المحيطة. تعالوا بنا أيضا نفصل أكثر في البيئة المحيطة لفهمها بشكل أكثر. هناك رؤية تسمى رؤية التعقيد الاستراتيجي للمنظمات حتى نفهم البيئة الداخلية للمنظمة بشكل أكثر تفصيلا وأكثر عمقا. فبالتالي إذا نظرنا بهذا الشكل أيها الأحبة لقلنا كالتالي: هناك عندنا درجة تأثير للمنظمة قد تكون عالية أو قد تكون قليلة كما تلاحظون في المحور الرأسي، ومدى مستوى التعقيد في أعمال المنظمة قد يكون عالي أو قد يكون قليل. عندما يبدأ النظرة لأي منظمة للبيئات الموجودة في المنظمة، نستطيع أن نقول عندنا بيئة داخلية داخل المنظمة. هذه البيئة الداخلية داخل المنظمة، وعندنا بيئة تسمى البيئة التشغيلية، وهي بيئة التفاعل التي المنظمة تتعامل فيها مع قطاعها، مع السوق الخاص بها. وهناك بيئة تسمى البيئة الممتدة، وهي بيئة العالم كله بمنظماته بأفكاره، قد لا تكون في داخل القطاع الخاص بالمنظمة. عادة عندما نتكلم عن تأثير المنظمة فنحن لا نتكلم عن حدود المنظمة فقط. حدود المنظمة داخليا توجد لدينا الاستراتيجية، يوجد لدينا الهيكل، يوجد لدينا الثقافة، يوجد لدينا العمليات، يوجد لدينا الموارد البشرية، هذا داخل المنظمة. هذا ما تمتلك المنظمة التأثير فيه وتمتلك حرية القرار فيه وتمتلك عملية أنه تستطيع توجيهه كما تحب. لكن هذا كله تفاعلات هذه البيئة الداخلية لإحداث نواتج. هذه النواتج أيها الأحبة ستتعامل مع عناصر البيئة التي لها تأثير كبير. مثال هذا تلك النواتج الموردين. الموردين مع المنظمة هم الناس اللي يقدموا الدعم للمنظمة لتسهيل عملها. مثلا نحن في التدريب الموردين عندنا ما سيطبع المذكرات، الفنادق اللي ستعطينا القاعات، أصحاب التقنية اللي سيوفرون لنا عملية التعامل. أنا الآن وأنا أقدم لكم ليوتيوب يعتبر مورد بالنسبة لي. هؤلاء الموردين يقدمون خدمات، هذه الخدمات تقدم مدخلات للمنظمة. هذه الخدمات دور المنظمة أن تأخذ أعمال الموردين وتحولها للعملاء. أريد أن أعرف العميل.
العميل هو كل من له حق الاختيار في أن يتعامل معنا أو يتعامل مع غيرنا. وبالتالي هذا العميل قد يتعرض أيضا العميل إلى يعني ثقافات، عندنا تغييرات ديمقراطية وتغيير في نمط العميل تجعل عنده احتياجات، تجعل عنده رغبات جديدة، مما قد يجعل العميل عندنا يذهب إلى منافسينا. المنافسين أيضا سيتواصلون مع الموردين، وبالتالي سيحاولون الآن بناء جسور معهم. وهنا يكمن الآن التحديات عند المنظمة في مجال قطاعها. كيف تستطيع المنظمة أن تقوم بعملية الحفاظ على عملائها؟ ما مستوى الجودة اللي تقدمه لهؤلاء العملاء حتى تحافظ عليهم؟ كيف تستطيع المنظمة أن تتعامل مع موردينها وتستطيع احتوائهم حتى تضمن وجود علاقات وجسور تواصل قوية معهم؟ كيف تتعامل المنظمة مع المنافسين؟ لأن هؤلاء المنافسين أيها الأحبة هناك تقدم تكنولوجي وهناك عولمة، المنافسين دائما سيستفيدون منها لمنافستنا بشراسة أكثر. وبالتالي هذا يقتضي مننا نحن كمنظمة كيف نتعرف على التقدم التكنولوجي والعولمة المحيطة بنا حتى نستطيع أن نتوائم مع الإيقاع العام. وكذلك أيضا هناك تواصل اجتماعي يحصل في المجتمع، هناك عمل ثقافي اجتماعي في المحيط الموجود. هذا العمل الاجتماعي إذا لم نكن نحن مفطنين فيه فإن المنافسين يستطيعون من خلاله اجتذاب عملائنا من خلال حديث منافسين عن التيارات الموجودة في المجتمع. كل مجتمع يسعى لمعرفة سمعة المنظمة، كفاءة التسويق اللي عندنا موجود، حتى نستطيع أن نوصل إلى عملائنا من المجتمع ونجذبهم لنا. وبالتالي هنا يأتي أيضا عنصر آخر مهم جدا، الحوكمة. الحوكمة نقصد بها المنظمات خارج المنظمة في قطاعات أخرى قد لا تكون في قطاعاتنا، لكنها تضع تشريعات وتضع قوانين قد تحد علينا، مثل قوانين في الاستيراد، قوانين في التصدير، قوانين عندنا في توظيف الموظفين، قوانين في اللوائح والأجور. هذه القوانين كلها قد تحد من طبيعة عملنا أو أنها تدعم طبيعة عملنا. ثم يأتي بعد ذلك القيادات، كيف يستطيع القائد أن يفهم كل هذه المنظمة ويتناغم معها ويفهم كل هذه البيئات الموجودة داخل المنظمة حتى يتناغم معها ويستطيع قيادة منظمته نحو الإيجابية. إذن المنظمة تبحر في مجموعة من البيئات، ويجب على المستشار ويجب على أيضا الدارس لعلم الإدارة أن يدرك البيئات التي تعيش فيها المنظمة. هناك ثلاث بيئات، بيئة داخلية داخل المنظمة تمتلك المنظمة فيها إمكانية القرار، بيئة تشغيلية وهي بيئة الموردين، وهناك عندنا بيئة ممتدة وهي بيئة العمل الخارجي البعيد عن حدود أداء المنظمة. إذا على هذا الأساس أيها الأحبة تعالوا بنا نتكلم عن البيئة المحيطة. أيضا كيف تؤثر البيئة المحيطة؟ البيئة المحيطة بالمنظمة لها تأثيرات على المنظمة بثلاث طرق. أولا الطريقة الأولى بفرض المطالب، فالبيئة المحيطة من خلال على سبيل تحديد متطلبات العملاء، تفضيلاتهم، كمية وسعر الجودة التي يمكن أن تقدمها بنجاح. وهنا يظهر عندنا أهمية نموذج الجودة المدركة اللي أدعوكم للاطلاع عليه، لأن هناك مطالب عند العملاء، العملاء لديهم احتياجات ولديهم رغبات، لكن العملاء دائما يشترون بعواطفهم ويبررون بمنطقهم، وبالتالي هذه كلها متطلبات تحتاج مننا كمنظمة أن نتناغم مع متطلبات واحتياجات عملائنا. الشيء الثاني قد تفرض البيئة الخارجية قيود من خلال رأس قيود على رأس المال أو عدم كفاية التكنولوجيا إلى محظورات قانونية متجذرة في التنظيم الحكومي أو من خلال إجراءات المحاكم أو الاتفاقيات والعقود ونطاق المشاريع وكراسات المواصفات في المناقصات اللي ندخل فيها. كل هذا يعطي قيود في عملية أدائنا، وهذه القيود ستمثل لنا سكوب اللي هو نطاق العمل في مشروعنا. ثم بعد ذلك عندنا الأربعة توفير الفرص. في توفير الفرص يعني من خلال أن السوق الموجود بنا سيوفر عندنا أسواق جديدة وفرصة أيضا للابتكار التكنولوجي وإلقاء قيود جديدة عندنا سيعطينا إمكانيات جديدة. إذن البيئة قد تكون بيئة طاردة وقد تكون بيئة جاذبة. البيئة قد تكون تعطينا مطالب وتعطينا قيود وتفرض علينا، وقد توفر لنا فرص وتساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالنجاح. الفهم العميق من القائد للبيئة ومتطلباتها يجعله قادر بإذن الله سبحانه وتعالى للتناغم مع هذه البيئة والقدرة على توفير متطلباتها بشكل أكثر فعال. أيضا نحن نحتاج إلى تحليل الموارد الاقتصادية داخل المنظمة. عادة ما يطلق على الموارد الاقتصادية عناصر الإنتاج. هذه العناصر أحيانا هي اللب الأساسي للمدخلات، وهي كل ما يحقق منفعة مباشرة أو غير مباشرة للإنسان وذات وجود نادر في المجتمعات. فهي في العادة أيها الأحبة هذه المدخلات ممكن، هذه الموارد الاقتصادية قابل للنضوب. المؤسسة لديها موارد مالية، لديها موارد بشرية، لكنها قابل للنضوب. عند استخدامها بشكل غير جيد وبغير كفاءة عالية ممكن نخسرها. فتشمل هذه العوامل مجموعة من العوامل الإنتاجية كأنواع السلع والخدمات، وهي قابلة كما قلنا للنضوب. وعلى هذا الأساس قام الاقتصاديون بتقسيم عناصر الإنتاج في المنظمات إلى أربع عناصر رئيسية، وهي العمل ورأس المال والأرض والتنظيم والإدارة. تعالوا بنا نتعرف عليها. أولا لدينا العمل.
العمل يقصد بالعمل كل مجهود ذهني كالطبيب والمحامي والمدرس أو عضلي كالعمل اليدوي، يبذل في العملية الإنتاجية لإنتاج السلع والخدمات. وهنا يدخل معنا أيها الأحبة الموارد البشرية لسيقومون بالعمل. لذلك هذا العمل لا يقتصر على العمل اليدوي فقط، إنما يتعدى لعمليات الفكرية، حيث يحصل على الموارد نتيجة مشاركته في العمليات الإنتاجية. وعادة يطلق هذه العوامل عوامل الموارد البشرية Human Source. وبالتالي هنا يحصل عندنا المورد نتيجة مشاركته الفاعلة على أجر. فبالتالي كل من سيعمل معنا في هذه المنظمة يجب أن يحصل على أجر، لأنه يحصل الآن على مورد، وهذا المورد يعتبر نحن قمنا باستخدام طاقته، فيجب أن يحصل على أجر منتظم نتيجة لعمله معنا. إذن هو سيقدم خدمات وسيقدم جهد عضلي أو فكري، ومقابله سيحصل على أجر مقابل هذا الجهد العضلي أو الفكري. هذا العنصر الأول من الموارد. العنصر الثاني رأس المال. رأس المال يقصد به في الاقتصاد كل ما أنتجه الإنسان من عناصر لمساعدته في العمليات الإنتاجية اللاحقة، مثل الآلات والمعدات والطرق والجسور وسائل النقل والمباني من مدارس ومستشفيات. وهذه العناصر تسمى في الاقتصاد بالسلع الرأسمالية أو السلع الاستثمارية. أما السلع الاستهلاكية والتي تنتج الاستهلاك الشخصي مثل الملابس والمواد الغذائية وغيرها فلا تعتبر عناصر إنتاجية. رأس المال كمفهوم اقتصادي يخرج من المفهوم الدارج لرأس المال، وهو المفهوم المحاسبي. من كون رأس المال هو رأس المال النقدي إلى النقود في الاقتصاد، هي وسيلة للتبادل أو مقياس للقيمة، وبالتالي ممكن نتبادل بضاعة مقابل بضاعة، عمل مقابل عمل، آلة مقابل آلة. وهذا رأس المال يحصل على عائد نتيجة المشاركة في العملية الإنتاجية ويطلق عليها بالفائدة. إذن هذا العنصر الثاني في ما نسميه الموارد الاقتصادية المنظمة. العنصر الثالث عندنا الأرض. الأرض، مفهوم الأرض في الاقتصاد كعنصر من عناصر الإنتاج أوسع بكثير من مفهوم الأرض الشائع بين الناس، فهي تعني الاقتصاد، في الاقتصاد يعني الأرض كل ما عليها وما داخلها، ويحيط بها من أراضي صالحة للزراعة وأنهار وآبار ومحيطات ومعادن وغابات على اختلاف أشكالها وأنواعها مما يمكن استخدامه في العملية الإنتاجية. لذا فإن الاقتصاديين يرون أن الأرض هنا تضم جميع الموارد الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا، وعناصر الأرض لها عائد نتيجة هذه المشاركة في العملية الإنتاجية يطلق عليها الربح، فنحن نربح عندما نستخدم هذه العناصر للاستفادة منها في التصنيع. العنصر الرابع عندنا من عناصر أيضا الموارد الاقتصادية التنظيم والإدارة، حيث يعتبر هذا العنصر أهم عناصر الإنتاج، كون المنظم هو العقل المدبر يقوم بتجميع عناصر الإنتاج المختلفة ثم يتولى عملية المزج والخلط بين هذه العناصر لإنتاج السلع والخدمات. فهو الموجه للعملية الإنتاجية بدءا من إنشاء المشروع مرورا بمراحل الإنتاج المختلفة وانتهاءا بوصول السلعة والخدمة المستهلك النهائي. فالمنظم يقوم برسم سياسة استراتيجية للمنشأة كتحديد نوع وكمية السلعة والخدمة التي يرغب في إنتاجها والسعر الذي يجب أن تباع به، فهو بذلك أما يجني مكافأة نجاح المشروع أو يتحمل مخاطر فشله. وبالتالي لا بد من أن يحصل على عائد أو دخل معين نتيجة هذه المشاركة في العملية الإنتاجية ويطلق عليها عادة الربح العادي. إذن كل موارد الاقتصاد ستقدم لنا مورد، ويجب أيضا هي أن تحصل على مقابل ما نحن نقدمه لها من عمليات. هذا يدعونا أكثر للتعرف على موضوع الموارد الاقتصادية بعمق أكثر وتفصيل أكثر. فتعالوا بنا نتعرف على مفهوم مهم جدا في مجال الموارد الاقتصادية، أو المفهوم تدفق النقد. يشير إلى بحركة النقد أو صافي الإيرادات النقدية داخل المنظمة. فيجب على الدارس للمنظمة والمحلل لأداء المنظمة ومدير وقائد المنظمة والاستشاري أن يتعرف مدى آلية تدفق النقد داخل المنظمة ومدى الوضع والمركز المالي للمنظمة. فرصيد النقد للأموال الداخلية والخارجية من منشأة خلال فترة معينة أو النقد الداخلي مطروح منه النقد الخارجي تستخدم باستمرار في الحياة اليومية للمنظمة لتوضيح الحاجة للنقد اللازم لتمويل نفقات التشغيل الحالية والمستقبلية. ويكون التدفق النقدي موجبا إذا كان النقد الداخل أكثر من النقد الخارج، وسلبا إذا كان العكس. وضعت لكم نموذج هنا لتوضيح هذه الفكرة، هذا النموذج أخذته من كتاب الوطبان حسين عبد الله لتوضيح هذه الفكرة. كما تلاحظون أنا وضعت المراجع في الأسفل للعودة لها أيها الأحبة في أسفل كل شريحة. في هذا النموذج ماذا يوضح لنا الدكتور حسين عبد الله الوطبان؟ يقول إنه في عملية الإدارة المالية هناك تدفقات نقدية داخل دورية المنظمة تأتي أما من خلال الملاك واستثماراتهم كنقدية أو الدائنين. مثلا نحن في الدورات التدريبية بالدائنين أقصد بها الناس عندما يدفعون رسوم للحصول على خدمة، أو عندما يدفع الشخص فلوس من أجل الحصول على منتج فهو يعتبر دائن لك حتى ماذا يحصل، أو مقرضين قد تكون بنوك أغضتك، لكن من خلال الدائنين والملاك استطعت أن تقوم بعملية تكوين نقدية. هذه النقدية سيتقوم إدارة المنظمة باستخدامها في شراء أصول
ثابتة لمنظمة مثل أثاث، تجهيزات، أدوات إنتاجية تساعد المنظمة على إنتاج عملها، وحتى مقر، وأيضا توظيف موظفين داخل المنظمة. وأيضا ستقوم باستخدام مخزون، ستستخدم مجموعة من الأدوات للتخزين لخزنها لاستخدامها أيضا في عملية الإنتاج. الأصول الثابتة ممكن إعادة بيعها والاستثمار بيعها وإعادة، وبالتالي نحصل على نقدية جديدة. قد يحصل خسارة وقد يحصل مكسب، لكن الأصول الثابتة ممكن عملية تدويرها وعملية أيضا بيعها والحصول على نقدية أخرى. هذه الأصول الثابتة مثلا عند استخدامها في استهلاك كعملية استهلاكية لاستهلاك المخزون وعملية تحويل هذا المخزون إلى عمليات دعم للإنتاج. وكلما أنتجنا صار عندنا قدرة على مبيعات نقدية أو ننتج ما نحن خزناه كسلع، وبالتالي صار عندنا مبيعات نقدية. كل ما زادت المبيعات النقدية وكان عندنا مبيعات نقدية أكثر من كمية ما نحن استهلكناه أو كمية ما منحونا الدائنين والملاك كل ما نجحنا. لكن نحن أيضا عندنا التزامات، هذه الالتزامات تمثل تدفقات نقدية خارجية دورية مثل رواتب، عمولات، سحوبات، ملاك، سدود، سداد قروض، إيجارات وفواتير، مشتريات وغيرها أيضا من مصاريف المنظمة. هذا معناه أن المنظمة في عملية ديناميكية في تدفقاتها النقدية يوميا، كل يوم هناك تفاعلات. المنظمة تصبح المنظمة لديها وفرة مالية عندما يزداد كمية المبيعات النقدية أكثر من كمية ما تسحبه من الدائنين والملاك أو ما تدفعه في عمولات أو تدفعه في إيجارات أو تدفعه الآن في أعمال ورواتب. هذا الشكل شكل يبسط لنا ويوضح لنا بشكل كبير جدا كيف أهمية القائد يتعامل مع موارد المنظمة الاقتصادية. إذا تعالوا بنا الآن نذهب إلى مورد جديد، مورد التاريخ، تاريخ المنظمة. ماذا نقصد تاريخ المنظمة؟ التاريخ هنا هناك دلالة على كثير على الطريقة التي تعمل بها المنظمة اليوم، هي نتائج تأثير المنظمة بشكل كبير بالأحداث التاريخية التي حدثت في ماضيها. ألا تذكر عندما تتعين أنت في إدارة جديدة وتتوظف فيها، إنك لما تأتي بدون الشباب يحكوا لك عن أشياء حصلت في الشركة زمان أنت ما كنت حاضر فيها؟ يجب على المستشار ويجب على القائد الجديد داخل المنظمة والمدير أول من ينضم للمنظمة، يجب عليه أن يعرف ما هو تاريخ هذه المنظمة، كيف بنيت أفكار هذه المنظمة، كيف تطورت هذه المنظمة في أفكارها ودراساتها. ثم أيضا التاريخ يساعدنا على التنبؤ، فالتاريخ يعيد نفسه من أجل التنبؤ بشكل معقول بقدرة المنظمة على التصرف الآن وفي المستقبل. يجب أن تفهم التطورات الحاسمة التي شكلتها بمرور الوقت القرارات الاستراتيجية وسلوك الأفراد والقيادة القادة الرئيسية والاستجابات اللازمة للأزمات وتطور القيم والمعتقدات، هم كيف يتعاملون معها. أيضا المنظمة تاريخها يعتبر جزء معرفي مهم جدا من تاريخ المنظمة، يمثل جزء من خبراتها، قيمها، معلوماتها. يمتلك المعاملين معنا كثير من المعارف الضمنية الموجودة لديهم، يجب أن تتحول لدينا الآن إلى أهداف، ويتم تضمين معرفة في المستندات الورقية وقواعد البيانات والإجراءات لتصبح معرفة صريحة. في عمل المنظمة هناك معرفة تسمى المعرفة الصريحة، يشار بها إلى المعرفة الواضحة، وهي المعرفة التي يمكن توضيحها والإشارة لها بالكلمات والأرقام، ويمكن مشاركتها على شكل بيانات أو معادلات وصيغ علمية ومبادئ علمية، ويمكن التعبير بها على شكل كتيبات أو مواصفات أو منتجات. وتعد المعرفة الصريحة معرفة رسمية ومتسقة ومنسقة حيث يسهل حفظها وتخزينها وتحديدها واسترجاعها وتعديلها، ويمكن نقل المعرفة عبر الأفراد بطريقة سهلة ومنظمة، ويتم التعامل معها من قبل إدارة المعرفة بسهولة، حيث تمثل المعرفة قواعد البيانات والمستندات والمذكرات ومشابهها. وكذلك أيضا من تاريخ المنظمة توجد المعرفة الضمنية، وهي المعرفة الموجودة في رؤوس العاملين. هذه المعرفة تعد معرفة شخصية غير رسمية يصعب تعريفها أو الاعتماد عليها. الخبرة الشخصية والممارسة والمعرفة الضمنية يصعب نقلها ومشاركتها مع الآخرين، حيث تمثل هذه المعرفة بالحدث والخبرة والرؤى الشخصية، وتشمل القيم والمثل العليا والمشاعر والخبرات التي يحضنها الفرد. كما تعد هذه المعرفة هي الأكثر قيمة بين المعارف، وتؤدي إلى رفع مستوى الابتكار وزيادة القدرة على التنافسية في المنظمة. وتوجد المعرفة الضمنية في عقول البشر على شكل مهارات وقدرات وخبرات ومواقف ونماذج عقلية، وتجدر الإشارة لصعوبة صياغة هذه المعرفة وكتابتها وتدوينها باعتبارها جزءا من ممارسات الشخصية المختزنة في عقول الأشخاص. ومن أمثل عليها قيام شخصا ما بتصليح جهاز معين فلديه فكرة أساسية عن تشخيصه. أيضا المعرفة المضمنة، وهي تعرف بالمعرفة المدمجة، تشير إلى المعارف المنتجة بالأعمال والهياكل والروتين والثقافة. وهذه المعرفة تعتبر معرفة رسمية توجد أحيانا عندنا في كتالوجات المنتجات اللي احنا نخرجها. لقد سبق أن شرحت على قناتنا على يوتيوب إدارة المعرفة بشرحا تفصيليا، أرجو أن تعودوا إليه، اكتبوا إدارة المعرفة العاملي على قناتنا على يوتيوب، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستطلعون على شرح كبير جدا نشرح فيه تاريخ المنظمة وتفصيل تفصيل إدارة المعرفة وأنواعها داخل المنظمة. لهذا الأمر أيها الأحبة تعالوا بنا نتحدث عن استراتيجية.
الاستراتيجية كموجهة لعملية التحويل داخل المنظمة تشمل الآن عندنا البيئة المحيطة، الموارد والتاريخ، تسمى هذه المدخلات. ثم تأتي عندنا الآن الاستراتيجية، يتمثل عندنا خطة العمل، ماذا نعمل، ودليل سياسات وإجراءات كيف نفعل. ثم بعد ذلك تقوم عمليات التحويل داخل المنظمة بتحويل هذه مواردها التي أخذتها من خلال الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق أهداف المنظمة على مستوى الأداء التنظيمي وأداء الوحدات وأداء الفردي. هذا معناه أننا نحتاج الآن أن نغوص أكثر في فهم الاستراتيجية. ماذا نقصد بكلمة استراتيجية؟ وما هي جوانب الاستراتيجية؟ وما أهمية الاستراتيجية؟ بلا شك بأنه كل دارس لعلم الإدارة يجب أنه يتعرض للاستراتيجية ويتعرف عليها. الاستراتيجية مفهوم ظهر عام 1980، يعني في نهاية ما بين 75 و80 كمفهوم حديث في الإدارة الاستراتيجية لحديث عنه. اشتهر أكثر بأنه له علاقة بالجانب العسكري والتنظيمات العسكرية كشيء قديم، لكن حقيقة أن الاستراتيجية تشير إلى معنى ما الذي يشمل الأداء في المنظمة وما الذي لا يشمل الأداء داخل المنظمة. تعالوا نفصل فيه أكثر لفهمه أكثر في عملنا الإداري وعملنا التطبيقي. لما نقول لدينا استراتيجية، فإن كلمة الاستراتيجية أيها الأحبة توجه كل منظمة إلى مستوى من قضايا استراتيجية داخل المنظمة. فالاستراتيجية تشير إلى الخطة الاستراتيجية داخل المنظمة، ماذا يشمل العمل وماذا لا يشمل. عندنا هذا المفهوم الأول، لما نقول لدينا استراتيجية معنى عندنا خطة استراتيجية. الأول هو الاستراتيجية العمل في المنظمة التي تتضمن القرارات الاستراتيجية بشأن طبيعة الأعمال التي يجب القيام بها في المنظمة. بالنسبة للمنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح، غالبا ما تعكس استراتيجية المنظمة مجموعة من التفويض التشريعي في السلطة داخل الهيكل الإداري، تحدد أهداف السياسات العامة التي يتم إنشائها في المنظمة. هذه أيضا عندنا على البعد الآخر عندنا الخطة التشغيلية، وتشير إلى السؤال كيف نقوم بالعمل. يتضمن هذا المستوى الثاني من استراتيجية العمل التشغيلية الإجرائية في المنظمة، وهي مجموعة من القرارات تشير على كيفية تكوين المنظمة واستجابتها للمتطلبات والتهديدات والفرص المحيطة بها. وكأن الخطة الاستراتيجية هي عمل شهري أو أسبوعي نعمله، بينما الخطة الاستراتيجية نظرة بعيدة المدى، كأن الخطة التشغيلية يقوم بها الموظفين والعاملين، الخطة الاستراتيجية يقوم بها القيادات. على هذا الأساس تشمل هذه الخيارات في تصميم الأعمال. نحن نحتاج كمصممي أعمال وكمستشارين أن نتضمن 5 عناصر أساسية عندما نفكر في التفكير الاستراتيجي. 1، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال، من هم عملائنا؟ اختيار العملاء أمر مهم جدا، من هم عملاء المنظمة؟ ولماذا اختاروا هؤلاء العملاء خدمات منظمتنا لتقدم بدل من أي خدمة أخرى؟ فنحن نقول دائما أن العميل هو كل من له حق الاختيار. طيب لماذا هذا العميل اختارنا؟ يجب على الدارس للمنظمة أن يعرف لماذا العميل اختار هذه المنظمة. الشيء الثاني، كيف تعرض المنظمة قيمة فريدة لعملها؟ لماذا يشتري الزبائن المنظمة منها بالذات؟ أيضا الحصول على القيمة، يا ترى كيف تخطط المنظمة بجزء من القيمة لتقدمها للعملاء كأرباح؟ رقم 4، التحكم الاستراتيجي، كيف تحمي المنظمة منتجاتها وأرباحها من تقليد المنافسين وقوة العميل؟ 5، عندنا النطاق، سكوب، ما هي الأنشطة في سلسلة القيمة التي يجب على المنظمة الانخراط فيها للبقاء على صلة بالعملاء ولتحقيق الأرباح عالية ولإنشاء سيطرة استراتيجية على السوق؟ إذا 5 أسئلة يجب أن يسألها الإداري والقائد عند فهمه العميق للاستراتيجية ليفهمها بشكل أكثر. وما زلت أريد أن أقوم بعملية الآن تفكيك الاستراتيجية بشكل أكثر لتوضيحها لإخوتنا الإداريين وفهمها بعمق، لأن هذا سيساعد القائد على اتخاذ القرار. أيها الأحبة، عندما نريد أن نتحدث عن الاستراتيجية، فالاستراتيجية تشبه كأنها كبسولة دواء، وصفة سنعطيها نحن المنظمة لتحقيق أهدافها. الاستراتيجية تتكون من كلمتين، التخطيط الاستراتيجي، هي كلمتين وليست كلمة واحدة. الكلمة الأولى كلمة التخطيط بلان، الكلمة الثانية الاستراتيجية استراتيجي. كلا الثنتين عندما يكتملون يصنعون للمنظمة الانسجام، لكن الاثنين بعدين مختلفة. البعد الأول بعد التخطيط، والبعد الثاني بعد الاستراتيجية. التخطيط أيها الأحبة هو تحويل غير المعلوم إلى معلوم، إلى أكبر قدر ممكن من خلال تحديد الأهداف المنشودة ومتطلبات تحقيقها وإسناد المهام للمنفذين وتقييم الأداء التشغيلي التنفيذي. أما الاستراتيجية فهي اتجاه عام محدد للمنظمة ومكوناتها المختلفة يقوم به المدراء، وأرجو أن تحطوا خط تحت المدراء. إذن عمل أساسي من أعمال المدراء والقيادات شرح الاستراتيجية لتحديد السياسات والإجراءات التي يمكن بها تحقيق الحالة المرغوبة في المستقبل. التخطيط أيها الأحبة يعتمد على وضع الأهداف، بينما الاستراتيجية تعتمد على اتخاذ القرارات وهي العملية الأهم. التخطيط مسؤولية جميع أفراد المؤسسة والوحدات الإدارية والقيادات فيها، بينما الاستراتيجية مسؤولية القيادات ومدراء الوحدات في المنظمة فقط، هم اللي دورهم يحددوا أين نحن سنتجه، أين المسار سنتجه إليه. أيضا التخطيط
هو تفكير تشغيلي يسعى لتحقيق الأهداف، قد يكون المستوى الطويل أو المستوى القصير أو على مستوى الأفراد. أما الاستراتيجية فهي عبارة عن تفكير يسعى لتحديد السياسات والإجراءات على المدى البعيد، ويشمل القرارات الاستراتيجية والروتينية. كما تتذكروا في نظرية القرار عند هيربرت سيمون يوجد نوعين من القرارات، قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة، وذلك الاستراتيجية معنية بهذه القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة. إذا تفاعلوا الاثنين، التخطيط الاستراتيجي والتخطيط والاستراتيجية، فسينتج عندنا الآن أداة. هذه الأداة هي أداة لقيادة المنظمة، هي أداة لإدارة التغيير داخل المنظمة. ولذلك الاستراتيجية تعتبر دورها أساسي جدا داخل نموذج نادلر وتشمن لفهم كيف المنظمة تعمل. ويجب على كل قائد ولكل مدير أن يفهم استراتيجية المنظمة ويقوم بعملية صيانتها ورعايتها حتى يتعرف عليها بشكل أكثر. ولذلك تعالوا بنا نتعرف على كيفية خارطة بناء مشروع بناء الخطة الاستراتيجية للمنظمة. كيف يستطيع القائد وكيف تستطيع المنظمة أن تبني خطة استراتيجية لمنظمتها؟ في البداية نحن بحاجة إلى مرحلة، هذه المرحلة هي مرحلة الفهم والتحليل، تشخيص الوضع الراهن لأداء المنظمة، ما هو أداء المنظمة حاليا، وأيضا هنا نفهم فهم داخلي طموحات المنظمة، توقعات المنظمة، ما هي المبادرات اللي المنظمة تسعى لها، أيضا الفهم الخارجي والمدخلات والجهات ذات العلاقة، ما هي طموحات الجهات ذات العلاقة، ما المدخلات المتوفرة عندنا لتنفيذ أعمالنا، ما الإمكانيات الموجودة عندنا، دراسة أيضا الممارسات المثلى لدينا. هذه المرحلة هي مرحلة فهم عميق، يقول أينشتاين في عبارته المشهورة، يقول لو أعطيت 9 ساعة لحل مشاكل الناس لأعطيت 59 دقيقة لفهم ودقيقة واحدة لحل. وأيضا هكذا في عملية بناء الخطة، هذه المرحلة مرحلة رقم 1 هي حجر الزاوية. كل ما كان لنا فهم لما هي إمكانياتنا، ما هي حجم توقعاتنا، ما هي إمكانيات المتوفرة لدينا، ما هي المتطلبات اللي عندنا، كل ما ساعدنا هذا بناء الاستراتيجية. ثم بعد ذلك نبدأ نقوم بعملية الآن لانتقال مرحلة رقم 2 وهي الاستراتيجية العامة وبنائها. هنا نحدد إيش هي الرؤية والرسالة والقيم الموجودة عندنا، إيش هي المرتكزات الأساسية الاستراتيجية اللي يجب نركز عليها، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي نريد أن نبحث عنها، أيضا ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية لعملنا، ما هي المبادرات الاستراتيجية وأولويات التنفيذ التي يجب التركيز عليها. ثم نتحول بعد ذلك إلى رقم 3، استراتيجية الصورة الذهنية والممكنة للمنظمة. إيش هي الصورة الذهنية العامة لمنظمتنا، ماذا نريد أن نصنع من سمعة لمنظمتنا، وما هي المكان اللي نريد منظمتنا تتمكن فيها. ثم بعد ذلك نحدد الآن خطة تطوير الموارد البشرية، ماذا سندرب موظفينا حتى يتمكنوا من تنفيذ استراتيجيتنا، ونحدد أيضا ما هو نموذج التشغيل المستهدف، ما هو الهيكل الإداري المناسب لمنظمتنا. ثم نحدد أيضا التنظيم الإداري، ما هو التوصيفات الوظيفية، ما هي جداول الصلاحيات، ما هي السياسات والإجراءات الموجودة لدينا في منظمتنا. ثم بعد ذلك نبدأ نحط خطة تشغيلية، نحط خطة تنفيذية للمبادرات، مؤشرات أداء، جدول زمني لكل مهمة، نضع ميزانيات لازمة للتنفيذ. ثم بعد ذلك نضع خطة تشغيلية لمتابعة الأداء، ثم نقوم بتنفيذ هذه الخطة ونقيم أداءنا ونحصل على تغذية راجعة حتى نستطيع أن نقوم بعملية العمل بشكل دائم. إذا الاستراتيجية كما تلاحظوا هي عمل استراتيجي يقوم به القادة لتوجيه أداء المنظمة نحو الهدف الأساسي. هناك جزئيات تشغيلية تنفيذية قد يتدخل معنا فيها الموظفين كتخطيط، ولكن الشغل الأساسي والكبير جدا هو عند القادة في توجيه أداء المنظمة نحو هدفها. يأتي سؤال الآن أيضا، ما زلنا في الاستراتيجية، كيف نستطيع أن نوطن ممارسات التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي داخل المنظمة أثناء عملنا؟ لهذا الأمر أنا استعنت بالإدارة بالأهداف لتوضيح فكرة نادلر وتشمن لتوضيحها، فأنا قد أضفت هذا النموذج من إدارة بالأهداف حتى أوضحه. عادة أيها الأحبة، الإدارة بالأهداف نظرية وأسلوب عملي إداري يتم فيه تحديد أهداف الأهداف بصورة جماعية لتحقيق أقصى فاعلية وأداء عن طريق التشاور المشترك بين المشرفين والمرؤوسين لتحديد 6 لتحديد أهداف عمل بفترة معينة بستة أشهر أو سنة، وتعريف العوامل لتعيق عملية التوصل لهذه الأهداف لتداركها، وفي نهاية المدة المحددة يتم مراجعة النتائج وتحليلها لتقويم أداء المرؤوسين والابتعاد عن الأهداف غير الملائمة ووضع أهداف أخرى بديلة تمكن المنشأة من تحقيق أهدافها قبل الآخرين بأقل جهد وتكلفة ممكنة. الإدارة بالأهداف تنسب إلى بيتر دراكر رائد الإدارة بالأهداف، وأنا تحدثت عن الإدارة بالأهداف أيضا في قناتنا على اليوتيوب، أرجو أن تعودوا لها. فبالتالي مهمة جدا نتعرف على الإدارة بالأهداف وتأثيرها في إدارة المشاريع والمنظمات. أولا يجب علينا أن نحدد المنظمة، القيادات يحددون ما هي أغراض المنشأة، ما هي الاستراتيجية الموجودة في المنشأة. ثم بعد ذلك يتفهم الرؤساء يتفهمون ما هي استراتيجيتنا ويحددون أهداف العمل بعيدة المدى، والعمل
المستعملين أيضا والرؤسيين يتفهمون أيضا استراتيجيتنا ويحددون أهداف العمل القصيرة الآنية. ثم بعد ذلك يتم عقد لقاءات مشاورات ما بين الرؤساء والمرؤوسين من أجل اتفاق متبادل وموثق على الأهداف وآلية التنفيذ ومتطلباته والتقييم ومؤشراته، ليصدر لدينا خطة تنفيذية تشغيلية فردية. يعني عندنا من نوع من الخطط، خطة استراتيجية، خطة تنفيذية، خطة تشغيلية، وخطة عندنا فردية على أساس موظف، ومعايير ومؤشرات أداء معتمدة. كذلك أيضا يصدر عندنا دليل سياسات وإجراءات معتمد يوضح خرائط تدفق العمليات. ثم بعد ذلك يبدأ أداء المهام والتنفيذ حسب ما خطط له، ويتم عملية مراجعة الأداء والرقابة، ثم نقوم بتحليل المتغيرات. إذا كانت ملائمة سنكمل، إذا كانت غير ملائمة اترك هذه الأهداف وابحث عن أهداف جديدة، إذا كانت ملائمة طور وصمم أهداف جديدة وطور بشكل مستمر. إذن هذا النموذج سيساعدنا أن نفهم الاستراتيجيات الموجودة لدينا كيف نستطيع أن نتعامل معها بشكل تفصيلي وبشكل دائم. تعالوا بنا الآن نغوص أكثر في هذا النموذج ونتعرف على مكونات أخرى. هناك 10 أسئلة لتحليل السمات الحاسمة للمدخلات. حتى نقول إنها خلصنا كده من مرحلة المدخلات، فعندنا 10 أسئلة. هذه 10 أسئلة كالتالي: أولا، السؤال الأول، ما هي المطالب التي تفرضها البيئة المحيطة على المنظمة؟ كيف تضع البيئة قيودا على العمل التنظيمي داخل المنظمة؟ ما هي الجودة النسبية للموارد المختلفة؟ إلى أي مدى يتم الاستفادة من توظيف واستغلال الموارد، وفي المقابل مدى المرونة في تكوينها وتوفيرها؟ ما هي المراحل الاستراتيجية الرئيسية لتطوير الأداء في المنظمة؟ ما هو التأثير الحالي للعوامل التاريخية التي مرت بها المنظمة مثل قرارات الاستراتيجية وأعمال القادة الرئيسيين والأزمات والقيم والمعايير؟ كيف حدث أن المنظمة مهمتها الأساسية؟ كيف حددتها؟ أيضا بما في ذلك الأسواق، شرائح العملاء التي تخدمها والمنتجات والخدمات تقدمها. ما هي المعايير التنافسية في المنظمة؟ مع من المنظمة تتنافس؟ أيضا ما هي الاستراتيجيات الداعمة التي استخدمتها المنظمة في عملها لتحقيق المهام الأساسية؟ ما الأهداف المحددة التي تم وضعها كنماذج كلية الأداء التنظيمي في المنظمة؟ هذه 10 أسئلة هي 10 يستخدمها المدير والقائد للتشييك على ما تكلمنا عنه كمدخلات وجودة المدخلات في نموذج الانسجام في التطابق نادلر توشمان. 10 أسئلة فعالة قد يستخدمها حتى المستشار الذاهب لتطوير عمل المنظمة لتشخيص مستوى الأداء داخل المنظمة. طيب تعالوا بنا الآن نتجه إلى شيء جديد، تعالوا نتكلم عن المخرجات. لماذا اتجهنا للمخرجات مباشرة ولم نتجه مباشرة للحديث عن العمليات؟ لأن إذا حددنا المخرجات سنعرف ماذا سنحتاج فيه من عمليات. المخرجات مصطلح واسع يصف ما تنتجه المنظمة، كيف تؤدي عملها، ومدى فاعلية جودتها، ويشير إلى قدرة المنظمة ليس فقط على إنشاء المنتجات والخدمات وتحقيق النتائج، ولكن أيضا لتحقيق مستوى معين من الأداء الفردي والجماعي داخل المنظمة. فالغرض النهائي لكافة أنماط الأنشطة والسلوك الأداء التنظيمي للمنظمة هو إنتاج المخرجات، وذلك على المستويات التالية: أولا، عندنا مستوى الأداء الفردي، نريد أن يتحقق عندنا أداء يحقق الأهداف على مستوى الأفراد، أن يصبح عندنا أفراد يعملون بفاعلية وكفاءة، وبالتالي أداء الأفراد داخل المنظمة يمثل سلوك وأنشطة وأداء الأشخاص داخل المنظمة في نموذجنا التنظيمي. الشيء الآخر عندنا أداء الوحدات، وأقصد به الوحدات داخل النظام، ويمثل أداء وسلوك مختلف الأقسام والإدارات والفرق تكون منها المنظمة. كذلك أيضا عندنا أداء النظام بشكل عام، ويمثل أداء النظام الإجمالي لكافة المنظمة، ويمثل الناتج اللي يتم قياسه من حيث السلع والخدمات المنتجة والإيرادات والأرباح وعائدات المساهمين وخلق فرص عمل. أريد أن أذكر بشيء، تفاعل هذه الثلاثة سيخلق عندنا نوع من الانسجام أيضا، فالأفراد سيؤثرون في الوحدات، والوحدات ستؤثر في الكينونة الكبرى للمنظمة بشكل كامل، وبالتالي المخرجات ستمثل التصور العام للأهداف التي تريد الاستراتيجية تحقيقه في أداء المنظمة. على هذا الأساس أيها الأحبة، نموذج الانسجام والتطابق كل من نادلر وتشمان، هذا النموذج توسع في عملية التحويل وركز على أهمية عملية التحويل، لأن الآن سنتجه للعنصر الثالث وهو عنصر عملية التحويل والتطابق، وضم 4 عناصر أساسية: العنصر البشري، الترتيبات والتنظيمات الرسمية، التنظيم غير رسمي، المهمة. هذه النماذج المهمة تضمن عناصر مهمة العمل الذي يتم أداؤه لكي يضم المهارات والمعارف المطلوبة لأداء ذلك العمل، ودرجة الاستغلالية أو درجة سلطة إصدار الأحكام داخل المنظمة. أيضا الفرد، ويضم عناصر الفرد معرفة مهارات الموظفين والالتزام والتحفيز والأفضليات والاتجاهات ومؤثراتها الأخرى على السلوك الأفراد.
كذلك أيضا التنظيم الرسمي والترتيبات التنظيم الرسمية تضمن عمليات التنظيم الرسمي بوضوح الهيكل التنظيمي، وصف الوظائف، القياس، هيكل المباني، البيئة، أوجه العمل، محددات رسمية. أيضا عندنا العنصر الآخر التنظيم غير الرسمي، وهو عرف التنظيم غير الرسمي بأنه الثقافة، وهو أقل وضوحا ويتطلب فهما لعمليات المعايير التي تألف منها العمل بشكل عام. أيضا مكونات المنظمة، هذه الأربعة تشكل من المكونات الأساسية اللي من خلالها سيحصل عملية التطابق، ومن خلالها تعتبر عمليات ثابتة داخل المنظمة. تعالوا نتعرف عليها بشكل أكثر عمقا. إذا المنظمات المكونات التنظيمية الرئيسية في التنظيم هي هذه العناصر. أولا عندنا عناصر أفقية وهي العمل والتنظيم الرسمي، وعناصر رأسية وهي التنظيم غير الرسمي والعاملين. العمل هو العمل الأساسي والأصيل الذي يتعين على المنظمة وإجزائها القيام به. التنظيم الرسمي هو الهيكل والعمليات والأنظمة الرسمية لتمكن الأفراد من أداء عملها. التنظيم غير الرسمي هو الثقافة والعلاقات والترتيبات الناشئة بين العاملين والمعارف الضمنية والتكتلات وما إلى ذلك. أما العاملين فنتحدث هنا عن خصائص الأفراد في المنظمة ومستوى معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم ومستوى فعاليتهم داخل المنظمة. نحن معنيين في نموذج نادلر تشمن بدراسة هذه الأربعة وتفاعلها بشكل كبير جدا، وكيف كل واحد منها يؤثر في الآخر. فتعالوا بنا نتعرف عليها وعلى تفاعلها الكامل. هناك مكونات العملية التحويلية التنظيمية، يكمن جوهر نموذج الانسجام والتطابق في عملية التحويل التي تقوم بها المنظمة لتحويل مدخلات تتضمن مكونات البيئة والموارد والتاريخ إلى مخرجات تحقق الأهداف من خلال عمليات تحويلية إنتاجية لإنتاج مجموعة من المخرجات القابلة للقياس. فعلى هذا الأساس أيها الأحبة، المنظمة تحتوي على أربع مكونات أساسية لعمليات تحويلية. أولا العمل، ويشكل مهمة العمل، نستخدم هذا المصطلح لوصف النشاط الأساسي والمتأصل في المهام التي تمارسها المنظمة ووحداتها وموظفيها لتحقيق العمل، نسميه الكور بيزنس المنظمة. مثال مدرسة، عملها الأساسي التعليم، مستشفى، عمله الأساسي العلاج، شركة مطاعم، هدفها الأساسي الأغذية. إذن هذا نسميه العمل. ثم أيضا العاملين نقصد به الأشخاص، فمن المهم تحديد السمات البارزة للأشخاص المسؤولين عن مجموعات المهام التي ينطوي عليها العمل الأساسي. ما هي المعارف والمهارات التي يمتلكونها؟ ما هي احتياجاتهم وتفضيلاتهم من حيث المكافآت الشخصية والمالية التي تتوقعون أن تنجم عن عملهم؟ ما هي تصوراتهم وتوقعاتهم حول علاقتهم بالمنظمة؟ ما هي التركيبة السكانية وكيف ترتبط بهم وترتبط بعملهم؟ أيضا تتحدث عن التنظيم الرسمي، ويتكون من هيكل والأنظمة والعمليات التي تنشأ كل منظمة لتجميع الأشخاص والعمل الذي يقوم به وتنسيق نشاطهم بشكل بطرق منظمة لتحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية. كذلك نحن نتحدث عن التنظيم غير الرسمي والذي يمثل الثقافة، تعايش إلى جنبا إلى جنب مع التنظيم الرسمي. ففيها هنا تمثل العلاقات والمعلومات المتوافرة بين الأفراد وعلاقات الأفراد مع ذاتهم، وتمثل كل أنماط الممارسات اللي غير منصوص عليها في التنظيم الرسمي، تمثل مجموعة من العلاقات والسلوكيات والمعايير اللي تنشأ كمعرفة ضمنية داخل المنظمة. إذا لدينا مكونات أربعة تسمى المكونات الأساسية في نموذج نادلر وتشمن أكدوا عليها. تعالوا نفصل فيها أكثر، وتعالوا نتعرف عليها بعمق أكثر. أولا العمل. العمل يمثل خط الإنتاج الأساسي للمنظمة. فالعمل أيها الأحبة هو العمل الذي يقوم به الموظفين في المنظمة، ولا بد أن يكون هذا العمل يخدم أهداف المنظمة. وهناك أسئلة لا بد من طرحها لتحديد مفهوم العمل أكثر. السؤال الأول، يا ترى ما هو العمل أو المهام أو الإجراءات التي يجب أن تنجز بانتظام؟ إيش الأعمال التي يجب أن تنجز بانتظام في أداء هذه المنظمة؟ اثنين، يا ترى ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها واستضاعف في الفاعلية الكفاءة؟ ثلاثة، هذا العمل هل العمل ذا معنى وهدف محدد وقابل للقياس لتحقيقه ومتفق عليه وموثق؟ وإذا لم يكن كذلك، ما هي التحديات التي منعتنا من وجود أهداف مخطط لها لعملنا؟ أيضا رقم أربعة، هل يوجد عندنا خطة عمل تشغيلية لتوضيح الأهداف لعمل لكل موظف؟ كذلك عندنا خمسة، هل يوجد دليل تنظيمي للسياسات وإجراءات العمل ينظم الممارسات؟ رقم ستة عندنا أيضا، هل توجد موازنات لكل مناشط وممارسات العمل موثقة ومعتمدة ومتفق عليها؟ وهل تم تحديد مراكز المسؤولية وآليات تقويم أدائها؟ سبق أن شرحت مراكز المسؤولية على اليوتيوب، أرجو أن تعودون لها لأهميتها في الإدارة المالية. إذن نحن الآن نتساءل عن العمل، يجب أن نفهمه بعمق أكثر حتى نستطيع أن نتعامل معه. كلما استطاع الدارس للمنظمة والمحلل للمنظمة وقائد المنظمة والمستشار للمنظمة، كلما استطاع أن يحدد طبيعة عمل المنظمة، كلما استطاع أن يفهم أكثر طبيعة الممارسات داخل المنظمة. في العمل أيضا نحن بحاجة أن نستخدم هذا المصطلح لوصف النشاط الأساسي والأصيل للمهام التي تمارسها المنظمة ووحداتها وموظفيها، ما الذي تمارسه؟
تحرير العمل نظرا لأن أداء هذا العمل هو أحد الأسباب الرئيسية لوجود المنظمة، فإن أي منظمة تحتاج إلى تحليل العمليات الموجودة فيها من باب منظور التصميم، ويجب أن يبدأ بفهم طبيعة المهام التي تتعين القيام بها وأنماط تدفق العمل المتوقعة، وأكثر من ذلك تقييم الخصائص المعقدة للعمل المعرفية والمهارية والاتجاهات التي يتطلبها العمل والمكافآت التي تقدم للعاملين معنا والضغوط وعدم اليقين الموجود عند العاملين، حتى نتمكن من الفهم العميق للعمل المنظمة يلزمنا القيام بعمليات تحليل العمل. حاجة يلزمنا أولا أن نقوم بعملية تحليل العمل، نحلل إيش هي المهام التي سيقوم بها العاملين، ما هي المهام، ثم نحلل ما هي الوظيفة التي سيقوم بها العاملين، ثم نحدد ما هو العمل الذي سيقوم به العاملين، ثم نحدد ما هي المهنة التي سيقوم بها العاملين. إذا أولا بالنسبة للمهمة، المهمة هي وحدة عمل صغيرة داخل العمل تعرف بأنها نشاط عمل نوعي يتم لغرض معين، ويعرفها البعض بأنها وحدة العمل أو الجهد البشري المبذول من أجل غرض معين. فتشغيل المخرطة مهمة والعناية بها مهمة أخرى ثم تنظيفها مهمة ثالثة، وتنشأ الوظيفة من تراكم هذه المهام بدرجة تبرر توظيف عامل أو مستخدم واحد لهذه المهمة. الوظيفة هي تعرف الوظيفة بأنها مجموعة من المهام والواجبات التي يكلف بأدائها شخص واحد، وبناء على ذلك فإن أي مؤسسة عمل تضم عددا من الوظائف بقدر عدد العاملين فيها، حيث يكلف كل منهم بمجموعة من المهام بغض النظر عن تشابه والاختلاف بين مجموعة المهام التي يكلف بها العمل، ويمثل العمل مجموعة من الوظائف المتماثلة من حيث مهامها الرئيسية، حيث يكون هناك شخص واحد وأسس واحدة عامة. المهنة يقصد بها مجموعة الأعمال المتماثلة في كثير من المؤسسات المختلفة، مثلا عمل الكاتب على الآلة الكاتبة نجده يعني عمل واحد، كل الكتبة سيكون عملهم عمل واحد. سبب أني شرحت هذا التنسيق وهذا التنظيم في تداخلها عندما تحدثت عن الدايكام، فأرجو أن تعودوا على الدايكام لتحليل العمل وتصميم احتياجات الوظيفية المطبقة بناء على تحليل العمل داخلها من خلال شرح مفهوم الدايكام على اليوتيوب. إذا العمل مهم جدا، أنه أي مستشار أي قائد يجب أن يحلل طبيعة الأعمال الموجودة لديه. سؤال: كيف نقوم بتحليل الأعمال مع كل موظف؟ سنجلس مع الموظف العامل الذي سيعمل وسنقوم بتحليل كل وظيفة. هذه الوظيفة نحن لا نحلل الموظف كشخص كإنسان، نحن نحلل الوظيفة، نحلل الوظيفة، نتساءل في الوظيفة لماذا يؤدي هذا العمل. أيضا نسأل أنفسنا سؤال: ما المهام التي يؤديها الموظف وما هي المسؤوليات التي تقع على عاتقه. أيضا نتساءل سؤال: متى يتم أداء العمل؟ كذلك أيضا أين يؤدى العمل؟ كيف يتم أداء العمل؟ أيضا سؤال: ما السلطات المفوضة أو المخولة لشاغل الوظيفة؟ ما المؤهلات المطلوبة لأداء هذا العمل؟ كل هذه الأسئلة ستساعدنا على فهم عميق لهذه الوظيفة وقدرتنا على تفهمها بشكل أعمق. كل ما كان لدينا فهم يعني كبير جدا للعاملين وطبيعة عملهم، كل ما استطعنا أن ننجح. إذن عندنا العنصر الثاني هو العاملين، والعاملين حتى نفهم طبيعة عملهم يجب أن نقوم بعملية تحليل وظائفهم بعمق أكثر. طيب في العاملين أيها الأحبة، العاملين هم الناس أو الموظفين في المنظمة، هؤلاء الذين تتكون منهم المنظمة وتقوم عليهم، وهم أهم عنصر في النموذج. وهناك أسئلة لابد من طرحها عن أعلى موظف في المنظمة لتشكيل إلى أصغر شخص في هذه المنظمة، حيث يتم اتخاذ قرار لفهم عمل الموظف داخل المنظمة. السؤال الأول: الكفاءات، هل طبيعة العمل في المنظمة تتطلب توظيف أشخاص ذو خصائص معينة؟ هل نحتاج جدارات معينة؟ أقصد بالجدارة عنصر معرفي، عنصر مهاري، عنصر وجداني معين نحتاجه في هذه الوظيفة. أيضا سؤال مهم: ما هي الجدارات اللي نحتاجها؟ هل الموظفين يقومون بالأعمال المطلوبة وفق الجدارات المطلوبة، معارف واتجاهات ومهارات؟ كذلك أيضا يا ترى هل هناك جدوى من توظيف هؤلاء الموظفين؟ هل أداء الموظفين لمهامهم يعوض أصحاب العمل فعلا عن الرواتب والأجور والحوافز المدفوعة لهم؟ أيضا سؤال من الناحية الأخرى: الرضا، هل الموظفين يشعرون بالرضا عن مستوى الرواتب والأجور والحوافز التي يحصلون عليها نظير ما يقدمونه من خدمات؟ سؤال خامس عندنا أيضا: التزام، هل يلتزم الموظفين بمعايير الجودة في المنظمة وبالتعليمات والسياسات وإجراءات العمل؟ السؤال السادس عندنا: التدريب، هل يتم التدريب وتأهيل العاملين في المنظمة بشكل دوري لسد الفجوات وتحسين الأداء؟ لأن هذا التدريب لسد الفجوات هو ما سيساعدنا أن نفهم أداء المنظمة بشكل عميق. إذا عندنا 6 مكونات أساسية ستجعلنا نفهم أداء العاملين داخل المنظمة، ونتفهم طبيعة أداء الموظفين، ونعرف كيف نستطيع أن نجعل لديهم بطاقات وصف وظيفي تساعد في العمل.
العامرين عندما نتحدث عنهم من المهم جدا تحديد السمات البارزة للأشخاص العامرين، فهم مسؤولين مجموعهم، فهم مسؤولين عن مهام وتنفيذها في العمل، ويجب تحديد جداراتهم وفعاليتهم. يجب أن نقوم بعمليات تحليل العمل من خلال أسئلة: ما هي المعارف والمهارات التي يمتلكونها؟ ما هي احتياجاتهم وتفضيلاتهم؟ ما هي المكافآت الشخصية التي يتطلبونها؟ ما هي تصوراتهم وتوقعاتهم على العمل؟ ما هي التركيبة السكانية وكيف ترتبط بعملهم؟ ما متطلباتها؟ أيضا إيش الجدارات البشرية الموجودة عليهم؟ وبالتالي هنا سنبدأ نتحدث عن مفهوم الجدارات، حيث تمثل أهم مكونات جدارات العاملين في عنصرين. العنصر الأول عنصر ظاهرية مثل المعلومات والمعارف والمهارات التي يتمتع بها الفرد، والآخر عناصر كامنة مثل القيم والسمات الشخصية. فلو تلاحظوا الآن في هذا النموذج أنه عندنا عناصر كامنة في الداخل: الوعي الذاتي، القيم، السمات، الاتجاهات، كما يقول عنه كارل روجرز في نظريته في علم النفس الإداري. فهو يتحدث عن المعلومات والمعارف والمهارات في الجدارات، وهو أحد علماء الإدارة في السلوك التنظيمي. إذن عندنا الآن أيها الأحبة، كلما كان لدينا تعامل مع هذه المكونات كلما نجحنا. الصعوبة في العادة من الملاحظ أن هناك صعوبة في تطوير الجدارات الكامنة داخليا كقيم وسمات واتجاهات مقارنة بالجدارات الظاهرة، حيث أن الجوانب الكامنة يصعب قياسها، يصعب تقييمها، يصعب أيضا عملية تطويرها بشكل مباشر، وتطلب عمليات قياس غير مباشرة. أيضا أيها الأحبة، هناك علاقة سبب ونتيجة. فهناك علاقة سبب بين الجدارات والمهارات، فإذا توفرت تلك المهارات الداخلية الكامنة وتوفرت المعلومات والمعارف، ساعد هذا الأمر على إخراج المهارة الخارجية، فهي عبارة عن نزوع. أيضا مستوى الأداء سيتأثر ويعتمد بشكل كبير جدا على مستوى قدرة الشخص، مستوى الجدارة ومستوى وعيه في أداء المهام. هذا حديثنا كان عن العاملين. فتعالوا بنا نتكلم عن التنظيم الرسمي داخل المنشأة وكيف يؤثر في عمل المنشأة. في التنظيم الرسمي يمثل الهيكل التنظيمي. هذا الهيكل التنظيمي يمثل الهيكل التنظيمي المنظمة، الذي يحتوي على السياسات والإجراءات والعمليات ونظم العمل. وهناك أسئلة لابد من طرحها حول هذا الهيكل التنظيمي. وهنا يجب قبل ذلك أن أفرق ما بين الخارطة التنظيمية وما بين الهيكل الإداري. الخارطة التنظيمية هي عبارة عن رسمة، رسمة مجرد رسمة يوضح فيها المدير من الإدارات الأسفل منه، هذه الرسمة تسمى خارطة تنظيمية. أما الهيكل الإداري فهو عبارة عن توصيف العلاقات داخل الرسمة، تشمل توصيف الوحدات، توصيف بطاقات الوصف الوظيفي، توصيف العلاقات، توصيف الأهداف، توصيف المؤشرات الأداء، توصيف مخرجاتها، فهي عبارة عن توصيفات. وتجيب على الأسئلة التالية: السؤال الأول، كيف نحدد التباين وفجوة الأداء ما بين ما ترقب المنظمة بتحقيقه، ما بين ما تقوم به وما يجب أن تقوم به. الشيء الثاني، كيف نستطيع أن كم المستويات الإدارية التي تتكون منها المنظمة الإدارية وتفصل ما بين الموظفين والمدراء، هل هي عالية أم قليلة؟ كذلك رقم ثلاثة، إلى أي مدى أو مستوى يتم تفويض إمكانية اتخاذ القرار وما آلية التمكين في المنظمة؟ رقم أربعة أيضا، نتسأل سؤال: هل تم تقسيم الهيكل التنظيمي المنظمة بناء على المنتج أو طبيعة العمل أو نطاق العمل؟ أيضا نتسأل أيضا سؤال مهم جدا، هل شاغلي الهيكل التنظيمي متفرقين للعمل أم أنهم لديهم وحدات وهم مكلفين بعمل جزئي، أو أنهم أصلا من خارج المنظمة هم متبرعين أو متطوعين بالتالي غير متفرقين، صعب أن احنا نكلفه بمهام تحتاج إلى تفرق. إذا هذا يجب أن يعطينا إلى فهم عميق للتنظيم الرسمي للمنظمة. في التنظيم الرسمي للمنظمة دائما لدينا حاجة أن نفهم التنظيم بشكل أعمق. التنظيم الرسمي يتكون من الهياكل والأنظمة والعمليات التي تنشئها كل منظمة لتجمع الأشخاص والعمل الذي يقومون به ولتنسيق نشاطهم بطرق مصممة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. هذا التنظيم الرسمي أيها الأحبة يتمثل في بناء الداخل المنظمة وما يحتوي عليه من وحدات وأقسام، وتحديد اللوائح والسياسات والقوانين وأنظمة الجهاز الإداري وأنشطة التنظيم الرسمي وعلاقتها مع بعض. كما تحدد الأنظمة أيضا النمط القيادي المتبع، مستوى السلطة والمسؤولية والإجراءات وطرق العمل. أيضا التنظيم الرسمي أيها الأحبة له عوامل تؤثر فيه. فهناك عوامل تؤثر في التنظيم الرسمي مثل البناء الهيكلي. فهذا البناء الهيكلي الرسمي المنظمة قد لا يأخذ صفة الثبات والدائم، ودرجة التغيير تتحكم فيها مجموعة من العوامل. أول عامل عندنا يؤثر فيه عوامل ذات صلة بالمدير. عوامل ذات صلة بالمدير تتمثل في مستوى إدراك وفهم المدير للمشاكل التنظيمية، خلفية المدير عن العلوم الإدارية ومدى توفر بيانات والمعلومات اللازمة لديه لاتخاذ القرارات، قيم المدير التي يؤمن بها وتؤثر في سلوكه. هذه العوامل تؤثر في مستوى قناعة المدير بالهيكل الإداري ودليل السياسات والإجراءات وهيكل الإداري القائم ومدى الحاجة لإدخال بعض التعديلات عليه. وبعض المنظمات قد لا يكون هناك قناعة أصلا عند المدير بأهمية وجود هيكل إداري، وهذا ما يسبب لدينا مشكلات كبرى. رقم 2، هناك عوامل ذات الصلة بالمهام.
تتمثل فيه تحديد درجة صعوبة المهام المراد تنفيذها، مدى الحاجة للتقنية في تنفيذ هذه المهام، مدى مستوى التغيير في الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه المهام. لذلك نجد أن دقة وصعوبة وتعقيد المهام وحاجتها إلى التقنية المتقدمة توجب وجود بناء تنظيمي من نوع خاص، كما أن أحداث أي تغيير في الأنشطة والمهام قد تتطلب إحداث تغييرات في البناء الرسمي للتنظيم. العنصر الثالث عندنا أيضا عوامل ذات صلة بالبيئة، البيئة المحيطة بالمنظمة والبيئة الداخلية، وتمثل في العوامل في معطيات البيئة الخارجية، تعتبر أحد العوامل الرئيسية لتحدد الشكل الهرمي للتنظيم من خلال ما تفرض على المنظمة من تنافسية أو من لوائح أو من سياسات أو إجراءات، ونوعية المستفيدين من الخدمة والمستهلكين وكثافتهم وتحديد نوعية احتياجاتهم وتوقعاتهم. وهذا كله يعطينا عدد المستويات التنفيذية في الهيكل الهرمي، إضافة إلى أن البيئة السياسية والبناء الاجتماعي السائد قد يتطلب إحداث مستويات تنظيمية معينة. العنصر الرابع الذي يؤثر أيضا في التنظيم عوامل ذات صلة بالمرؤوسين أنفسهم، فتتمثل في توعية منسوبي التنظيم، احتياجاتهم، قدراتهم، مهاراتهم، مستوى خبراتهم، أيضا تحديد طبيعة قنوات الاتصال الرسمية، تحديد درجة الإشراف والتوجيه، تحديد الحاجة إلى إنشاء وحدات لها علاقة بإعادة التأهيل والتنمية وسلق القدرات. كل هذه الأمور لابد من أخذها في الحسبان أثناء الهيكل التنظيمي. لهذا الأمر أيها الأحبة، تعد هذه العوامل عوامل أساسية في فهم أداء المنظمة في موضوع التنظيم الرسمي. أما التنظيمات غير الرسمية فهي تشير إلى ما يسمى ثقافة المؤسسة. التنظيم غير الرسمي هو الواجهة الناعمة للمنظمة لتحتوي على المساحات التي تربط ثقافة المنظمة بعضها البعض. والثقافة تعد من أصعب الأمور تحديدا، إذا يتم تحديدها لابد من عناصر المنظمة ويتمثل المعارف الضمنية غير المحسوسة، وهناك مجموعة من الأسئلة لابد من طرحها لتوضيح هذا المفهوم أكثر من ضمنها. من ذلك تلك الأسئلة، سؤال ما مقدار ثقة الموظفين في الإدارة؟ هذا السؤال سؤال فلسفي يجب أن نتعرف عليه من خلال ثقافة الموظفين. ما مستوى الاتصال والدعم المقدم لصناعة القرار داخل المنظمة؟ سؤال أيضا، ما هي نظرة الإدارة لأخلاقيات العمل وتوقعاتهم حول أداء العاملين؟ أيضا كيف تدار المعرفة في المنظمة؟ كذلك يا ترى عندنا الآن كيف تدار العلاقات داخل المنظمة؟ أيضا ما آلية أرشفة إدارة المعرفة داخل المنظمة؟ أيضا عندنا سؤال، ما آلية التفاعل المنظمة مع المجتمع الداخلي والخارجي؟ أيضا ما هي آلية حل الصراعات وحل المشكلات داخل المنظمة؟ هل توجد خطوات علمية لإدارة الصراعات وإدارة التغيير داخل المنظمة مكتوب واتفق عليه، أم أنها ثقافة تنظيمية داخلية؟ هذه الأسئلة السبعة الثمانية تساعدنا على فهم المنظمة بشكل أكثر وفهم تفاعلاتها بشكل أعمق. طيب تعالوا بنا نتكلم عن التنظيم الرسمي، التنظيم غير الرسمي نظرا لأهميته والأهمية في فكره. التنظيم غير الرسمي يتمثل بالعوامل الثقافية لتشير الكيفية التي يتم من خلالها التعايش جنبا إلى جنب مع التنظيم الرسمي، وتمثل في إرشادات غير رسمية وغير مكتوبة تمارس وتؤثر تأثيرا قويا على السلوك الجماعي والفردي للأفراد. هذا التنظيم غير الرسمي المراد به هو يراد به التفاعلات والأنشطة ونمط العلاقة العمليات والممارسات والعلاقات والسياسات التي تجسد القيم والمعتقدات والمعايير السلوكية المقبولة للأفراد الذين يعملون في المنظمة، والتي يقوم بها الأفراد خارج نطاق الأنظمة والقوانين واللوائح الرسمية. هذه التجمعات تنشأ من احتياجات ورغبات هؤلاء الأفراد المكونين لها، وتتمثل في العامل المشترك الذي يربطهم مع بعض وليس الهدف المنظمة. ويتوقف الحكم على مدى فاعلية وعضوية الفرد داخل الجماعة على مدى نجاح الجماعة غير رسمية في إشباعها ولو بعض الحاجات التي من أجلها يتم عملية اتخاذ القرار. هنا أيها الأحبة، هناك تسميات لهذه هذا النوع من التنظيم غير الرسمي، يكاد يكون هناك إجماع بين كتاب الإدارة على تعريفهم للتنظيم غير الرسمي بأنه تنظيم غير رسمي، وإن اختلفت تحليلاتهم ومنطلقاتهم الفكرية وتسمياتهم. فالبعض يسميه البناء الاجتماعي، والبعض يسميه التنظيم الاجتماعي، والبعض يسميه ديناميكية التنظيم، كما يوصف بأنه البيئة الاجتماعية للعاملين أو الصبغة الإنسانية للتنظيم أو أنسنة المنظمة، إلا أن التسمية التي جرت العادة على استعمالها في كثير من كتب الإدارة هي التنظيم غير الرسمي. الشبكة هو يمثل شبكة من العلاقات الرسمية، بالتالي التنظيم الرسمي يمثل شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية داخل المنظمة وداخل أعمال المنظمة للعاملين فيها. هناك عوامل تؤثر في التنظيم غير الرسمي.
هذه العوامل عديدة مختلفة تمثل في السلوكيات والتصرفات واستجابة أعضاء التنظيم غير الرسمي. من هذه العوامل ما هو متعلق بالفرد نفسه أو بالجماعة، ومنها ما يتعلق بالمنظمة، وأخرى بالبيئة الخارجية. ومن أبرز هذه العوامل التي تؤثر بشكل كبير جدا العوامل التالية: أول عامل السياسات والأنظمة والقوانين لضعها المنظمة فيما يتعلق بالعمل، والتي تلزم الجماعات غير الرسمية بالعمل بموجبها. أيضا فلسفة الإدارة لتنتجها فيما يتعلق بالجماعات غير الرسمية وكيفية التعامل معها. أيضا البيئة الداخلية للتنظيم وما تشمل عليه من تقنية متاحة وتصميمات العمل وظروف العمل المادية إلى آخر، حيث تلعب دورا جوهريا في تشجيع الأعضاء على التفاعل المستمر من عدمه. كذلك سلوك أعضاء التنظيم غير الرسمي أيضا محكوم بمستوى أفراده الاجتماعية، ثقافتهم الاجتماعية والتعليمية وإطارهم. كذلك أيضا البيئة الخارجية، كل عضو من أعضاء التنظيم غير الرسمي يعتبر امتدادا للبيئة الخارجية داخل التنظيم، لذلك له تأثير لتصرفاته، والبيئة الخارجية ينقلها معه إلى داخل التنظيم فتؤثر على معتقداته الدينية واتجاهاته الفلسفية داخل المنظمة. أيضا اختلاف مستوى الإدراك والفهم وطرق الاستنباط لدى أعضاء التنظيم يجعل الاستجابات لأحداث والمواقف متباينة، وبالتالي كل واحد له نظرة مختلفة عن الآخر. أيضا مقدرة الفرد على إيجاد نوع من التوازن بين مقتضيات العمل بأنظمة وقوانين المنظمة وما يفترضه التنظيم من تنظيم غير رسمي. أيضا بمرور الوقت تستطيع الجماعة غير الرسمية تنمية بناء اجتماعي لها ثابت، لهذا تصل من خلال نقابات أو عمليات أن يصير لها كينونة داخل المنظمة. أيضا إدخال أي تغيير من جانب المنظمة مثل تقنية جديدة أو أسلوب إشرافي أو تحسين لظروف العمل قد يؤدي إلى نوع من الخلخلة في بناء التنظيم الاجتماعي للجماعة، مما قد يؤلد إلى مقاومة داخل هذا التنظيم. كذلك أيضا النمط القيادي المتبع للقيادات كقيادة دكتورية أو قيادة متسلطة أو الحبل على القالب، كلها ترفض أحيانا وجود تكتلات داخل المنظمة، مما يجعل ضغوط على التنظيم غير الرسمي داخل المنظمة ويمنع وجود تكتلات داخلها. طيب تعالوا بنا الآن نسأل سؤال: يا ترى الآن كيف نتعامل مع هذا التنظيم غير الرسمي؟ هناك مقارنة بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي يجب أن نجريها سريعا. هذه المقارنة تشمل مقارنة بين التنظيم الرسمي ومدخلاته والتنظيم غير الرسمي ومدخلاته سريعا. أولا ما يمثله؟ ما يمثله التنظيم الرسمي؟ يمثل الوحدات الإدارية التي تشمل الوحدات والأقسام والإدارات والوكالات المنصوص عليها في الهيكل الرسمي في الخارطة التنظيمية. أما التنظيم غير الرسمي يمثل المنظمات والجماعات المتشكلة من العاملين دون أن تكون منصوص عليها في الهيكل الإداري والشللية والتجمعات. التركيز عندنا في التنظيم الرسمي تركيزنا على العمال، على الموظفين وعلاقاتهم الرسمية المنصوص عليها في الهيكل الإداري، فلان مدير فلان، فلان يعمل مع فلان في إدارة. أما في التنظيم غير الرسمي يمثل هذا أعضاء الجماعة وعلاقاتهم الغير رسمية، سواء بطريقة أفقية أو بطريقة رأسية، تواصلهم داخل وحدة واحدة أو أكثر من وحدة. أما في الإرشاد المهني فالتنظيم الرسمي يمثل علاقة في الإرشاد وانتقال الخبرات تم وفق التوائم المهني المبني على نقل المعرفة من الرئيس إلى المرؤوس أو عبر التدريب. أما التنظيم غير الرسمي العلاقة في الإرشاد المهني هي انتقال الخبرات تم وفق عنصر الانجذاب، أنا أحب فلان فأنجذب له وأتعلم من المؤثرين في التنظيم وأتعلم من كاريزما القيادة. كذلك أيضا في المهام التنظيم الرسمي يركز على المهام المنصوص عليها في بطاقات الوصف الوظيفي المرفقة مع الهيكل التنظيمي والواجبات ومهام الوظيفة، بينما التنظيم غير الرسمي يقوم على الجماعات بأنشطة متنوعة ومتعددة وغير منصوص عليها ويقلب عليها جانب المعرفة الموجودة عندنا الضمنية. في قواعد العمل تمثل في قيم وقواعد مدروسة رسمية موثقة في البيانات والوثائق الرسمية المنظمة وتكون معتمدة متفق عليها. أما في التنظيم غير الرسمي فيتمثل في قيم وقواعد متفق عليها بين أعضاء الجماعة وتمثل عرف خاص بهم ومعارف ضمنية وغير موثقة في سجلات المنظمة. أيضا في العلاقات في التنظيم الرسمي طبيعة العلاقات الناظمة هي علاقات عمل ينظمها الهيكل الإداري وارتباطات العاملين ضمنه وحدود الصلاحيات فيها. أما في التنظيم غير الرسمي فهو طبيعة العلاقات الناظمة هي علاقات اجتماعية تبنى وتشكل في أفراد الجماعة بناء على التنظيمات الخاصة بهم. أيضا الهدف في التنظيم الرسمي الهدف العام للتنظيم هو تحقيق أهداف المنظمة، تحقيق الهدف اللي من أجله المنظمة تقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات. أما في التنظيم غير الرسمي فالهدف هو إشباع حاجات متعددة للجماعات والأفراد الجماعة بشكل فردي، حيث أن التركيز هو على أساس إشباع احتياجاتهم ورغباتهم. إذن لدينا نوعين من التنظيم يتكاملان، لكن بينهما فوارق، ويجب على القائد والمستشار الإداري ومحلل المنظمة أن يدرك تماما الفروق ما بين الاثنين.
لذلك أيها الأحبة يجب أن ندرك أهمية إدارة المعرفة داخل المنظمة. لما له من دور كبير جدا، فالمنظمة دائما لديها معارف، هذه المعارف يجب أن تدار، وتدار هذه المعارف عادة في التنظيم غير الرسمي ويجب تحويلها للتنظيم الرسمي. فعندنا في المعرفة الموجودة داخل المنظمة هناك لدينا معرفة من خارج المنظمة ومعرفة من داخل المنظمة. المعرفة من خارج المنظمة قد تكون معارف خارجية ملزمة يجب الالتزام بها، أنظمة من جهات التراخيص يجب الحوكمة من خلالها، اتفاقيات مع قطاعات أخرى، وممارسات ومبادرات غير ملزمة يمكن الاستفادة منها تمثل صياغة مبادرات ذاتية قابلة للتطبيق والتطوير، تجارب عالمية منشورة ومحكمة، بروتوكول عالمي، تجارب مرجعية. كذلك أيضا عندنا معارف داخلية داخل المنظمة تمثل معارف صريحة، كل معرفة موثقة متفق عليها داخل المنظمة وهي بحاجة عادة للحوكمة وصلاحية النشر والتنظيم الرسمي. ومعارف عندنا ضمنية موجودة في عقل الموظف في عقول العاملين، هذه معناها معارف ضمنية ومعارف أيضا فردية يجب تنظيمها كتنظيم رسمي وعملية توثيقها. لاحظوا أرجوكم العلاقة ما بين إدارة المعرفة وما بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي داخل المنظمة ومدى تأثيرها في طبيعة العلاقة في أداء الأفراد داخل المنظمة. لذلك ما أهمية هذه العناصر الأربعة لنموذج الانسجام والتطابق؟ لماذا نادلر وتشمن ركزوا على هذه العناصر الأربعة تركيزا أساسيا واعتبروها الأساسيات في نموذجهم؟ العمل نفسه، الأشخاص الذين يقومون بالعمل، الهيكل التنظيمي الرسمي المنظمة، الثقافة التي تحرك المنظمة. لماذا كانت هذه الأربعة هي الأهم؟ نقول الأسباب التالية: حدد نموذج الانسجام والتطابق لكل من نادلر وتشمن المفاتيح المحركة للأداء في الأربع العناصر على الأسباب التالية. أولاً لأنه لابد من ربط هذه العناصر الأربعة مع بعضها البعض حتى تنجح المنظمة، وكلما تطابقت أكثر كلما كانت فرصة النجاح أكبر وأسرع الوصول إلى أهداف المنظمة. وعندما يكون هناك خلل وعدم تطابق بين العناصر فستظهر مشاكل ويقل أداء المنظمة. لذا فإن نموذج الانسجام والتطابق يركز على هذه العناصر الأربعة لأنه يفترض بأنه هو الوسيلة لتساعد المنظمة في تحويل مدخلاتها مثل الاستراتيجيات والموارد والبيئة والتاريخ إلى مخرجات مثل منتج أو خدمة معينة. ولذلك تبرز أهمية هذه العناصر الأربعة كعناصر أساسية في قلب هذا النموذج. وعندما نسأل أنفسنا أسئلة حول مدى ملائمة عناصر عملية التحول فهناك مجموعة من الأسئلة قد نتساءلها. مثال على ذلك نسأل أسئلة تركز على عناصر لتحليل عملية التحويل داخل المنظمة على العناصر الأربعة. من تلك الأسئلة الرئيسية التالية: إلى أي مدى يتوافق التنظيم الرسمي والخطط والقواعد والسياسات والإجراءات واللوائح التنظيمية مع متطلبات التنفيذ؟ أيضا إلى أي مدى تتلائم المهارات والاحتياجات الفردية للعاملين مع متطلبات المهمة وأيضا مع الترتيبات التنظيمية للتنظيم الرسمي وكذلك مع التنظيم غير الرسمي للثقافة بيئة المنظمة؟ كذلك أيضا إلى أي مدى تتناسب متطلبات المهمة مع كل من التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي داخل المنظمة؟ هذه الأسئلة ستساعد المستشار الإداري ومحلل النظم ومحلل أيضا المدير الإداري، تساعده على فهم عميق للمنظمة وكيف تعمل المنظمة. أيضا لدينا أسئلة سنتساءل هذه الأسئلة تقييم مدى فعالية النظام ككل. من هذه الأسئلة تساعدنا أن نفهم التوافق اللي ينتج عن أداء التنظيم كأداء تنظيمي ضعيف. من ضمن ذلك أسئلة التالية: سؤال، ما مدى جودة تحقيق المنظمة لأهدافها المستهدفة من عملية الإنتاج وتقديم الخدمات والعائد على الاستثمار وما إلى ذلك؟ أيضا ما مدى جودة استخدام المنظمة لمواردها؟ الجودة هي التطابق، هل فعلا المنظمة تستخدم مواردها بتطابق مع الأهداف؟ كذلك أيضا ما مدى قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات المؤثرات والفرص والمخاطر في بيئتها بمرور الوقت؟ هذا كله أيضا لدينا أسئلة، هذه الأسئلة ندمجها في الشيء التالي: أسئلة لتحليل مدخلات نسميها أسئلة تحليل فجوات بناء على نموذج تطابق حتى نستطيع أن نحلل مدخلاتنا. فعندنا أسئلة لتحليل مدخلات مثل: ما هي المطالب التي تفرضها البيئة المحيطة على المنظمة؟ كيف تضع البيئة قيودة عن المنظمة كتنظيم داخلي؟ ما هي الجودة النسبية للموارد المختلفة؟ إلى أي مدى يتم الاستفادة من توظيف واستغلال الموارد؟ وفي المقابل ما مدى المرونة في تكوينها وتوفيرها؟ ما هي المراحل الاستراتيجية الرئيسية لتطوير الأداء في المنظمة؟ ما هو التأثير الحالي للعوامل التاريخية التي مرت بها المنظمة مثل قرارات الاستراتيجية وأعمال القادة الرئيسيين في إدارة الأزمات والقيم والمعايير؟ كيف حددت المنظمة مهمتها الأساسية من ذلك الأسواق وشرائح العملاء التي تتخذها منتجاتها؟ أيضا ما هي معايير التنافس في المنظمة ومع من تتنافس؟ ما هي الاستراتيجيات الداعمة التي استخدمتها المنظمة لتحقيق المهمة الأساسية؟ ما هي الأهداف والمحددات التي تم وضعها كنواتج كلية لإدارة التنظيم؟ أيضا متسأل أسئلة حول تحليل الاستراتيجية: يا ترى كيف اختارت المنظمة عملائها؟ من هم عملائي؟ لماذا اختاروا خدماتي بدلا من خدمات أخرى للآخرين؟
عرض قيمة فريدة، لماذا يشتري زبائني مني؟ الحصول على القيمة، كيف أحتفظ كأرباح بجزء من القيمة بقيمة اللي قدمها لي عملائي؟ التحكم الاستراتيجي أيضا، كيف أحمي أرباحي من تقليد المنافسين وقوة العميل؟ النطاق، ما هي الأنشطة في سلسلة القيمة التي يجب على الانخراط فيها للبقاء على صلة بالعملاء وتحقيق أرباح عالية ولإنشاء سيطرة أيضا على المنظمة؟ كذلك أيضا نسأل السؤال، ما هي عناصر التحول؟ بحيث نركز على الأسئلة التالية، إلى أي مدى تتوافق التنظيم الرسمي والترتيبات التنظيمية مع متطلبات المهمة؟ إلى أي مدى تتلائم المهارات والاحتياجات الفردية للعاملين مع متطلبات المهمة؟ ما هي الترتيبات والتنظيمات والتنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي في بيئة المنظمة؟ إلى أي مدى تتناسب متطلبات المهمة مع كل من التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي داخل المنظمة؟ كذلك أيضا نتساءل أيها الأحبة عن تقييم مدى فاعلية النظام، ما مدى جودة تحقيق المنظمة لأهدافها المرجوة من الإنتاج والخدمات والعائد على الاستثمار؟ ما مدى جودة استخدام المنظمة لمواردها؟ ما مدى قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات والمؤثرات والفرص والمخاطر في بيئتها بمرور الوقت؟ هذه الأسئلة كلها بمكوناتها الأربعة ومجموعاتها الأربعة يجب أن يأخذها معه المحلل الاستراتيجي، مدير المنظمة، القائد، المدير الجديد للمنظمة، الاستشاري، المستشار لهذه المنظمة، أيضا القائم بعملية تطوير أداء المنظمة، ليفهم فهما عميقا ما الذي يحصل في المنظمة. يجب أن تسأل هذه المنظمة وتستخدم أسلوب الاستبانة أو أسلوب الملاحظة أو أسلوب المقابلة للجلوس مع هؤلاء الموظفين وجمع البيانات منهم وقيام بعملية تحليلها. ولهذا الأمر أيها الأحبة سنتساءل الآن عن عناصر هذا النموذج، عناصر النموذج الإنسياء متطابق لنقوم بعملية الآن إجمالها بشكل أكبر. هناك عناصر، هذه العناصر تمثل الأداء الأساسي لنموذج نيدلر وتشمان. فعملية العمل نفسه هي عبارة عن علاقة كما قلنا ما بين العميل وما بين المنتج وما بين الموظف من خلال جوهر العمل. لب العمل كله هو في علاقة ما بين العميل والمنتج والموظف. ونموذج نيدلر وتشمان يساعدنا لفهم كيف تحصل هذه العلاقة، كيف يستطيع العميل أن يصل للمنتج، كيف نسهل له وصول المنتج، كيف يستطيع الموظف أن يقدم خدمة جيدة للعميل، وكيف يستطيع أن يقدم منتجه لعميله. وهذا كله سيحصل من خلال إنه عملية نظرية التغيير. فالنموذج هذا يقوص في عملية التغيير وآليتها وبناء استراتيجية فعالة لفهم نظم العمل داخل المنظمة. ثم بعد ذلك نقوم بعملية تحديد أصحاب المصلحة من النظام، تحديد الثقافة التنظيمية، الهيكل الإداري للمنظمة، النظام الإداري للمنظمة، وكذلك الموارد الخاصة بالمنظمة. كلما تناقمت هذه العناصر وانسجمت أكثر في أداء المنظمة كلما نجحنا. نموذج نيدلر وتشمان يوضح أهمية أن يكون عندنا تناقض بين هذه العناصر حتى نستطيع أن ننجح. ولذلك إخوتي الكرام، هذه العناصر يجب أن تتفاعل مع البيئة المحيطة بما تشمله من لوائح وأنظمة وعقود وتمويل وسياسة. فالمنظمة هي جزء من كيان كامل تقوم بعملية التفاعل معه وعملية التأثير والتأثر فيه. تعالوا نقوم بعملية تفصيل هذه العناصر سريعا حتى نتعرف عليها أكثر. العنصر الأول أيها الأحبة عندنا هو عنصر المهمة. المهمة تعرف بأنها نشاط عملي نوعي يتم لغرض معين، ويعرفها البعض بأنها وحدة العمل أو الجهد البشري الموجود من أغراض لغرض معين، وتنشأ الوظيفة من تراكم هذه المهام بدرجة تبرر من هنا ما هي المهام اللي يجب أن نقوم بها العمل. هنا سنسأل سؤال، ما هي المهام أو العمليات التي يتم تنفيذها بانتظام داخل المؤسسة؟ ما هي الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لزيادة كفاءة وفعالية المهام؟ هل المهام تحقق الأهداف؟ وهل مستوى المهام مرضي؟ وهل يمكن هل يكون كذلك؟ وما هي التحديات؟ أيضا عندنا الشيء الثاني، الناس والأفراد، العاملين. العاملين كما قلنا هم الأشخاص القائمين على عملية التحويل، الذين يقوم بتحويل مدخلات المنظمة إلى مخرجات. وذلك نتساءل السؤال، هل يمتلك هؤلاء الموظفين المعارف والمهارات والاتجاهات الجدارات المطلوبة؟ هل تميل المنظمة لتعيين موظفين من أنماط شخصية معينة تتوافق مع طبيعة العمل في المنظمة وثقافة المنظمة؟ هل يتم تعويض العاملين بشكل مناسب كأجور ورواتب؟ أيضا العنصر الثالث، الهيكل التنظيمي والتنظيم الرسمي، ونسأل فيه الأسئلة التالية، كيف تخلق التناسق والموائمة بين ما تريده المنظمة وما تفعله؟ كم عدد المستويات الإدارية بين المديرين التنفيذيين والموظفين؟ إلى أي مدى يتم تعيين قدرات صنع القرار داخل المنظمة؟ ما هي طبيعة مراكز المسؤولية للوحدات الإدارية داخل المنظمة؟ هذه الأسئلة هامة جدا لفهم النظام أكثر. ثم يأتي بعد ذلك الثقافة والتنظيم غير الرسمي، وهنا نتساءل أسئلة، ما مقدار الثقة التي يتمتع بها الموظفين في الإدارة؟ وما هي مستوى المشاركة والدعم المقدم لصناع القرار؟
ما هي أخلاقيات العمل وتوقعات الإدارة عن الممارسات السليمة لتنفيذ الأعمال وفق تلك الأخلاقيات داخل المنظمة؟ أيضا نأتي العنصر هذه العناصر الأربعة، نتسأل سؤال لماذا هذه العناصر مهمة؟ فهذا لأنه يعتمد على هذا النموذج، نموذج الأربعة، لأنه يعتمد على فكرة النجاح المنظمة يعتمد على التناغم والتناسق بين هذه المكونات، وكلما كانت هذه العناصر الأربعة متطابقة كان أداء المنظمة أفضل وأسرع في تحقيق أهدافها، وبالتالي يصير عندنا قدرة المنظمة تحقق أهدافها بالسرعة المطلوبة. هذه العناصر تمثل عمليات لمدخل النظم، مدخلات ومعالجات ومخرجات حتى نستطيع أن نحصل على المخرج الذي نحن نريده. طيب تعالوا بنا الآن نسأل سؤال، يا ترى ما هو المدخل، ما هو الهدف النهائي لهذا النموذج؟ يعني نحن الآن أخذنا النموذج تفصيلاته بالكامل، طيب هذا النموذج ما هو هدفه الأساسي؟ الهدف الأساسي أيها الأحبة من هذا النموذج هو أمرين. أولا اكتشاف حالات عدم التطابق بين العناصر الأربعة لمكونات الأداء في النظام. نبغى نكتشف عدم التطابق بين العمل نفسه والأشخاص الذين يؤدون العمل والهيكل التنظيم الرسمي والثقافة في بيئة المنظمة، ثم سنقوم بعمليات إيجاد الحلول لإتمام عمليات التطابق بين مكونات الأداء في المنظمة من خلال كيف نستطيع أن نوفق بين العمل والعاملين والعمل والهيكل والهيكل والتنظيم والثقافة الرسمية، كيف نستطيع أن نقوم بعمليات إيجاد الحلول لإتمام عملية التطابق. إذا نحن هدفنا من هذا النموذج أولا أن نكتشف الفجوات ثم أن نعمل على عملية سد الفجوات. فتعالوا نغوص أكثر لمعرفة كيف سنحدث التطابق في هذا النموذج. هناك تطبيقات لهذا النموذج تسمى تطبيقات نموذج الانسجام والتطابق والملائمة في النموذج. هذه التطبيقات أولا رقم واحد قم بعملية تحليل كل عنصر داخل المنظمة، القيام بعملية تحليل العمل، تحليل العاملين، تحليل الهيكل التنظيمي، تحليل الثقافة. ثم بعد ذلك سنقوم بعملية تحليل العلاقات بين عناصر، سنقوم بعملية دراسة العناصر، العلاقة ما بين العمل والناس، العمل والهيكل، العمل والعاملين، العاملين والثقافة، الثقافة والعمل، الهيكل التنظيمي والثقافة. أيضا سنقوم بعد ذلك ببناء التطابق والحفاظ عليه لسد الفجوات ما بين العاملين والعمل والهيكل والعمل والهيكل والعاملين والعاملين والثقافة والثقافة والعمل، حتى نستطيع أن نوجد نوع من الانسجام داخل المنظمة. إذا لدينا ثلاث مراحل سنعملها حتى نوجد عملية التطابق داخل المنظمة. نموذج الانسجام والتطابق كل من ندلر الفكرة الأساسية له كما ذكرنا عام 1931 كتب ندلر حول الفكرة الرئيسية لنموذج التطابق أن جوهر هذا النموذج هو النظرية القائمة على النظم، وهو افتراض أن التفاعل بين المكونات التنظيمية يكون أكثر أهمية في خصائص النموذج. نادلر وتشمن يشيران أن المنظمات أساسا تعمل كنظام بشكل أفضل حين تجمع الأطراف التوافق معين، ويشيران إلى افتراضية التطابق الكامل ما بينهم. تعالوا نشوف كيف سيحصل هذا التطابق. لو قلنا أن عندنا فجوة في التطابق بسبب عدم تطابق أما العاملين مع العمل أو الثقافة التنظيمية مع الهيكل التنظيمي أو المهام مع طبيعة الاستراتيجية الموجودة، فهذا سيحدث عندنا فجوة، وبالتالي هناك تغييرات يجب أن نجريها لإدراكها. لكن يجب أن نؤكد على الشيء التالي، أن نموذج التغيير سيقابل نوع من المقاومة، هذه المقاومة تحتاج مننا إلى تفهم. ونشير أيضا أن نموذج نادلر وتشمن ليس بذاته أداة فريدة، بل هو يحتاج أيضا إلى أدوات أخرى تساعد في عملية دعمه، وأيضا هو يحتاج إلى عمل الحركة سياسة التغيير ويعطينا كيف نستطيع نجعل من خلاله موائمة. فتعرف بنا نتعرف على مفهوم الملائمة والتوافق في نموذج نادلر وتشمن، وهي العملية الرابعة والأخيرة في هذا النموذج. نقدر نقول عندنا مفهوم الملائمة هو العنصر الأخير في نموذج التطابق، من خلاله نستطيع أن نشمل كل ما سبق، كل موظف، كل ما تعلمنا، كل ما قلنا خلال الساعتين الماضية. سنقوم الآن بعملية تطبيقه في هذا النموذج. يا ترى كيف نستطيع أن نصنع انسجام ما بينها كلها؟ وبالتالي يصف راسيل أكوف وهو مولود في 12 فبراير 1919 والمتوفي في 29 أكتوبر 2009 وهو كان منظرا واستشاريا وتنظيميا أمريكيا واستاذا متفرقا للعلوم الإدارية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، كان رائدا في مجال بحوث العمليات والتفكير المنظمي وعلم الإدارة. يشير لنا إلى مثال توضيحي كالتالي. وصف راسيل أكوف أحد منظري الأنظمة المشهورين هذه الظاهرة قال كالتالي: لنفترض أنك تستطيع بناء سيارة أحلامك والتي تتضمن تصميم سيارة جاكوار ومحرك لسيارة بورش وتعليق ناقل حركة جيربوكس لبي ام دبليو ومن الداخل سيارة روزلايس. طيب ضعهم معا في سيارة واحدة، الآن تسأل ما الذي يحدث لديك؟ لا شيء.
لأنه ببساطة لا يمكن تصميم هذه الأشياء متداخلة، هذه الأشياء لم تكن متناغمة، لم يتم تصميمها كأنها تعمل مع بعض، كل واحد منها سيعمل وحده، وبالتالي سيكون لديك سيارة هجينة، سيارة غير متناغمة، لا تؤدي نفس الكفاءة ونفس الفاعلية. هذا نفس ما يحصل داخل المنظمة لما يكون لدينا استراتيجية ليست متناغمة مع العاملين، وعاملين غير مدربين على المهام، ومهام غير متطابقة مع المدخلات، ومدخلات غير متطابقة مع المخرجات. إذا معنى ذلك ليس لدينا تطابق ما بين الثقافة وما بين أيضا التنظيم الرسمي. ولذلك هنا نقول عندنا الملائمة في المنظمات نفس الشيء ينطبق على المنظمات. يمكن أن يكون لديك عاملين مواهبهم رائعة وفكرهم استراتيجي جيد ولديهم تكنولوجيا متطورة وهياكل وعمليات مبسطة ولوائح موثقة وثقافة عالية الأداء، ولكن إذا لم يتم تصميم كل هذا بتوافق مع بعضها البعض فلن تحصل على شيء. كتفاعل وملائمة فإنه في الواقع يشير نموذج طابق، لأن التفاعل بين كل مجموعة مكونات تنظيمية أكثر أهمية من المكونات نفسها. بعبارة أخرى تحدد الدرجة التي توافق بها الاستراتيجية والعمل والأفراد والتنظيم الرسمي والثقافة مدى قدرة المنظمة في التحكم في عوامل المنافسة والنجاح التأسيس المؤسس. طيب تعالوا بنا نشوف كيف نصنع هذا التوافق. نموذج الانسجام والتطابق لكل من ندلر وتشمن هو يرى أنه يحدث التطابق عندما يتم إحداث التطابق بين أهداف مختلفة أشخاص وأصحاب المصالح داخل المنظمة. كيف سيحصل هذا الأمر؟ لدينا داخل أي منظمة أربع أبعاد، لدينا مثل هذا المربع، العنصر الأول لدينا ثقافة عند العاملين، لدينا هيكل تنظيمي، لدينا مهام العمل نفسه، ولدينا العناصر عنصر بشري. هذه الأربعة المكونة الأساسية لنموذج ندلر وتشمن. ولدينا أيضا من تفاعلاتها قد يحصل معنا عندنا التفاعلات تصنع تطابق. كيف يحصل تطابق؟ إذا تطابق معنا أولا العمل والهيكل والعاملين والعمل، هذا المحور الأول من أنواع التطابق. أيضا هناك علاقات ما بين عندنا الهيكل والعاملين، وبالتالي أيضا المحور الثاني والثالث، كذلك عندنا العاملين والثقافة، وهذا يمثل العامل الرابع والخامس. إذا لابد من علاقات ربط تربط ما بين مكونات الأربعة حتى نستطيع إيجاد علاقة تطابق داخل المنظمة، وهذا ما ينادي به ندلر وتشمن لإحداث الانسجام والتطابق داخل المنظمة من أجل تسهيل القدرة على عملية وصول المنظمة لأهدافها. حتى أفصل هذا الأمر، بناء التوافق والحفاظ عليه هو فرضية أساسية لنموذج التطابق، وهو أن المنظمة لا يمكن تحقيق الأداء كأداء عالي إلا عندما تكون الفئات الأربعة متطابقة. بمعنى آخر لا تصل الفئات إلى التطابق إلا إذا وصل صناع القرار إلى المخرجات المرجوة. في هذه المرحلة من العملية يجب توخي الحذر، حيث قد يؤثر التغيير الفردي الذي يتم إجراؤه على زوج فئة واحدة سلبية على زوج آخر أو أكثر. نتيجة لذلك يجب تحليل كل تناقض بالتفصيل لتحديد الثغرات وتعديلها عند الضرورة. ومن المهم ملاحظة أن نموذج ندلر وتشمن لا يوفر وسيلة لحل مشكلات التطابق، وسيحتاج صانع القرار إلى اختيار أداة تشخيصية من جهة خارجية أخرى زي صوات أو تحليل عظم السمكة أو غيرها من الأدوات لعملية معرفة أين حصلت المشكلة في عملية التحليل. إذن الآن تعالوا بنا نتعرف على عناصر الأربعة لنموذج الانسجام والتطابق بعد عملية الآن إضفاء نوع من عملية الربط ما بينها. قلنا عندنا لدينا المهام، نسأل أنفسنا سؤال، ما هي المهام والعمل الذي يجب أن يقوم به الموظفين؟ ما هي المهام والعمليات التي يتم تنفيذها فعلا بانتظام؟ ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لتنظيم كفاءة وفعالية المهام؟ هل العمل يهدف لتحقيق أهداف محددة بشكل مرضي؟ كيف يتم ذلك؟ أيضا لدينا الأفراد، هل يمتلك الموظفين كما قلنا مهارات؟ هل يميل العمل التجاري في تعيين موظفين لديهم نوع معين من مهارات الشخصية؟ هل يتم تعويضهم بشكل مناسب؟ يجب طرح أسئلة على كل موظف. أيضا سؤال في الهيكل التنظيمي، هل الهيكل التنظيمي يمثل وحدة كاملة للسياسات والإجراءات؟ في الثقافة التنظيمية أيضا، هل الثقافة التنظيمية مكتوبة؟ كل هذه العوامل سنقوم الآن بالربط بينها لصناعة عملية التوافق. فتعالوا نقول كالتالي، أولا سنربط ما بين العمل والعاملين، فنقول هل الموظفين ماهرون بما يكفي للقيام بالعمل؟ احتياجات ما هي؟ هل يتوافق العمل مع احتياجات العمل وتوقعات الموظفين؟ كيف يمكن تحسين هذه العلاقة؟ أيضا نربط ما بين العمل والهيكل لنتسأل سؤال، هل الهيكل التنظيمي يدعم طبيعة العمل؟ كيف يمكن السياسات والإجراءات أن تؤثر على جودة العمل؟ أيضا نربط ما بينها ما بين الهيكل والعاملين لنتسأل سؤال، هل الهيكل يخلق بيئة عمل مثالية؟ هل يتم إشراك الموظفين بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة ولذواتهم؟ إذا لم يكن كذلك فلماذا؟ أيضا العاملين والثقافة، كيف يؤثر الناس على الثقافة والعكس صحيح؟ هل هناك شعور عام بالرضا أو عدم الارتياح؟ هل تتماشى معتقدات الموظفين وقيمهم مع معتقدات وقيم المنظمة؟ أيضا سؤال في الثقافة والعمل، هل الثقافة التنظيمية في المنظمة تدعم أداء المهام أم تعيق أداء العمل؟ ولماذا؟ وكيف يحدث ذلك؟ هل يمكن أن تؤدي الثقافة المحسنة إلى تنفيذ المهام بطريقة أكثر فاعلية؟
أيضا نتساءل سؤال الهيكل والثقافة، هل الهيكل والثقافة يعملان بانسجام؟ على سبيل المثال تتعارض الثقافة المبتكرة التي تفضل السرعة والتعاون مع الهيكل الهرمي حتى يقتصر اتخاذ القرار بشكل مركزي على الإدارة العليا، وبالتالي يجب أن نعرف الآن كيف نربط بين هذه الأربعة، ويجب على المستشار الإداري والقائد الإداري أن يقوم بتحليل العلاقات التباينية والعلاقات التبادلية ما بين هذه المكونات الآن لدينا الستة من أجل أن يحصل عندنا فهم عميق لأداء المنظمة وإصدار تقرير يوضح كيف المنظمة تعمل وكيف المنظمة تقوم الآن ببناء مكوناتها الداخلية وتقوم الآن بعملية ربط مكنوناتها. على هذا الأساس تأتي عملية تحديد درجة الملائمة والتوافق في داخل التنظيم أو داخل المنظمة. حتى نستطيع أن نحددها نقول عندنا أولا الفرد والتنظيم الرسمي، أي إلى أي مدى يتم تلبية الاحتياجات الفردية من خلال الترتيبات التنظيمية، إلى أي مدى يمتلك الأفراد العاملين في المنظمة تصورات واضحة أو مشوهة للهيكل التنظيمية، ولا أي مدى تتلاقى الأهداف الفردية والتنظيمية. أيضا عندما نتساءل عن الفرد والعمل، يا ترى إلى أي مدى يتم تلبية احتياجات الأفراد العاملين في المنظمة لتمكنهم من أداء الأعمال والمهام بفاعلية وكفاءة، ولا أي مدى يمتلك الأفراد المعارف والمهارات والقدرات الفنية والعامة لتمكنهم من تلبية متطلبات العمل. أيضا الفرد والتنظيم غير الرسمي، إلى أي مدى يتم تلبية الاحتياجات الفردية للعاملين في المنظمة من قبل التنظيم غير الرسمي، ولا أي مدى يستخدم التنظيم غير الرسمي موارد الأفراد بما يتوافق مع الأهداف غير الرسمية. أيضا عندما نتساءل عن العمل والتنظيم الرسمي، ما إذا كانت الترتيبات في التنظيم الرسمي غير كافية لتلبية متطلبات العمل، وما إذا كانت الترتيبات التنظيمية تميل إلى تحفيز السلوك للتوافق مع متطلبات العمل. أيضا العمل والتنظيم غير الرسمي، ما إذا كان الهيكل التنظيمي غير الرسمي يسهل أداء العمل، وأيضا مدى تأثير التنظيم الرسمي في إعاقة وتعزيز تلبية متطلبات العمل. كذلك التنظيم الرسمي وغير الرسمي، ما إذا كان أهدافه ومكافآته وهياكل التنظيم غير رسمي متوافقة مع الأهداف والمكافآت والهياكل يتبناها التنظيم الرسمي أم نظم أم لا. التحليل العميق لهذه العلاقات يجعل لدى القائد فهم عميق جدا لمنظمته، ويجعله قادر بإذن الله سبحانه وتعالى على قيادة منظمته. هنا يكمن التميز المؤسسي، أن تستطيع أن تعرف ما هي طبيعة العلاقات الحاصلة في منظمتك، واستطيع من خلالها أن تقوم بوضع تقرير لتشخيص مستوى الأداء الخاص بالمنظمة ومقدار التفاعل اللي تم داخل المنظمة بشكل فعال. طيب تعالوا بنا أيها الأحبة الآن نفهم أكثر كل واحد منها نغوص فيه بشكل أكثر، العمل والناس. على سبيل المثال ضع في اعتبارك عنصرين، العمل والمثال عندما يتطابقون في المهارات والمعارف والكفاءات لدى الأفراد المعنيين يتم عملية تناغم. إعادة الهيكلة للعلاقات الموجودة بين كل عنصرين سيجعل عندنا قدرة على التفاعل بشكل أكثر. عادة سيعيق التنظيم الرسمي حتما سيعيق التغييرات الغير مخطط لها والغير منظمة. تعالوا نقول إحنا نحتاج الآن إلى افتراض أن العمل في المنظمة يتطلب قدر كبير من الاستقلالية في المنظمة وقرارات مفوضة، وهذا يتطلب أن يكون عندنا القدرة على التغيير بفاعلية. يحصل دائما لدينا تعارضات داخل المنظمة، وبالتالي يجري التركيز على الملائمة والتوافق وحل التصارع داخل المنظمة ما بين هذه المكونات، ويجب العمل على إزالة العوائق والموانع التي تمنع الموظف من أداء المهام بشكل جيد من خلال فهمنا العميق بتميز مؤسسي لهذه المكونات الستة. هذا الأمر أيها الأحبة يحتاج مننا إلى السؤال، كيف نستخدم نموذج الانسجام والتطابق الآن في إحداث التميز المؤسسي وإدارة التغيير؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن نموذج نادلر هو أحد نماذج التغيير. كيف نستخدمه؟ أولا على مستوى الاستراتيجية سنسأل أنفسنا سؤال، هل هناك فهم مشترك وواضح للرؤية الجديدة اللي نريد أن نسمع استخدامها في التغيير وخطة العمل لها؟ هل تم إعداد أدلة للسياسات والإجراءات الجديدة؟ هل القادة جاهزون لإشراك المنظمة في الاستراتيجية الجديدة؟ على مستوى العمل نتساءل، ما هو العمل الجديد المقترح تنفيذه؟ ما هو مقدار احتياج العمل الأساسي للتغيير؟ ما هي آثار التغيير على طبيعة الوظائف؟ وما هي المهارات الأساسية نحتاج إليها؟ كيف سيتم بناء القدرات الجديدة للمنظمة؟ أيضا على مستوى التنظيم، هل هياكل التنظيمية الحالية تدعم التغييرات الجديدة وسهل حدوثها؟ هل سيؤثر التغيير على أنظمة الأداء والمكافآت القائمة؟ ومدى تأثير ذلك؟ هل عمليات صنع القرار لدينا تدعم التغيير وما آليات ذلك؟ أيضا نتساءل، هل القيادة من أجل التغيير فعالة وذات مصداقية وتحترم العاملين؟ ما هي فجوات المهارات التي يجب معالجتها لتنفيذ التغيير؟ هل العلاقات التنظيمية قائمة بشكل صحيح يدعم إجراءات العمل؟ أيضا هل الثقافة تدعم الاستراتيجية الجديدة؟ ما آثار التغيير على الثقافة التنظيمية؟ من هم أصحاب المصلحة الذين يحتاجون من مرجح أن يحتاجون هذا الأمر على مستوى القيم السلوكية؟ لاحظ أخي المحلل،
لاحظ الأخي الدارس لعلم الإدارة، لاحظ أخي القائد، لاحظ أخي مدير التميز المؤسسي، لاحظ أخي الذي يريد أن يفكر في تقديم استشارات المنظمات. هذه الأسئلة ستقودك لإجراء تغييرات بإذن الله سبحانه وتعالى مستقرة واضحة المعالم، قادر على إجراء التغيير، قادر على عملية ضبطه، قادر على التحكم فيه بإذن الله سبحانه وتعالى بفاعلية وكفاءة. وهنا يبرز أيضا لدينا سؤال آخر، كيف نستخدم نموذج نادلر وتشمن في عملية تحليل مشكلات المنظمة؟ ألم نقل بأنه هو نموذج يستخدم في تحليل الفجوات؟ نعم، ممكن نستخدم هذا النموذج من خلال الخطوات التالية. آثار التفكير، كلما استخدمنا هذا النموذج لمعرفة نمط التفكير وإثارة التفكير الديناميكي كلما استطعنا أن ننجح، فهو يمثل إطار مفاهيمي يساعدنا على تحديد الفجوات وحل الفجوات وحل المشكلات. فهناك 8 خطوات ممكن استخدام نموذج نادلر تشمن وفقها لعملية حل المشكلات بكفاءة وفاعلية. سنتعرف عليها وسنستخدم هذه الخطوات بإذن الله سبحانه وتعالى لتحليل المشكلات. هذه الخطوات يجب أن تجعلنا نراقب التغييرات التي تتم أثناء عملية التحليل الإداري. فأنت كمحلل إداري ستقوم بدراسة المنظمة، تحليل العوامل الموجودة داخل المنظمة والثقافة الموجودة داخل المنظمة وعناصر التنظيم، ثم ستقوم باستخدام هذه العناصر لإجراء التغيير. التغيير الكامل يجب أن يكون تغيير متدرج حتى نستطيع أن نحصل على الصورة العامة. وبالتالي تعالوا بنا نتعرف على هذه الخطوات 8. الخطوة الأولى من خطوات 8 هذه الخطوات ستكون موجودة معنا أثناء القيام بعمليات التغيير على مستوى المدخلات في البيئة المحيطة والموارد والتاريخ والاستراتيجية وخطة العمل والعمل والتنظيم الرسمي وغير الرسمي. أنت كمحلل إداري أولاً قم بعملية إجراء مسح كامل لهذا النموذج نادلر وتشمن في منظمتك، هذا أولا. ثم بعد ذلك بعد أن تقوص فيه وتعمق فيه وتجمع منه البيانات والمعلومات استخدم هذه الخطوات 8. الخطوات 8 لتحليل مشكلات في المنظمة وفق نموذج نادلر وتشمن تبدأ بالشكل التالي. 1. التعرف على الأعراض. في هيئة العادة نكتشف لنا البيانات والمعلومات الأولية عن أعراض ضعف الأداء دون تحديد المشاكل الحقيقية التي أدت لذلك الضعف وأسبابها. ومع ذلك فإن هذه المعلومات مهمة لأنها تركز انتباهنا على أهمية البحث عن بيانات أكثر اكتمالاً. 2. تحديد المدخلات، القيام بجمع البيانات المتعلقة بالمشكلة من واقع بيئة المؤسسية ومواردها والجوانب الحاسمة لتاريخها، ويضمن ذلك تحليل المدخلات، أيضاً تحديد استراتيجية العامة للمؤسسة مهمتها الأساسية واستراتيجية الدعم. أيضاً تحديد المخرجات وتحليل مخرجات المنظمة على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي، يتضمن تحليل المخرجات، التحديد الدقيق للمخرجات المطلوبة في كل مستوى لتلبية الأهداف الاستراتيجية الشاملة، ثم جمع البيانات والقياس تحقيقها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة تحديد المشكلات، حيث تحديد الفجوات المحددة بين المخرجات المخطط لها والفاعلية وتحديد المشكلات المرتبطة بالأداء التنظيمي وأداء المجموعات والسلوك الفردي. على سبيل المثال عندما تكون المعلومة متاحة يكون من المفيد غالبا تحديد التكاليف المرتبطة بالمشكلات ومعرفة متى يفشل المنظمة ومتى ينجح الأداء، مثل زيادة نفقات أو الفرص كيف نعمل. ثم بعد ذلك تأتي عندنا مرحلة وصف المكونات التنظيمية، هنا نقص في التنظيم، هذا هنا نفكر في كل مكون، هذا المكون كيف يتجاوز في التحليل أدائه، فنقوم بعملية تحليل كل مكون سواء الأبعاد الأساسية المدخلات المعالجات المخرجات وأيضا التغذية الراجعة. كما ذكرنا سابقا فإن بعض المشاكل الأكثر خطورة هي نتيجة التغييرات في بيئة الأعمال الخارجية، لذلك من المهم النظر في القضايا الاستراتيجية قبل التركيز بشكل ضيق للغاية على الأسباب التنظيمية للمشاكل، فإن المنظمة معرضة للخطر فعل الشيء بشكل خطأ. بعد ذلك ننتقل للخطوة السادسة، تقييم التطابق. مدى التطابق باستخدام البيانات ثم جمعها، فإن الخطوة التالية هي تقييم درجة التطابق بين المكونات التنظيمية 4 لإحداث 6 حالات من التطابق. ثم بعد ذلك 7، وضع الفرضيات حول أسباب المشكلة. القيام بوضع الفرضيات يتضمن هذه المرحلة البحث عن ارتباطات بين التطابق والسيء والمشاكل لتؤثر في الإنتاج. مجرد تحديد مناطق المشكلات تستخدم البيانات المتاحة لاختبار ما إذا كان الضعف الملائمة هو بالفعل رئيسي يؤثر على المخرجات أم لا. ثم نتجه بعد ذلك للخطوة الثامنة، تحديد خطوات العمل، والتي تتراوح من تغييرات محدودة تهدف إلى حل مشاكل واضحة نسبيا إلى جمع بيانات أكثر شمولا. بالإضافة لذلك تتطلب الخطوة التنبؤ بنتائج الإجراءات المختلفة واختيار مسار العمل وتنفيذه وإتاحة الوقت للعمل لتأخذ وقتا فعالا لتقييم الأثر. إذن 8 خطوات ستكون لدينا لعملية تحليل المشكلات وفق نموذج نادلر وتشمن. تعالوا بنا نقص فيه أكثر، تعالوا نتعرف أكثر في هذا النموذج أيضا في 8 خطوات. نقول الخطوة الأولى عندنا تعرف على الأعراض. هنا ضع قائمة بالبيانات تشير إلى احتمال وجود مشاكل، اجمع البيانات في الواقع، حدد الفجوات بشكل رئيسي، خذ وقتك في عملية استشعار وتحديد المشكلة وتحليل المشكلة وفهم أسبابها.
أيضا هنا نقول الآن أيضا رقم 2 حدد المدخلات. تحديد المدخلات في هذه المرحلة يتم بتحديد النظام وتحديد طبيعة البيئة والموارد والتاريخ وتحديد الجوانب الحاسمة الاستراتيجية. والمهم في هذه المرحلة مراجعة اللوائح والأنظمة وتاريخ المنظمة وخططها ومدى توفر ومناسبة جودة الموارد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة تحديد النواتج. تحديد النواتج معناه تحديد البيانات التي تحدد طبيعة المخرجات على مختلف المستويات فردية وتحديد تنظيمية والمنظمة بشكل كامل، ويجب أن تشمل ذلك المخرجات المطلوبة من الاستراتيجية والمخرجات الفعلية. ثم بعد ذلك تحديد المشكلات، وتحديد المشكلات يعني تحديد المجالات التي توجد فيها اختلافات كبيرة وهناك فجوات بين المخرجات المطلوبة والفعلية، وتحديد المتطلبات قدر الإمكان أي التكاليف المحددة والفعلية والمرتبطة بها. ثم بعد ذلك نتجه إلى مرحلة وصف المكونات، وصف الطبيعة الأساسية لكل مكون من المكونات الأربعة مع التركيز على مميزاتها وتحديد واقعها في الممارسات الواقعية في الميدان وتحديد الفجوات فيها. ثم نتجه بعد ذلك إلى مرحلة تقييم التطابق، حيث نقوم بإجراء تحليل لتحديد التطابق النسبي بين المكونات واستخدام النماذج الفرعية حسب الحاجة. ثم بعد ذلك نقوم بتوليد وتحديد الأسباب لتحليل الربط الملائم من خلال تحديد المشاكل المحددة والعمل على توليد حلول وبدائل لها. ثم نتجه للخطوة الثامنة وهي خطوة تحديد خطوات العمل، حدد الإجراءات الممكنة للتعامل مع أسباب المشكلة بفاعلية. إذن هذه 8 خطوات موجودة الآن يمكن استخدامها في عملية حل المشكلات أيضا بأسلوب نادلر، تشمل في عملية التحليل التنظيمي للمنظمات. تعالوا الآن بنا نتساءل عن شيء جديد. يا ترى ما الجديد الذي لاحظناه في نموذج الانسجام والتطابق نادلر تشمل من خلال كل ما سردناه عن نموذج نادلر تشمل؟ الجديد نموذج نادلر تشمل هو إطار عام مشابه من الناحية المفاهيمية لنموذج ماكنزي، حيث يركز على إعطاء صورة شاملة لمكونات النظام الإداري التي يمكن أن تؤثر على أداء التغيير في المنظمة. أيضا وفق نظرية النظم يتميز نموذج الانسجام والتطابق بكونه أبسط قليلا من نموذج ماكنزي في تعريف المكونات، ومع ذلك فأنه يقدم مفهوما نموذجيا للغاية لنظرية الأنظمة حيث يوضح آليات تحويل المدخلات إلى مخرجات متوقعة. رقم 4 هو أيضا افتراض في حين أن إطار عمل لنموذج ماكنزي عادة ما يكون نموذج ثابتا، نموذج ماكنزي نموذج ثابت، بينما هنا عندنا نموذج ديناميكي فيه تفاعلات فيه تغيرات وبالتالي يعطينا نوع من التفاعل. ولو تسألنا سؤال ما هي مزايا نموذج الانسجام والتطابق لنادلر تشمل؟ من مزايا هذا النموذج أيها الأحبة، المزية الأولى أن النموذج التطابق لنادلر تشمل يتمثل في أنه يوفر تصورا بيانيا للمؤسسة كنظام اجتماعي وتقني. فبالنظر إلى شكل النموذج مدخلات معالجات مخرجات وتغذية راجعة، فكر في المحور الأفقي العمل والتنظيم الرسمي على أنه البعد الفني والهيكلي المنظمة التشغيلي، ويشكل المحور الرأسي الأشخاص والمنظمات غير الرسمية البعد الاجتماعي للمؤسسة، حيث لا يمكن تجاهل أي من المحورين من حيث التطابق، كل شيء يجب أن يتناسب. طريقة أخرى للتفكير في هذه البعدين هي أنه من خلال مصطلحات الكمبيوتر في السنوات الأخيرة أصبحت مصطلحات التنظيمات الإدارية للوائح والسياسات والإجراءات والأنظمة والتجهيزات مرادفة للبعد الفني الهيكلي المؤسسة، بينما أصبح مصطلح البرامج اختصارا للجانب الاجتماعي لشكل القيم والسلوك والأداء المؤسسي للعاملين. وهذا المثال يشكل تشبيها لتوضيح آليات تفاعل داخل المنظمة، وهذه ميزة مهمة جدا في فهم طبيعة العمل داخل المنظمة. الميزة الثانية هي ميزة التطابق يعالج ما قد يحدث من غموض ذهني لدى المديرين أثناء تعقيدات عملية التغيير، ولا يقدم نموذج التطابق أي تفضيل أو منهجية معينة لتنظيم عملية التغيير، بل على العكس من ذلك يؤكد على أنه لا يوجد هيكل تنظيمي ولا ثقافة واحدة أفضل من غيرها، بل ما يهم هو الملائمة بينهم. لا يقترح النموذج محاولة نسخ استراتيجية منافسة لمنافسين لك أو هيكل أو ثقافة أخرى، بل يقترح أن أنجح استراتيجية المنظمة ستكون تلك الاستراتيجية التي تتوافق مع مكونات البيئة التنظيمية لمنظمتك، والتأكيد على أن المكونات التنظيمية تدعم تنفيذ استراتيجيتك وتوافق معها، مما يؤكد على أهمية أن يكون لدينا استراتيجية أصيلة للمنظمة. نموذج يوضح كيفية عمل المنظمات على هذا النحو، أنه قابل للتكييف مع جميع المنظمات في كل القطاعات، سواء كان في القطاع الخيري، سواء كان في القطاع الحكومي، سواء كان في القطاع الخاص. أيضا الميزة الثالثة هي أن هذا النموذج نموذج التطابق يساعدك على فهم ديناميكية التغيير، لأنه يسمح لك بالتنبؤ بتأثير التغيير في جميع أنحاء التنظيم، حيث يحدث التغيير الرئيسي دائما تغيير في البيئة الخارجية. يظهر ذلك في مقارنة المخرجات بالتوقعات عندما يواجه الناس التغييرات ويتوقعونها، ويؤدي إلى مراجعة الاستراتيجية، وهذا يعني حتما التغيير في العمل سيساعد الناس يعملون في الجودة والناس يعملون في التميز المؤسسي وإدارة التغيير لفهم نتائج التغيير ممكن تحصل داخل منظمتنا. وتعالوا بنا أيضا نتساءل سؤال آخر من الضفة الثانية، يا ترى الآن في مزايا نموذجه
أيضا يعتبر هذا النموذج أيها الأحبة هو تفكيك للتنظيم بالكامل، وهو وضع طبيعتنا كموقف. أيضا هذا النموذج سيعطينا طبيعة للفهم، سيجعلنا نتفهم أكثر نحن كاستشاريين ونحن كدارسي علم الإدارة، نتفهم أكثر طبيعة العمل، وسيساعدنا لأن نفهم المنظمة على شكل فيلم وليست المنظمة كصور. نحن دائما كنا نتعامل مع المنظمة كأنها عبارة عن لقطات ثابتة، صورة عن التخطيط، صورة عن التنظيم، أما هنا لا، نحن نشاهد المنظمة كأنها عبارة عن فيلم يعمل أمامنا، صور متلاحقة نستطيع أن نحكم عليها. فالمنظمة كيان ديناميكي وليست كيان ثابت، نستطيع أن نرى تفاعلاتها، تاريخها، أيضا قراراتها الاستراتيجية، نتائجها، نستطيع أن نشوف مخرجاتها ومدخلاتها، وبالتالي كأننا نتعامل مع فيلم حركي، أي فيه عامل حركة عالية جدا، سيساعد الشخص المحلل الإداري ليتوقع ويتنبأ بأداء المنظمة. أيضا هناك أيها الأحبة مزايا أخرى لنموذج تشمن، أنه يمثل إطار عمل لفهم عملية التفكير داخل المنظمة، وأيضا أداة للتفكير للعاملين والقيادات. ما أجمل أنكم تأخذوا هذا الفيلم وتسووا عليه ورشة عمل في يوم يسمونه يوم المهنة، يجتمعوا فيه العاملين في الشركة لدراسة هذا النموذج، ونتقوف كيف نطبق هذا النموذج عندنا، كيف نستفيد منه. الهدف من هذا النموذج هو التوافق، تأثيرات التغييرات ستكون على كل المنظمة. أيضا هو يشكل نوع من الملائمة، يساعدنا على الملائمة داخل عملنا. فمميزات هذا النموذج نفهم كيف يحصل التناغم داخل عملنا وداخل المنظمة. نحن نقدم استشارات للشركات والجهات في كيفية إحداث التناغم الداخلي داخل منظماتها. هذا النموذج مثل أي نموذج آخر، فيه أيضا عيوب وفيه أشياء سيئة. من ضمن الشيء العيوب هذا النموذج أنه هذا النموذج يصف البعض بأن النموذج معقد، خاصة في تعريف العناصر التي تتكون منها النموذج. فالبعض لم يدرس علم الإدارة فيرى أن هذه الأفكار والمعلومات كلها بالنسبة له جديدة عليه، لكن من درس علم الإدارة يجد أن هذا النموذج بالعكس هو نموذج تجميعي، يجمع لنا الأفكار ويساعدنا على التفكير بشكل جيد. أيضا يتطلب شفافية. هذا النموذج حتى نتكلم فيه يحتاج إلى شفافية عالية من العاملين. نجلس سوا نسأل أنفسنا السؤال، أين الخلل؟ أيضا هذا النموذج أيها الأحبة يتطلب دعم من القيادة العليا، فهو يتطلب مننا إلى اتخاذ قرار بأن ندعم جميعا التغيير، وأن ندعم جميعا تبني مثل هذا النموذج والعمل على أساسه نحو الأفضل. طيب سؤال أيضا، ما هي سلبيات هذا النموذج؟ من سلبيات هذا النموذج أيها الأحبة أن هذا النموذج يرى البعض بأنه لا يعمل في يعني هذا النموذج قد يكون في المنظمات العالية، منظمات العالمية قد يكون هذا النموذج أكثر تعقيدا، أكثر طولا. أيضا هذا النموذج لا يحدد الطريقة الإجرائية لكيفية حل مشكلات، فلا يستخدم هذا النموذج الأدوات المباشرة للحل. لاحظوا، لا توجد تمارين، لا توجد تطبيقات، هو نموذج فلسفي سيساعدنا على فهم الفكرة بشكل كامل. هذا النموذج يتعارض مع المرونة أحيانا، لأنه يتكلم أن المنظمة كلها عبارة عن مدخلات، معالجات، مخرجات، وبالتالي هو يلغي أي شيء اعتباطي داخل المنظمة. هذا النموذج ليس بالضرورة يستبعد تطبيق منظمة، لكن الملاحظة الأكبر والأخطر في هذا النموذج، هذا النموذج أيها الأحبة لم يركز على البيئة الخارجية خارج المنظمة بالقدر الكافي، وذلك سنحتاج إلى نموذج آخر سنتكلم عنه، نموذج يساعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى على عملية فهم المنظمة بشكل أكثر عمقا. إذا كانت هذه فكرة عامة عن نموذج الانسجام. نموذج الانسجام والتطابق كل من ندلر وتشمل أيها الأحبة عليه مآخذ رئيسية. نموذج الانسجام هو أداة لتقييم الأداء تعتمد على درجة التطابق بين أربع فئات رئيسية: المهمة والأشخاص والبنية والثقافة. البنية أقصد بها الهيكل الإداري. يجادل نادلر وتشمل بأن الأداء العالي في منظمات الأعمال يتوقف على تطابق جميع الفئات الأربع، ويجب أن تساهم جميع المدخلات في الناتج النهائي المطلوب. يحدد نموذج تطابق نسبة التناقضات، ولكنه لا يقدم أي دعم في معالجاته. كذلك أيضا يجب على صانعي القرار بإضافة لاستخدام نموذج الانسجام والتطابق استخدام أدوات تشخيصية محددة لإكمال العملية التحليلية والتطويرية وحل المشاكل وإدارة عملية التغيير برمتها، ولا يكتفى فقط بنموذج التطابق وحده. أيضا أيها الأحبة، بناء نموذج الانسجام والتطابق وصيانته هذه أمر مهم جدا. هناك فرضية أساسية كما قلنا أن هذا النموذج مكون من أربع مكونات: العمل، العاملين، الهيكل التنظيمي، الثقافة. وبعبارة أخرى، لا تصل الفئات للتطابق إلا إذا وصل صناع القرار إلى أن المخرجات المرجوة التي تنتج من التطابق، هذه العناصر المنظمة تأتي من خلال عملية تدخلات، معالجات، مخرجات. فيجب أن يكون هناك فهم عميق لديهم لهذا النموذج. أيضا يجب توخي الحذر عند استخدام هذا النموذج، فهناك فرضية أنه اتخاذ القرارات والتغييرات داخل المنظمة تؤثر في التغيير، وبالتالي يجب أن نعرف أن كل قرار تغيير سنجريه سيؤثر على الأفراد وسيؤثر على الوحدات وسيؤثر على المنظمة، ويجب استخدام نموذج نادلر وتشمن لفهم التغيير أين سيؤثر داخل المنظمة.
أيضا يتطلب دعم، فبالتالي نحتاج من الإدارة أن يعرفوا كيف نستخدم هذا النموذج. صانعو القرار يجب أن يتعرفوا على التعارضات والمشكلات ستكون موجودة في هذا النموذج. لتنفيذ النموذج هذا نحن بحاجة أولا أن نجلس ونقوم بعملية تحليل. نحن في مهارات النجاح، في مكتب مهارات نجاح الاستشارات ومركز الإتقان الدولي، نسعد بتقديم كل خدمة لكم حول هذا النموذج. اتصلوا بنا من أرقامنا الظاهرة في أي لحظة للسؤال والاستفسار كيف نستطيع أن نجري عمليات التحليل لواقع منظمتكم، لواقع العمل فيها، لواقع العاملين، لواقع الهيكل التنظيمي، لواقع الثقافة، وكيف نستطيع أن نحدد الفجوات، وكيف نستطيع أن نحدث الانسجام الداخلي فيها. فنحن لم ننشر هذا إلا من أجل التعريف بهذا النموذج ومساعدة الآخرين أيضا على التعلم من هذا النموذج نظرا لأهميته. هذا النموذج سيقدم لك وصف دقيق لكل المكونات الداخلية في داخله. أحبتي الكرام، هناك استنتاجات أساسية سنختم بها. أولا نستنتج أن نموذج نادلر وتشمل نموذج الانسجام والتطابق يعتبر نموذج مفاهيمي يعطينا طريقة مفاهيمية ممتازة لفهم وتشخيص كيفية الأداء داخل المنظمة. أيضا هو من خلاله نستطيع أن نفهم التغيير داخل المنظمة، كيف يحدث التغيير، يعطينا صورة شاملة عن التغيير، نتعرف أن عندنا مدخلات ومعالجات ومخرجات وأن هناك عناصر يجب متابعتها عند عملية إجراء التغيير. أيضا هو يتطلب الدعم ويتطلب قرار من الإدارة العليا عند عملية تنفيذ ومتابعة التغييرات. نصائح مفيدة في ختام حديثنا عن نموذج نيدلر تشمان، ننصح بما يلي: أولا القيام بعمليات تحليل العمل والعاملين والهيكل التنظيمي داخل منظمتكم والعمل على إحداث نوع من التطابق داخل المنظمة. اثنين، فهم التغييرات التي تتم قبل اتخاذ أي قرار داخل المنظمة. ثلاثة، دعم القرارات من الإدارة العليا بشكل دائم والتدريب على هذا النموذج. هناك مراجع علمية أيها الأحبة نقدمها لكم في ختام هذا اللقاء. هذه المراجع العلمية هي عندنا أولا حسان تركي حسان 2015، كتاب مطبوعة بتوقيفية في مقاييس نظرية المؤسسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جامعة الشاذلي بجديد الطارف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية قسم علم الاجتماع، أنا استفدت منه من صفحة 66. أيضا أنا استفدت من كتاب اللواء دكتور فهد بن أحمد الشعلان، كتاب بحث بعنوان التغيير التنظيمي الإدارة منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب المجلد 31 العدد 64 الرياض صفحة 38. أيضا استفدت من كتاب دونالد أندرسون المنشور 2018، كتاب تطوير منظمات عملية إدارة التغيير التنظيمي ترجمة منصور بن عبد العزيز المعشوب، راجع الترجمة دكتور عبد المحسن بن فالح اللحيت صادر عن معهد الإدارة العامة للمملكة العربية السعودية، استفدت من صفحة 127 لصفحة 128. أيضا كتاب جورية بالبشير 2015 الصادر نماذج تشخيص تنظيمي ودورها في إعداد استراتيجية المؤسسة، بحث ماجستير في كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التيسير جامعة إنكلي مكن في الجزائر 140 إلى 141. أيضا البرطوني سعاد نائف عام 2001 كتاب الأعمال خصائص والوظائف الإدارية دار وائل للطباعة والنشر الطبعة الأولى عمان صفحة 273. كذلك أنا استفدت في تعداد هذه المادة من كتاب سعيد ياسين عامر، كتاب الفكر المعاصر في تنظيم الإدارة مركز وائل للاستشارات والتطوير الطبعة الثانية القاهرة مصر صفحة 295. وما زالت في هذا المجال ما زالت البحوث قليلة والكتب قليلة، وأدعو كل يعني الكتاب والباحثين في مجال البحث العلمي في مجال علم الإدارة للبحث أيضا في نموذج أدلر وتشمان وكشف جواهر هذا النموذج والاستفادة منه في العمليات الاستشارات الإدارية. أيها الأحبة، ختاما ماذا أردنا أن نقدم لكم نحن في مهارات نجاح مع مكتب استشارات في مهارات نجاح ومركز الإتقان الدولي؟ أردنا أن ننشر المعرفة، أردنا أن نسارع في عملية التعلم، أردنا أن نقدم لكم مصدر من مصادر المعرفة. أخي الكريم، تستطيع إيقاف الفيديو في أي لحظة، مراجعة الفيديو في أي لحظة، العودة للشرائح، نسخ الشرائح، استخدام الشرائح، كل هذا الأمر مفتوح لك، وتستطيع الاتصال بنا من أجل إحداث نقلة نوعية في منظمتك للاستفادة من خدماتنا الاستشارية في هذا المجال. شكرا لكم، نتمنى أن نكون قدمنا لكم ممتع ومفيد. لا تنسونا من دعائكم الصالح، أي سؤال أي استفسار في أي لحظة حول نموذج نادلر تشمان نحن سنكون سعداء جدا بالإجابة على سؤالات أسئلتكم حول هذا الأمر. هذه أرقام تليفوننا الظاهرة أمامكم، أرجو أن تتصلون بنا، هذه أرقام تليفوني أيها الأحبة، وسأكون في قمة السعادة بتواصلكم معنا. شكرا لكم كل الشكر، وفي الختام
نقول شكرا لكل من ساهم في نشر المعرفة، شكرا لكم لحضوركم، شكرا لكم لمتابعتكم، شكرا لكم صبركم معنا خلال 3 ساعات الماضية في عملية التعلم حول هذا النموذج، نموذج نيدلر تشمن. أمل أن نكون قدمنا لكم الممتع والمفيد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لتصوير هذه المادة. شكرا لفريق العمل معنا في مهارات النجاح، شكرا لفريق العمل في إتقان الدوري، وشكرا لكل من ساهم في نشر هذه المادة وشاهم معنا في نشر المعرفة الآخرين. شكرا لكم، الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.